الذي في الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. انطلقت بالأمس بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات من صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، وشفنا حفل الافتتاح وشفنا الفقرات الفنية التي تخللت يعني حفل الافتتاح، وكمان شفنا كلمة المهندس محمد الجرحي رئيس اللجنة المنظمة العليا وعضو مجلس إدارة، شفنا كلمة الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وشفنا كلمة الكابتن محمود الخطيب إذانا بافتتاح البطوله، وشفنا حضور كبير من مجلس اداره النادي الاهلي، شفنا كابتن خالد مرتجي امبارح، شفنا استاذ محمد الضماطي، حقيقه تواجد الجميع امبارح في مؤازره فريق الكره الطائره للسيدات الحقيقه قبل ان يذهبوا لمباراه كره القدم حقيقه كان ليه معنى كبير جدا جدا، والاهتمام الجماهيري والحضور الجماهيري الغفير اللي شفناه امبارح وتشجيع المنقطع النظير للفريق. الحمد لله امبارح كان ختامها مسك، والفريق الحقيقه فاز 3-0 امبارح، نتيجة كانت مريحة جدا. فريق النادي الأهلي فاز على نيكومبا الأوغندي بنتيجة 3-0، حتى نتيجة الأشواط هنقولها لحضراتكم، نتيجة كانت مريحة جدا جدا، ما كانش فيه أي مشكلة، بداية كويسة، بداية موفقة. طبعا قبل ما نروح نحط الضوء على البطولة ونستعرض طبعا في البداية حفل الافتتاح والمباريات الافتتاحية ونتكلم عن البطولة، مجموعة الأهلي، المجموعات الأخرى، الفرق المشاركة، يعني قبل طبعا ما نروح لهذا كله برحب بضيوفي في الاستوديو، برحب بالكابتن بدرية عبد الحميد في أول ظهور لها على قناة النادي الأهلي. أهلا بك يا كابتن. أهلا بحضرتك. طبعا نجمة مصر ونجمة النادي الأهلي في الكرة الطائرة، ربنا يخليك، نورانا وشرفانا على شاشة قناة النادي الأهلي. ميرسي خالص ليك. معانا طبعا كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي ونجمة مصر ونجمة النادي الأهلي كابتن نجلاء فوزي، مشرفانا يا كابتن. أهلا كابتن هيثم، شكرا. هنحتفل برضه بالفوز السنه دي ان شاء الله، واكيد بالبطوله دي مع بعض باذن الله ان شاء الله. يعني اروح لكابتن بدريه، يمكن حضرتك حضرت حفل الافتتاح امبارح وشفتي الحفل من داخل الملعب، كلميني عن التنظيم، كلميني عن رؤيتك طبعا كاسم كبير وشاركتي في بطولات زي دي، شايفه التنظيم مختلف ولا زي تنظيم البطولات اللي خارجه؟ لا، هو التنظيم كان مختلف شويه، كان في شغل جامد، كان في رؤيه، كان هايل بصراحه التنظيم، كان هايل. عدد الفرق برضو كان كبير برضو يا كابتن. 19 فريق كتير، اول مره تحصل ان يكون كتير عدد الفرق كده. يعني نبض الناس ايه؟ اكيد اتكلمتي مع الناس، شفتي رايهم، طبعا كان في حفلات فنيه في النص، شفنا الفنان اكيد حمد هلال عمل فارق كتير في اتكلمتي مع الناس ايه الاخبار؟ الاخبار طبعا انت عارف ان فرقه النادي الاهلي دي فرقه بتاعت بطولات والناس كلها بتنتظرهم والناس طبعا كلها وراهم، فكان الرؤيه كبيره جدا امبارح، وكان الفرقه هايله، يعني مركزين جدا بالمسؤولية. طبعا لان وراهم قطاع كبير من الجمهور واعضاء النادي الاهلي طبعا كلهم معاهم، وربنا يوفق يا رب. بتهيألي يمكن احنا برضو مجموعتنا اربع فرق فقط هنلعب ثلاث ماتشات، برضو عندنا فرصه للراحه اكتر، نخش على دور الثمانيه اكيد يعني أكيد. بتهيألي الوضع ده ممكن يفرق معانا شويه. اكيد كتير هيفرق كمان في الاعداد، وهيفرق كمان في الراحه النفسيه وفي راحه اللعيبه، فهيدوا ان شاء الله. هم متعودين بصراحه على الصعاب، بس كده افضل لهم كتير. صحيح، برافو عليك. خلاص كابتن نجلاء، يمكن الفرقه مستعده كويس، معسكر في سلوفينيا تمام، وطبعا دي لقطات امبارح من مشاركه الكابتن محمود الخطيب في المقصوره وكابتن الدكتور عمرو علواني في حديث، والاستاذ العامري فاروق طبعا نائب رئيس اللي كان موجود في ارض الملعب واللي مش غريب عن العاب الصالات. الحقيقه خليني يعني اسال حضرتك، انت طبعا خبره طويله افريقيا وشاركتي افريقيا مع الفريده كتير، البطوله دي شايفاها من الناحيه الفنيه اقوى من بطولات قبل كده ولا شايفاها ازاي؟ لا، هو اكيد البطوله الحاليه دي بطوله قويه جدا، من فتره كبيره قوي ما كانش في عدد الفرق زي البطوله دي، احنا بتميز ب 19 فرقه فيها اكبر الفرق الافريقيه واقواها، عندنا فريق كارتاج التونسي حامل اللقب السنه اللي فاتت، عندنا فريق انابيب الكيني الطبيعي اللي هو المنافس كان بالنسبه لنا على طول، انابيب الكيني
موجود، فريق السجون الكيني موجود، عندنا فريق الفاب الكاميروني اللي عمل طفره كبيره قوي، فريق الكاميرون في الفترات اللي فاتت والبطولات اللي فاتت. وعلى فكره الفاب موجود. بس مش في الطايره بسيدات، ده في يد رجال طاير تمام. لا فريق الكاميرون عمل طفره جامده جدا في جميع الالعاب الجماعيه خصوصا يعني. فالبطوله بالنسبه لنا بطوله قويه جدا ان شاء الرحمن. احنا هيئنا ليها كويس، كابتن حمدي اكيد هيئ الفرقه تماما، ومعسكر خارجي استفاد منه كتير. كابتن معلش بعد دي طبعا لقطات من التنظيم الرائع امس حفل الافتتاح اللي تابعناه على شاشه قناه النادي الاهلي والفقرات الفنيه اللي تم تقديمها اثناء الافتتاح الحقيقه، وشفنا تفاعل من الفرق المشاركه حتى مع الفقرات الفنيه، حاجه جميله ويعني والحقيقه تنظيم رائع. معلش يا كابتن اتفضل. اتفضل. فالحمد لله البطوله ان شاء الله الرحمن بطوله قويه، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز بالبطوله وتبقى بطوله ساحقه باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي بعون الله ربنا. طب كابتن يمكن اتكلمت مع كابتن بدريه في حته انه احنا اربع فرق بس، عند الفرق المجموعات الثانيه خمس فرق، المجموعه الاولى اربع فرق. بالظبط احنا اربع فرق مجموعتنا بس، اربع فرق فهنلعب ثلاث ماتشات فقط. بالظبط ده في صالحنا ولا شايف لو كانت خمس فرق ولعبنا ماتش زياده في التمهيدي كان يبقى احسن؟ والله انا كان بالنسبه لي الاحسن ان انا اخد ماتش اقوى او فرقه قويه. احنا بالنسبه للثلاث فرق اللي معانا فرق يعني محدود المستوى بالنسبه لنا، احنا ان شاء الله الرحمن هنكسب 3-0 نتائج جميع المباريات ان شاء الله الرحمن. بس دي حاجه كويسه ان هي هتاهلنا برده كراحه نفسيه في الاول، ان احنا وتدينا دفع قوي ان احنا طالعين كويس كاسبين 3-0 كويس. على عكس الفرق الثانيه طبعا في هناك الانابيب معاها فرق قويه جدا، كارتاج معاه فريق من بافيا الكاميروني صحيح، معاه اللي هو التلف الجزائري، بس هو ربنا اكرمه كسب الجزائر 3-0. هو بادئ مباراه قويه جدا كارتاج. انا بحب اتكلم عن قبل الهوا جايبين محترفه انا بحب اتكلم عن فريق كارتاج بالذات. فريق كارتاج المفروض كان في فريق المرسى التونسي كان هيدخل البطوله، بس الاتحاد التونسي رفض دخول المرسى التونسي قال لك اركز بفرقه واحده، اركز والتدعيم كامل لفريق كارتاج التونسي. هم عملوا معسكر في ايطاليا كمان قبل البطوله ب 10 ايام، لعبوا ماتشات هناك مع الفرق الايطاليه، جابوا لعيبه محترفه ايطاليه وغيروا المدرب كمان، هو جابوا مدرب ايطالي ايطالي كمان تمام. فطبعا في تغيير شامل فريق كارتاج ده نتيجه ان هو جاي مستعد للبطوله وعاوز ياخد البطوله، ما شاركوش في البطوله العربيه كمان خلي بالك. بالظبط كده، هو كان جاي هو قال لك انا حتى لما سالنا فاكره يا كابتن نجلاء وقلنا ما شاركوش ليه؟ قال لك لا احنا بنيجي افريقيا بس. هو كان مستعد تماما للبطوله الافريقيه وهو جاي ان شاء الرحمن يخيب ظنه واحنا ناخد. لا واحنا ان شاء الله يعني جاهزين باذن الله. ده دايما ابدا تونس تونس دايما هي اللي دايما بتقف لنا في كل حاجه. دايما وابدا. وخلينا يا كابتن بدريه اقول لحضرتك انت تابعتي اكيد بطوله افريقيا اللي فاتت، يمكن كان اللي وصل فاينل كان نادي الشمس مع مع قرطاج، وفاز قرطاج 3-2 بعد مباراه طويله بعد شوط خامس. خلينا نقول الظروف مختلفة دلوقتي على ملعبنا ووسط جمهورنا، أكيد كورتاج عامل حساب هذا الاستعداد بالمعسكر اللي احنا عملناه. يعني كلميني أقوى الفرق كمان اللي ممكن تقابلنا في سكتنا إيه يا كابتن؟ هي بتهيألي هي من أقوى الفرق تعتبر تونس، يعني دي تعتبر هي من أقوى الفرق اللي ممكن تقابل النادي الأهلي. هي بس إن شاء الله النادي الأهلي يتفوق عليها بإذن الله زي كل مرة بإذن الله. أكيد إن شاء الله. بالنسبة للفرق الأقوى بتهيألي مش هتبقى أقوى من تونس يعني. مش هتبقى هي ده السجون السجون بس برضو مش هتبقى أقوى، لأن تونس جايب لعيبه محترفين يعني كواي. فان شاء الله تونس يعني الماتشات اللي جايه هتبقى اسهل كتير على النادي الاهلي باذن الله. طيب خلينا نروح مع حضراتكم نشوف تقرير سجلناه امبارح مع الكابتن حمدي الصافي عقب اللقاء، وشفنا نهل سامح كمان كابتن الفريق. خلينا نشوف قالوا ايه وارجع لحضراتكم. مباراة الافتتاح دايما بتبقى صعبة شوية من حيث الأجواء والتعود على الأجواء وكده، أول مباراة بتبقى فيها صعوبة شوية، بس الحمد لله النهاردة المنافس ما كانش قوي قوي بحيث قدرنا النهاردة إن احنا نشرك كل اللاعبات
يدخلوا جو البطوله، نبقى جاهزين للمباراه القادمه باذن الله. بكره الصبح هديهم راحه، بعد الظهر عندي تمرين جيم تقويات استعداد لماتش اللي جاي، وبعديها مباراه هننفذ فيها الاستعداد والتكتيك بتاع المباراه القادمه ان شاء الله. ده المتوقع من جمهور النادي الاهلي، خاصه في الفتره الاخيره ورانا في كل حته في البطولات العربيه والمحليه الدوري وكاس. ان شاء الله باذن الله دعمهم باذن الله هيحفز اللعيبه ان هم يحققوا بطوله افريقيا باذن الله، واحنا طالبين طبعا دعم اكتر منهم في الماتشات القادمه. احنا عارفين النهارده في ظروف مباراه الاهلي بتاعت كره القدم، ومتوقع ان هم في المباراه القادمه يبقوا اكتر من كده ويملوا الصاله باذن الله. دفعه الكابتن خطيب موجوده من ساعه البطوله العربيه، حضوره نهائي البطوله العربيه ادانا دفعه قويه جدا، وهو اكد في البطوله العربيه ان اي مباريات لفريق الطايره سيدات خاصه في البطولات الكبرى هيبقى موجود فيها، وده طبعا ادانا دافع، وان هو مجلس الاداره بالكامل موجود حاجه مشرفه جدا لينا، وبتزيد بتدينا اصرار ان احنا باذن الله مش هنبقى عند حسن الظن، وبقى عند حسن ظنهم مجلس الاداره وعند حسن ظن الجمهور. طبعا هي دايما البدايات بتاعت البطولات بتكون صعبه شويه على اللعيبه عامه، مش كفريق منافس بس كلعيبه، احنا بالذات ان احنا بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا علينا ضغط شويه، فالحمد لله ابتدينا ندخل في جو البطوله النهارده. فاول ماتش الفريق الاوغندي حتى عنده احسن من كده، بس برضه هو عنده نفس اللي احنا كان عندنا اللي هو بدايه البطوله بس، وان شاء الله هنبتدي نعلى ان شاء الله على مدار البطوله. شفنا مع حضراتكم التقرير، وشفنا كابتن الفريق نهله سامح الحقيقه بتتكلم ازاي، كل عزيمه وكل اصرار باين على كابتن حمدي الصافي وباين على اللاعبات. خلينا نتكلم برضو عن توقعاتنا للاربع مجاميع ممكن يتأهل دور الثمانيه. كابتن بدريه ابتدي مع حضرتك، المجموعه الاولى والثانيه تتوقعي مين يتأهل منهم دور الثمانيه؟ اللي اتوقعه في المجموعه الاولى والثانيه هو فريق الكارتاج التونسي، ده المجموعه الثانيه الكارتاج التونسي وفريق بجوان. هيبقى لا هو تقريبا حضرتك قصدك على فريق بافيا الكاميروني او نجم تشلف. يعني الجزائري، يعني قصدي المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه قصدي حضرتك اللي هيفوز من الاثنين، الاثنين هيطلع مع كورتاج التونسي ان شاء الله. تمام. والمجموعه الاولى بتهيالي الاهلي على راس المجموعه، وممكن حضرتك قلت لي قبل الهوا برضو ممكن يكون نيونج الكاميروني. نيونج الكاميروني ان شاء الله. طيب كابتن نجلاء، يمكن برضو هنتكلم على المجموعه الثالثه والرابعه، توقعات حضرتك ليهم ايه؟ والله المجموعه الثالثه احنا بتضم فرق قويه جدا مثل انابيب الكيني، طبعا ده بيعتبر اقوى الفرق الكينيه الانابيب بايب لاين، ومعاه فريق الشمس ومعاه فريق فاب الكاميروني. فطبعا انا بتوقع الانابيب الكيني بعد فوزه امبارح على الشمس 3-0، ومتوقع ان هو يفوز على الكاميرون 3-0. انا متوقع الانابيب الكيني، والمباراه اللي هتفصل بين الثاني بين الشمس وفاب الكاميروني على حسب المباراه. طب انت رايك في مشاركه نادي الشمس ايه؟ هل هم زي السنه اللي فاتت برضو احنا هنزعل لهم مباراه دلوقتي؟ لا طبعا، صعب جدا نقارن بين السنه اللي فاتت والسنه دي نادي الشمس، بالذات نادي الشمس كان معاه بصيره مصر طبعا يسرى عبد الكريم اللي عملت زي ما قلت حضرتك في الاستوديو السنه اللي فاتت. صحيح. غيرت نظام الملعب تماما، شكل فريق نادي الشمس تماما، وجود كابتن نور عطيه، غياب كابتن نور عطيه السنه دي مؤثر فيهم تماما. طبعا اللي ماسك حاليا نادي الشمس كابتن هيثم رشاد مساعد كابتن نور، هو اللي ماسك. غياب ندى معوض اقوى ضاربه في افريقيا واحسن لعيبه في افريقيا. صحيح. ندى معوض ونور معوض الاثنين عشان منحه دراسيه في امريكا. طيب تمام. طب كابتن هستاذن حضرتك، هنروح لزماننا مراسلنا في قناه النادي الاهلي من ارض الملعب، لنا الاجواء الاخبار الدنيا عامله هناك، اتفضل يا كريم. تحياتي ليك يا كابتن هيثم، تحياتي لكل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي، وتغطيتنا الخاصه للبطوله الافريقيه لكره الطائره النسات رقم 29 هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. عايزين طبعا في البدايه نشيد بالتنظيم المميز والافتتاح الرائع امس كما تابعنا جميعا، افتتاح يليق فعلا باسم النادي الاهلي كالعاده. النادي الاهلي رائد في تنظيم البطولات، لكن الحقيقه من خلال متابعتنا لافتتاح الامس ومباريات الامس كمان، انطلاقا بمباراه النادي الاهلي اللي ادى مباراه رائعه كعادته وانطلاقه جيده وقوية وفوز بهذه المباراة. عايزين نأكد كمان على حضور الجماهيري المميز رغم تواجد مباراة الأمس الأهلي ومنانا الجابوني، لكن حضر بالفعل وامتلأت المدرجات هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره لجمهور النادي الاهلي لمسانده فريق النادي الاهلي امس، وده الدور الكبير اللي بنامل يكون متواجد بصفه مستمره للنادي الاهلي. زي ما احنا عارفين البطوله من 6 يوليو 16 مارس، بنتمنى يكون
كل مباراه للنادي الاهلي وغير مباراه النادي الاهلي يحضر فيها الجمهور لارسال رساله مهمه جدا لكل الدول العربيه ودول العالم. لو بتكلم على مباراه اليوم الفريق نادي الشمس وفريق فيجن او فيزن طبعا الاوغندي النهارده طبعا يمكن الناس بيستعد بشكل كبير نادي الشمس رغم الخساره في مباراه امس، لكن ما يمنعش ان نادي الشمس من الفرق المميزه اللي بيقدم مباريات رائعه خلال مباريات الدوري العام، وبنتمنى ان في هذه البطوله يظهر بشكل مميز ويحقق اداء ونتيجه مميزه. فريق الانابيب الكيني من اقوى الفرق في هذه البطوله، فعشان كده بنقول هارد لك لنادي الشمس، وبتمنى النهارده تكون انطلاقه جديده وانطلاقه قويه ويحصل نادي الشمس على نقاط هذه المباراه للبطوله المميزه البطوله الافريقيه للكره الطايره. اكيد هنكون مستمرين معاك يا كابتن هيثم في هذه اللحظات. يمكن الفريقين بيجروا عمليات الاحماء قبل انطلاق هذه المباراه، اشاده كبيره من جميع الفرق المشاركه رؤساء البعثات على التنظيم والاستقبال وعلى جوده الملعب وصاله النادي الاهلي الصاله المغطاه. يمكن عايزين نلفت النظر كمان ان الصاله المغطاه صاله الامير عبد الله الفيصل وصاله الشهداء بتستقبل المباريات، مش صاله الامير عبد الله الفيصل فقط هي بتستقبل مباريات هذه البطوله، لكن صاله الشهداء كمان اللي هي بتتواجد بجانب صاله الامير عبد الله الفيصل بتستقبل كمان بعض المباريات لهذه البطوله. بنتمنى كل التوفيق اليوم زي ما بنتمنى للتوفيق للنادي الاهلي، بنتمنى التوفيق لفريق الشمس في مباراته اليوم كاحد الفرق المصريه المميزه واللي بتمثل مصر في هذه البطوله، بنتمنى لهم ان شاء الله يحققوا مباراه واداء ونتيجه، واكيد هيكون لنا لقاءات عقب هذه المباراه مع فريق نادي الشمس ان شاء الله في حاله الفوز باذن الله. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، واجواء خاصه هنا للبطوله الافريقيه للكره الطايره رقم 29. عوده ليك يا كابتن هيثم وكل نجوم الاستوديو التحليلي. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا. الحقيقه الصاله يعني زي ما بيقولوا في ازهى حالتها، الحقيقه منظر جميل. والحقيقه طبعا بنشكر كمان شركه برزنتيشن على اتاحتها الفرصه لينا وشراء حق البث لهذه البطوله. طبعا ده بتدينا فرصه ان احنا يعني نعرف الناس اكتر بالعاب الصالات ونوسع القاعده الكبيره للناشئين والناشئات. يمكن كنت بتكلم مع كابتن نجلاء قبل الفاصل وقبل لقاء كريم احمد، كنا بنتكلم عن نادي الشمس. نادي الشمس بيمر بهزه قويه، يمكن بعض اللاعبات غابوا نتيجه ندى معوض ونور معوض سافروا امريكا، اصابه ايه خالد برباط صليبي. يعني كلمينا برضو عن وضع الشمس دلوقتي واسباب مشاركته ايه. والله هو اسباب مشاركته انا بوصفها ان هو وصيف البطوله الافريقيه ابطال الدوري السنه اللي فاتت 2017 كان بيلعب النهائي مع كارتاج، فطبيعي ان هو الوصيف الثاني لازم يدخل كتنظيم في البطوله الافريقيه الحاليه. يعني بالنسبه لنادي الشمس هو عنده لاعبات قويه، عنده فرح رمزي كابتن الفريق لعيبه قويه جدا وكانت مؤثره جدا في البطوله الافريقيه السنه اللي فاتت السنه الماضيه. بما ان هو برده جاب لعيبه اشترى لعيبه من وادي دجله، اللعيبه دعاء غباشي لعيبه اربعات، فهو مدعم فريقه بلعيبه جديده السنه دي. وجود اثنين ليبرو زي بريهان او النهان لعبات مميزه جدا، حاله الدفاع حاله قويه جدا. فانا يعني برجع ان المباراه هتبقى قويه النهارده، مباراه كويسه ونادي الشمس ممكن يعمل حاجه. يعني بص يعني ساعات بيكون النقص العددي لمصلحه الفرقه. اكيد 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 طبعا ممكن، بس انا عندي كلمه صغيره بالنسبه عايز احسها لجميع اللاعبات. حصول ندى معوض على المنحه الدراسيه هي ونور طبعا ترجع لندى كانت ساعتها ثانويه عامه، فلما اخذت احسن لاعيبه في افريقيا في البطوله الافريقيه في سنها في الفتره دي بالذات جت لها المنحه الدراسيه بسبب حصولها عشان احسن لاعب في افريقيا. صحيح برافو عليك. فدي حاجه جميله جدا انا بنشطها لجميع اللاعبات والناشئات اللي خلى عندكم طموح، خلى عندكم طموح ان ربنا يوفقكم وتاخدوا لقب زي اي ندى زي ساره. وكابتن حمدي الصافي عندي في البرنامج مشرفني ومنورني، فكنت بكلم نور ياسين على الهاتف بقول لها نور انت عايزه تحترفي وبتاع، قالت لي اه يا كابتن انا لو جات لي حاجه هطلع كابتن. فكابتن حمدي قال لي يا كابتن هيثم انت هتطلع اللعيبات بتاعتك ولا لا يا كابتن هيثم؟ قلت له لا احنا عايزين الطموح. قال لي اكيد النادي الاهلي مش هيقف في صف يعني في طريق حد. على فكره دي لقطات من مباراه امس وكابتن حمدي الصافي بيوجه يعني طبعا اللاعبات بشكل كبير في التركيز، واضح التركيز واضح حتى لو المباريات على مستوى مش قوي، ولكن اكيد كابتن حمدي هيطلع باقدر استفاده او اكبر استفاده فنيه. خليني اروح يا كابتن بدريه، يمكن مجموعه النادي الاهلي تتوقعي في اي مقاومه ولا الماتشات هتمشي 3-0 3-0؟ انا اتوقع ان شاء الله 3-0 لان النادي الاهلي في ازهى حالاته وافضل حالاته ان شاء الله يعني. طب كابتن تابعتي اداء كاترينا شيلينكوفا اللاعبه المحترفه بصفوف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت؟ طبعا من هي لعيبه بتعتبر من اهم اللاعبات في النادي الاهلي برضو لان هي اضافت للفرقه كتير، وهي المركز كمان اللي بتلعب فيه ده مركز
الأوبزاي تاو ده مركز قوي جدا ومهم جدا وعامل مؤثر جدا في اي فرقه، لان هو بيبقى التركيز كله على المركز ده في فوز اي مباراه وجمع النقاط يعني. صحيح، ويمكن دخلت في الفرقه على طول. يعني هو طبعا كابتن حمدي الصافي من المدربين الممتازين اللي عرف يخليها تتأقلم جدا، وعرف يخليها تتدخل في الفرقة وتتعايشت مع الفرقة بشكل سريع يعني. طب كابتن نجلاء تأكدي هذا الكلام برضو بالنسبة لكاترين شيلينكوفا اللاعبة المحترفة الأوكرانية. كاترين لاعبة قوية جدا وبتتميز باستقبالها والضرب الصحيح من مركز أربعة، فانا مع كابتن بدرية في الكلام اللي قالته. طبعا كاترينا لعبه مميزه جدا واضافه للنادي الاهلي. فاكره دي طبعا لقطات لكاترينا شيلينكوفا لعبه المحترفه. خليني اقول لحضرتك برضو، انت قلت لي حاجه برضو السنه اللي فاتت او بدايه السنه دي، يمكن بدايه الموسم العربية. بدايه الموسم الرابع قلت لي هي عندها نقطه حلوه ان عندها استقبال كويس. نادر لما بيكون الاربعات عندنا بيجوا بيبقى استقبالهم ضعيف شويه، زي اللعبه البرازيليه اللي اللعبه البرازيليه كانت عندنا كانت بالظبط المكان كان غير مميزه بالاستقبال تماما. كاترينا بتضيف النادي الاهلي ولاعيبه مميزه بالاستقبال، لعيبه كويسه كمان. جدا ضربه صحك عالي جدا عندها ولعيبه بتفكر، ودي بتبقى حاجه قليله قوي بالنسبه لاي لعيبه. صحيح يعني. وكمان مركزه في التمرين جدا جدا، لعيبه مميزه جدا. انا حضرت لها اكتر من تمرينه ورحت اتفرجت عليها، هي بالنسبه لها التمرين زي المباراه زي اي شيء بالنسبه لها، فلعيبه مميزه وذات خلق يعني لعيبه. طيب قولي لي يا كابتن دلوقتي احنا عندنا مركز صناع الالعاب في الفريق، اكيد محتاجين يكون زي ما بيقولوا نص، يعني نص الفريق هو صانع الالعاب. يمكن شروق عليها دور كبير، يمكن ده انا برضو عليها دور كبير. كلميني عن المركز ده فريقنا. بالنسبه لنا احنا عندنا شروق الحمد لله بصريه مصر، بصريه مصر وافريقيا الحمد لله لعبة كويسه جدا. أكيد. شروق لو ركزت بتنهي المباراه من غير اي حاجه. ان شاء الله هي مركزه ان شاء الله. دانا بتتميز عن شروق بالبلوكات عشان الطول، فرق القامه. انا لما دانا جت معانا هنا في ملوك الصالات لقيتها ما شاء الله تقول لها دانا انت مش بصيره خالص يا دانا ما شاء الله. دانا تنقصها الخبره فقط لا غير. معلش هتاخدها فقط لا غير، ولسه هي البطولات دي بتديها لها كل ده خبره بالنسبه لها. المعسكرات الدوليه، المباريات، كل ما لعبت مباريات دوليه كل ما هتديها احتكاك كل ما هتديها خبره. فانا بالنسبه لنا احنا الحمد لله عندنا شروق ان شاء الله مقديه وهتأدي كويس. خلينا نخلص المباراه اول باول. طب كلميني على الكروس باصير. كروس باصير عندنا ايه حمد طبعا. احنا عايزين نتكلم على المركز، بناخد مركز قطع مركز اثنين. عندي شروق الكروس بتاعها ايه، ودي من اقوى الضربات عندنا في نادي الاهلي، بتعتمد اعتماد كامل على الضرب الساحق اذا كان امامي او خلفي. فبالنسبه لنا ايه صمام امان في الضرب الخلفي. خدت احسن لعيبه في البطوله العربيه كمان طبعا. احسن لعيبه عربيه، وان شاء الله هتاخد احسن لعيبه افريقيه ان شاء الله كمان. عايز حضرتك تتكلم على السنتر بلوك عندنا. المركز ثلاثه مهم جدا. نور ياسين وعندي مريم متولي اللي لسه راجعه من الاصابه الحمد لله. مريم ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يوفقنا ان شاء الله. الرحمن دي هتبقى التجربه الاساسيه بالنسبه لها بعد اصابه كبيره ربنا يكرمها. وعندنا اصابه بس اصابه وعمليه طبعا بعدتها عن الملاعب البطوله العربيه ما قدرتش تلعبها خالص. فعندي نرمين منشاوي برضو لعيبه قويه في مركز ثلاثه. بتتميز نور ياسين بالارسال الساحق وبتتميز بالضرب الساحق. لا وقلب وروح تمام إيه؟ ومش عايز اقول لك يعني الملعب رهيب يا روح عاليه جدا صحيح ما شاء الله عليه. عندنا لعيبه مركز اربعه، نرجع نهله سامح. نهله سامح كابتن الفريق طبعا، صمام امان الفرقه تماما، الامان والخبره والكنترول وكل حاجه من جهه الدفاع، الاستقبال، الضرب، الارسال، لعيبه مميزه كامله متكامله. بقول لك يا كابتن نهله بامانه نموذج لكابتن الفريق. انا بقول لك دي امانه والله. دي حقيقه دي امانه يعني بأي مفيش حد شايف الهدوء والاخلاق والكنترول والحب تلاقي الفرقه كلها والخبره يعني مش يعني جامعه الاثنين يعني والوقت المهم تلاقيه في الملعب ما بتقلقش. لا نهله ما شاء الله عليها ده نموذج لكابتن الفريق. عندنا كاترينا طبعا الكروس بتاعها مركز اربعه، واحنا اتكلمنا على كاترينا في الاول بتتميز بالاستقبال والضرب الصاحب. فالحمد لله عندنا طبعا بره عندنا رحمه وعندنا بنات كتير قوي بره تقدر تعوض اللي جوه، تقدر تادي زي اللي جوه بالظبط. خليني برضو وعندي الليبرو طبعا مريم. انا عايز اجيب بقى للليبرو بقى مع كابتن بدريه. عندنا مريم طبعا مريم مصطفى من احسن من افريقيا. والليبرو ده مهم جدا وهو اللي عليه الشغل كله. صحيح. شغل الفرق كلها بيبقى على الليبرو. الليبرو لما بيكون صح الفرقه تمام. يعني بتظبط البصير مظبوط
بتظبط كل حاجه وبيبقى سبب رئيسي في مكسب الفرقه. خلينا برضو نقول للساده المشاهدين دايما احنا كل فقره بنتكلم عن او كل لعبه بنقدمها بنتكلم على بعض من قوانينها. خلينا اقول ان الليبرو هو لاعب بيكون لابس تي شيرت مختلف لونه عن لون الفريق، يعني النادي الاهلي بيكون لابس احمر، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي بيكون الليبرو لابس ازرق. الليبرو شغله دفاعي فقط ما بيضربش، هو في المنطقه الخلفيه كل شغله هو الاستقبال والدفاع. والحقيقه زي ما بتقول كابتن بدريه اهميته في ايه؟ لما بيستقبل الكره مظبوطه وبتروح على يد البصير مظبوطه او رايحه الكره مرتاحه للبصير بيقدر يديها للعيبه، بيسهل الدنيا والكره. فاحنا بنتكلم عن الليبرو، الليبرو في الكره الطائره. وساعات بيكون في الفرقه في ثلاث لعيبه ليبرو، ممكن بيسجل اثنين المدير الفني وفي لاعب يدخله كلاعب عادي اثناء المباراه عشان يستفاد منه بعد الروتيشن اللعيبه او الدوران اللعيبه حوالين الشبكه، بيستفاد فيه الليبرو الثالث كلاعب عادي في الاستقبال في النقط المهمه. كابتن بدريه يمكن بنتكلم برده على كابتن حمدي الصافي والجهاز المعاون، في تعاون كبير جدا جدا وفي روح حلوه ما بين الجهاز. كلمين عندك. اولا كابتن حمدي الصافي بتعرف طبعا ان هو كان لاعب من افضل طبعاً اللاعبين اسطوره اسطوره من النادي الاهلي، فعنده ما الخبره في الملعب وده ثقله جدا في قلب الملعب، يعني صحيح. هو مد كل خبراته بصراحه في الملعب، فعامل شكل وعامل روح وعامل حاله في الفرقه هايله بصراحه. من المدربين العيلين اللي ثبت وعمل اسمه كمدربين صحيح من بعد ما هو كان لاعب كبير يعني صحيح. اهلا بحضراتكم من جديد، شكرا معلقنا الكابتن اسامه ابو زينه. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الشمس على فيجن الاوغندي 3-0، مباراه كانت من جانب واحد. الف مبروك نادي الشمس الممثل الثاني عن مصر في هذه البطوله. برحب بضيوفي للمره الثانيه اللي منوريني في الاستوديو، الكابتن بدري عبد الحميد. اهلا بيك يا كابتن منورانا. حضرتك اهلا بيك كابتن نجلاء فوزي، اهلا بيك منورانا يعني برحب بحضرتك للمره الثانيه في الاستوديو. خليني اقول لحضراتكم ان دي ثاني مباريات نادي الشمس انتهت بفوزه 3-0. بكره ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب مباراته الثانيه باذن الله. طيب خلينا نروح للزميل كريم احمد زميلنا او مراسلنا في ارض الملعب. مش جاهز؟ طيب خلينا ننتظر لكريم احمد هيكون جاهز معانا، واكيد هيكون فيه لقاءات من ارض الملعب. خلينا اتكلم مع كابتن نجلاء، تحليلك للمباراه كانت متوقعه 3-0 قبليها، بس يمكن شفنا الشوط الاخر شويه يعني استفاقه من فريق فيجن الاوغندي. هي المباراه وان سايد جيم طبعا لصالح نادي الشمس المصري من اول اللقاء. حصل بس انا مش عايزه اقول غلط فني او انا مش عارفه كابتن هيثم كان يقصد ايه، غير كتير قوي في الشوط الثالث، بدا يغير اللعيبه بطريقه مبالغ فيها، غير مراكز اللعيبه. يمكن هو كان ممكن احتمال ان هو عنده مباراه قويه مع الفاب الكاميروني بكره، عايز يغطي الفريق الاساسي بتاعه، بس ده خلاه يخسر كتير من النقاط ملهاش اي لازمه. لعب مع دعاء الغباشي في اول الشوط الثالث، خلاها تلعب من مركز ثلاثه، شاطت خمس كور سريعه من مركز ثلاثه وهي اساسا ضاربه مركز اربعه. فالنهارده انا شايفه ان كابتن هيثم ما كانش يمكن هقول لحضرتك يمكن هو لما تطمن على النتيجه من الشوط الاول والثاني نزل الشوط الثالث حاول يشارك الجميع او يخبي اوراقه، وخاصه ان ماتش فاب الكاميروني بالنسبه له مهم، وماتش يعتبر ماتش تاهل كأول مجموعة برضو، دي مهمة بالنسبة له. أكيد. يعني بيبقى برضو كل مدير فني بيبقى له حساباته. أكيد أكيد أكيد. أنا كان عندي إن هو يشارك بس ما يغش في البوزيشن. يعني يشارك أنا أشارك اللعيبة زي ما أنا عايزة. المهم ما أخسرش نقاط بالطريقة دي. يلعب في نفس المركز اللي اللاعب واخده. دايما يعني المباراة ده على حسب مستوى اللاعب، مستوى الفريق اللي قدامي، المستوى اللي كان ضعيف اللي هو هينزلني انا لازم اثبت على النقاط بتاعتي عشان ابتدي في اول البطوله من اول مباراه ابدا امشي في البطولات. صح تمام. فهو النهارده لعب في الشوط الثالث شويه، ده اللي خلاه يهدر النقاط اللي احنا وصلنا. خسر الشوط، خسر 19 نقطه من فريق المفروض فيجن الاوغندي. كابتن مدريا راي حضرتك ايه في اللقاء؟ هي زي ما قالت كابتن نجلاء اللي هي مفروض ان المباراه وان سايد جيم، كان في ضرب ساحق بسبب الفوز المستمر، ضرب ساحق من اربعه ومركز ثلاثه. والكابتن هيثم غير كتير جدا، هو اكيد ليه وجهه نظر في ان هو مش عايز يبدا بالتشكيل الاساسي، بيريح الفرقه على قد ما يقدر عشان في ماتش مهم جدا بكره مع فاب الكاميروني، ماتش مهم جدا ده اللي هيحدد المركز الثاني المجموعه. يعني مركز ثاني المجموعه ان شاء الله. فده برضو خلاه غير كتير
ما ثبتش التشكيل. فكان في الجيمين الاولانيين المباراه كانت سجال ماتش الشمس كان فارق كتير. في الشوط الثالث لما زي ما قالت كابتن نجلاء ان هو فعلا ما كانش معروف الكابتن هيثم بالظبط عايز غير المراكز شويه او هو كان المفروض يثبت التشكيل علشان يطمن على الفرقه دي. وجهه نظر طبعاً وجهه نظر يعني اكيد محترمها. خليني اقول لك يعني كابتن نجلاء حضرتك اكيد قريت البطوله، يمكن خلينا نتوقع سكتنا احنا كنادي الاهلي ان شاء الله. وطبعا مبروك نادي الشمس النهارده الفوز، كان فوز مهم عشان يعني يحصل على نقاط الفوز. خلينا ننتقل للنادي الاهلي، احنا في سكتنا مين لغايه دور الثمانيه، او من دور الثمانيه هيكون سكتنا مين تقريبا؟ والله احنا بالنسبه لنا احنا هنواجه الثمان فرق اللي هيوصل اللي انا متوقعاهم، اذا كان الاهلي المصري طبعا دي حاجه، السجون الكيني هيوصل، كارتاج التونسي طبيعي، البايب لاين هيوصل. طب حضرتك عندك فكره هنرد على انهي مجموعه في دور الثمانيه ولا لا؟ على ما اعتقد احنا المفروض المجموعه الاولى ممكن نواجه المجموعه الرابعه، فاحنا ممكن نقابل السجون الكيني او ممكن نقابل وفي فرقه منهم اذا كان اللي هيوصل انجلس الكاميروني او الفريق الجمارك النيجيري، ده على حسب مبارياتهم اللي شغاله في الدور الجاي. صحيح هيبان بشكل كبير. واكيد كابتن حمدي الصافي بيتابع اكيد متابع كل ده. ولو احنا قابلنا المجموعه الثالثه احنا بالنسبه لنا هيبقى الشمس والفريق الكاميروني والانابيب الكيني وفرقتين فريق الكونغو وفريق فيجن الاوغندي. فاحنا بالنسبه لنا حتى لو وصلنا لعبنا المجموعه الثالثه هيبقى على راس المجموعه ده اساسي الشمس. الانابيب البايب لاين الانابيب صح البايب لاين. احنا هنستنى بكره ان شاء الله الرحمن بين الفاب وبين النيجيري هو اللي هيطلع تاني المجموعه. بس برضو انا عندي يعني الشمس ما لعبش الانابيب لسه. لا لعبش خسر امبارح من الانابيب 3-0. خسر 3-0 يعني واضح كده من الشكل العام ان الانابيب برضو مش جاي يهزر. لا يعني البايب لاين بطل يعني بطل افريقيا بطل كينيا برضو عنده وحصل على بطولات كتير. طبعا حصل على خمس مرات البطوله الافريقيه. بس خلينا نقول انه كده بنسبه كبيره الانابيب حسم المركز الاول في المجموعه بتاعته بالظبط كده، والشمس وكارتاج حسم المجموعه الاولى راس المجموعه الاولى، والاهلي حسم الموقف ان شاء الله اول المجموعه الاولى. احنا في المجموعه الرابعه وانا بقول برضو السجون الكيني هياخد برضو المجموعه راس المجموعه الرابعه. هيبقى عندنا قبل نهائي نار. طبعا هو من دور الثمانيه هيبدا المباريات بتاعتنا صعبه جدا، يعني ممكن تبقى في دور قبل النهائي اصعب سنه. بس ممكن بالظبط دور الاربعه ودور النهائي هيبقى صعب جدا مفيش هزار. بالظبط لان طبعا هيبقى البطوله واضح جدا ان برضو عدد الفرق المشاركه يعني الكينيا بعت فرقتين كرتاج بعت البطل تونس بعت كرتاج التونسي البطل عندك الكاميرون بعت ثلاث فرق بالظبط الكاميرون بعت ثلاث فرق. خلي بال حضرتك الكاميرون عامله طفره كبيره جدا في كره الطايره سيدات وشفناها حتى بطوله افريقيا يا كابتن مدريه يعني عاملين شغل كويس. يمكن كانت معانا بطلاتنا او نجماتنا كانوا في الاستوديو وقالوا لنا حتى المشاركات مع المنتخب الكاميرون عامله طفره. الفريق الكاميروني فاز على الفريق البايب لاين في البطوله الافريقيه السابقه. فالفريق الكاميروني فريق قوي ما نقدرش نعمل اي لازم نعمل له 100 حساب لو وصح نعمل له 100 حساب برضه. واحنا بنطلب طبعا جماهير النادي الاهلي بالحضور بكثافه ده اكيد عشان ده طبعا اكيد مؤازره الفريق لان الحقيقه الجماهير بالذات يعني شفناها في ماتش النهائي البطوله العربيه. انا حضرت المباراه في الاستاد. رحت والله ده حاجه قويه ده حاجه ثانيه تخلي الملعب يلعب لوحده يعني. وانا برضو بنتهز الفرصه طبعا يعني بناشد جماهير النادي الاهلي العظيمه والوفيه المحبه لناديها ان شاء الله بكره باذن الله في اللقاء طبعا يعني اكيد بنطالبهم بالمؤازره وبنطالب كمان يعني بالتركيز في تشجيع الفريق والتركيز اكتر في مؤازره الفريق. مش عايزين اي كلام يتقال او اي حاجه. احنا ما صدقنا يا كابتن ان الجمهور ترجع تاني وانتوا تنورونا في الملاعب. فمش عايزين انتوا حتى تربطوا على ايد اي حد ممكن يقول كلمه او خارجه او حاجه او بتاع. انتوا في نفسكم انتوا قادرين على اخراج الشكل بشكل كبير جدا. واحنا كلنا ثقه في جمهور النادي الاهلي الحقيقه العظيم انه بكره ان شاء الله اكيد هيكون في شكل مبهر ان شاء الله. هو رقم واحد في الصاله الجماهير. وانا بصراحه بضم صوتك في ان جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي انهم لازم يشرفوا في الصاله لمؤازره الفريق لان دي بطوله مهمه جدا لفرقه النادي الاهلي وان شاء الله نكون متواجدين باذن الله. عايزين نبني الثقه تاني عوده الجماهير. عايزين يبقى في ثقه ان جماهيرنا تبقى موجوده في الملاعب بدون اي قلق. يعني عايزين دايما نكون نادي الاهلي في الطليعه انه دايما هو اللي هيشد تاني الجماهير ترجع الملعب. ده اكيد ده اللي نتمنى نشوفه اليومين الجايين ان شاء الله. وبالتالي مع كابتن بطوله ما تسخن اكيد هتلاقي ما هو ده حال الجمهور النادي الاهلي يعني مجرد ما بيشعر بان خلاص دخلنا في الجد الصاله ان شاء الله تبقى مليانه ويبقوا في ظهر الفريق باذن الله ان شاء الله. طيب خليني بكره امبارح استعرض بحضراتكم مكان طبعا في حفل الافتتاح
طبعا في طبعا كلمه للاستاذ محمد الجرحي رئيس اللجنه المنظمه العليا وطبعا عضو مجلس اداره، وجه مع الكابتن محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله كره الطائره السيدات التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 16 مارس التحيه في كلماته بافتتاح بطوله افريقيا للطائره للدكتور عمرو علواني. طبعا دكتور عمرو علواني هو رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. واضاف الاستاذ الجرحي في تصريحات صحفيه اللي هو امبارح: ونرحب بكم في مصر العزيزه في قلبها النابض، النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا. وقال كمان انه لمن دواعي السرور ان يستضيف نادينا العريق هذه التظاهره الرياضيه الكبيره. ده طبعا لقطات من حفل افتتاح امبارح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات ومشاركة كوكبة من الأندية الأفريقية الشقيقة التي حرصت على التنافس الشريف على أرض مصر الغالية. وأشار إلى أن استضافة النادي الأهلي لهذا الحدث الرياضي يعكس وبكل تأكيد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها النادي الأهلي لدى مسؤولي الاتحاد الأفريقي، ويترجم العلاقة المتميزة والتعاون المثمر بين الطرفين. وأكد أن إقامة هذه البطولة على أرض الكنانة تبعث برسالة للجميع أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان والحضن الدافئ لكل أشقائها الأفارقة والعرب. وأوضح في هذه المناسبة: وانطلاقا من مسؤولياتنا تجاه نادينا الحبيب وجماهيرنا الوفية، نتعهد أمامكم بتنظيم رائع وبطولة ناجحة بإذن الله تليق بالنادي الأهلي ومكانته التاريخية. وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: مرة ثانية نرحب بكل الأشقاء ونتمنى لهم إقامة سعيدة في بلدهم الثاني مصر ومنافسة شريفة بين كل الفرق في إطار الروح الرياضية. كلمة جميلة وكانت حقيقة يعني بترسل يعني رسالة مفادها إن مصر بلد الأمن والأمان. خلينا نشوف كابتن هويدا موندي كمان قالت إيه. طبعا كابتن هويدا موندي المدير التنفيذي بالاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة قالت: أشادت بحفل الافتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة السيدات التي انطلقت يوم الثلاثاء في الأهلي وتستمر حتى 16 من مارس الحالي. أضافت أن حفل الافتتاح كان عالميا ومبهرا، والجميع أبدى سعادة شديدة بفقراته، وهو ما ظهر للجميع من خلال كلمات الثناء التي خرجت على لسان مسؤول الفرق المشاركة في البطولة عقب نهاية اليوم الأول للبطولة. وأوضحت أن جميع الفرق ومسؤوليها أشادوا بحسن وحفاوة استقبال الأهلي ونقلوا لها سعادتهم بكل شيء خاصة التنظيم، سواء إقامة أو تنقلات أو ملاعب تدريب وغيرها من الأمور التنظيمية. وشددت على أن البطولة هذا العام ستكون قوية للغاية حتى وإن جاءت المباريات الأولى مستوى متوسطة المستوى، وده طبيعي لأن في المجموعات بيكون المستوى مش عالي، بيبقى في فرقة أو اتنين، ولكن من دور الثمانية الدنيا طبعا بتسخن. مشددة على أن المنافسة ستشتعل مع المباريات المقبلة، مؤكدة على أن البداية جاءت جيدة للغاية والجميع سعداء بالمشاركة والتواجد في هذا العرس الأفريقي الرياضي الكبير داخل النادي الأهلي. دي كلمة هويدا موندي المدير التنفيذي الاتحاد الأفريقي. الحقيقة كمان المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة قال كلمة: نشكر النادي الأهلي على تنظيم بطولة الطائرة. رحب المهندس خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة في كلمته أمس خلال افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات بالدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وجميع أعضاء الاتحاد الدولي والأفريقي والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وقال بالنيابة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة: نشكر النادي الأهلي على التنظيم ونحن نشعر بالسعادة في افتتاح هذا العرس الكبير. وأضاف أن تنظيم الأهلي للبطولة يعد رسالة هامة تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، مشددا على ثقته في قدرة الفرق المشاركة في تقديم المستوى الذي يليق بنهائيات بطولة أفريقيا ومتمنيا للجميع حظ سعيد. كابتن عمرو علواني الحقيقة قال كلمة قصيرة ولكن زي ما بيقولوا يعني كلمة فيها المختصر المفيد. شدد الدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي الأفريقي للكرة الطائرة في كلمته أثناء حفل افتتاح البطولة الأفريقية على ثقته الكاملة في قدرة الأهلي على تنظيم البطولة، مؤكدا أن الأهلي يوجه من خلالها رسالة إيجابية للعالم، متمنيا لجميع الفرق المشاركة إقامة طيبة وتنافسا شريف. الحقيقه يا كابتن لجلاء يمكن كل من شارك امبارح في حفل الافتتاح اشاد بروعه حفل الافتتاح واشادوا بالتنظيم، خاصه ما شاء الله ان اولاد مصر موجودين في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. صحيح صحيح. اولا ده متوقع من النادي الاهلي العريق، ووجود المهندس محمد الجرحي ماسك رئيس المنظمه التنظيم رئيس التنظيم، ده ادى شكل كبير قوي للافتتاح. فاحنا الافتتاح بتاعنا كان عظيم جدا وممتاز جدا جدا من الناحيه الفنيه،
وكل فعلا ابهر بيه اشاد بيه جميع الفرق المشتركه اذا كان الوفود بتاعتهم او اللعيبه او اي شيء فكل شارك فيها فالحمد لله وده المنتظر من ابناء مصر يعني الحمد لله. وخلينا اقول برضو يا كابتن ان لما تقدم النادي الاهلي بطلب استضافه هذه البطولات او البطولتين الطايره وبعد كده بطولتين اليد الحائم كان في ترحاب كبير جدا جوه الاتحاد الافريقي سواء الاتحاد الافريقي للكره الطائره او الاتحاد الافريقي لكره اليد بتنظيم بل بدعم تنظيم النادي الاهلي للبطولات. اكيد بعد حضرتك شايف يا كابتن هيثم احنا ما نظمناش البطوله الافريقيه من سنه 2008 صحيح. فطبعا دي بالنسبه لنا فتره كبيره جدا لما الاهلي يرجع طبعا اي فرقه رياضيه او اي فريق في اي دوله افريقيه او عربيه يتمنى حضور البطوله تكون في مصر صحيح. فطبعا الاهلي وجود الاهلي وهو طلب التنظيم فدي حاجه يشيد بها في جميع الفرق الكره الطائره كل جميع الدول الافريقيه والعربيه صحيح. فبالنسبه لنا ده حافز قوي لينا ان شاء الرحمن ان احنا ناخد البطوله وهي على ارضنا بعد ما غابت عننا اكتر من 10 سنين. طب كابتن خلينا برضو نعرف الساده المشاهدين كل يوم وحقنا نقول اسماء كتيبه النادي الاهلي في هذه البطوله لو حضرتك معاك الاسامي سواء جهاز فني او لاعبين. طبعا احنا عندنا الجهاز الفني كابتن حمدي الصافي، المساعد كابتن ياسر صلاح، كابتن ايمن فؤاد عبد السلام المحلل التقنيني، عندنا المدير الاداري كابتن بيبو مجدي بيبو، عندي كابتن ايهاب عبد المنعم الاداري، عندي مخططه الاحمال كابتن رانيا عبد العزيز دكتور رانيا عبد العزيز تمام، عندي مشرف عام كابتن ممدوح نور تمام. وبعد كده هدخل على جميع الفرقه بتاعتنا طبعا بقيه نهله سابح كابتن الفريق شروق فؤاد بصيره الفريق رنا الجوهري دانا شوقي عندي فريده العسقلاني فرافيرو الزعلم فريده طبعا لعيبه قويه جدا مركز ثلاثه عندي نور ياسين في لعيبه قويه جدا برضو من مركز ثلاثه عندي نرمين المنشاوي عندي رحمه المهندس عندي اول مره تنضم او ثاني مره تنضم في البطولات ندى وليد الليبرو الثاني مع مريم مصطفى طبعا احسن ليبرو في افريقيا ندى وليد لعيبه جديده ناشئه اختيرها كابتن حمدي الصافي لاول مره في الفريق الدرجه الاولى السنه دي تلعب معاه ليبرو وعندنا ميه ممدوح ما شاء الله. طب هل في لاعبات ما توفقوش يا كابتن في الدخول؟ انت عارفه طبعا القايمه معدوده لازم تخش بعدد معين تقريبا 16 لاعب. والله في ثلاث لاعبات بس اكثرهم من الناشئات يعني 16 سنه و 18 سنه كابتن حمدي كان واخدهم بس تم الاختيار ال 12 لعيبه بتوعنا طبعا بجانب اللعيبه كاترين عشان نسيت اقول كاترين طبعا كاترين احنا اتكلمنا عنها في الجزء الاولاني طيب خلينا نقول برضو انه النادي الاهلي برضو كلمينا عن المعسكر بتاع سلفانيا اللي اتعمل قبل انطلاق البطوله لعبوا كام مباراه لو عند حضرتك معلومات عن المباراه والله هم سافروا سلوفينيا 10 ايام البطوله لعب فيها اربع مباريات قويه جدا كابتن حمدي الصافي هو قالها في اخر تعليق لي المباريات اضافت لي حاجات قويه جدا بدا يشوف مواقف النقط الضعف ونقط القوه عنده فريق وبدا يصلحها قبل بدايه البطوله فده بالنسبه لاي فريق يعمل اي معسكر خارجي ده بيبين النقط الضعف اللي عندي ايه ونقط القوه اللي عندي ايه صحيح وبقدر اصلح من اموري قبل ما ابتدي البطوله صحيح. فان شاء الله الرحمن كابتن حمدي مهيئ جامد جدا وجاهز للبطوله كويس قوي 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 فان شاء الله الرحمن يكون النصر حالفنا بفوز البطوله الافريقيه. طب استاذنكم يا كباتن هنروح ارض الملعب للزميل كريم احمد وبعض اللقاءات المهمه اتفضل يا كريم. طلعت وشنا دلوقتي الكابتن فرح احمد ببارك لك النهارده على الفوز وعلى المباراه. المباراه النهارده بالنسبه لكم كانت ازاي رغم الخساره امس لكن اشتغلتوا على الجانب النفسي بشكل كبير وقدرتوا ان انتوا تكسبوا النهارده. الحمد لله كان النهارده الماتش احسن بكتير من امبارح. احنا النهارده اشتغلنا على ان احنا نكون يعني متواجدين اكتر من امبارح وان احنا الحمد لله ربنا وفقنا بشكل كبير هي الفرقه اقل من امبارح بكتير امبارح كان كينيا وهو كان من المربع السنه اللي فاتت فالحمد لله. تعليمات الكابتن هيثم بالنسبه لكم ازاي مركز معاكم ازاي وشايفه المنافسه كمان في البطوله مستوى الفرقه شايفاه ازاي في البطوله دي؟ لا كابتن هيثم عامل كويس معانا الحمد لله يعني احنا النهارده عشان الفرقه اقل يعني فرقه متوسطه فهو حاول يجرب الفرقه كلها وخلى الفرقه كلها النهارده تنزل جرب الصغيرين قبل الكبار عشان ان هم يديهم ثقه شويه لحد ما ان شاء الله بكره يكون الماتش كويس ان شاء الله في المجموعه. الحاجات المميزه كمان ان تواجد عدد من لاعبات الخبره مع عدد من لاعبات الصغيرين في السن ده بيساعدكم بشكل كبير ان انتوا تنقلوا خبراتكم للاعبين الصغار. اكيد اكيد احنا الصغيرين بيبقى عندهم الروح اكتر من الكبار، الكبار بيبقوا خبره اكتر من الروح فده بيدي مع ده فهو ده اللي وصلنا السنه اللي فاتت ان احنا نكون الوصيف افريقيا وان شاء الله السنه دي نبقى بنلعب على اول تاني ان شاء الله. المباراه القادمه بالنسبه لكم هتستعدوا لها ازاي ومباراه بكره بالنسبه لكم راحه ولا هتلعبوا ايه؟ لا احنا بكره مش راحه، احنا بكره اصعب ماتش المجموعه برده فرقه ثانيه هي من كاميرون
والفرقه دي صعبه وان شاء الله احنا هنجهز لها النهارده وان شاء الله ربنا يوفقنا بكره ان شاء الله. ميرسي جدا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم طبعا، وبالنسبه لي هذه المباراه مباراه نادي الشمس اللي فاز فيها من ضمننا كمان الكابتن دعاء ببارك لك. كابتن دعاء النهارده على الفوز وعلى المباراه، زي ما بناكد مباراه الامس مش مقياس لان فريق قليل من اقوى الفرق طبعا المتواجده في البطوله. قولي لي المباراه دي بالنسبه لكم استعديتوا ليها ازاي وشايفه المستوى الفني للفرق المنافسه ازاي؟ والله طبعا كل الفرق فرق كويسه وفرق ولازم نحترم اي فرقه بتلعب قدامنا. فرقه امبارح احنا كان ممكن نكسبها لو كنا لعبناها ثاني ماتش او ثالث ماتش، احنا طبعا فرقه ما عملتش معسكرات خالص، فاحنا كنا بنقتصر على ماتشات الدوري وبالنسبه للفرقه اللي كنا بنلعبها فهي فرقه ثقيله مش فرقه قليله، فكنا بس محتاجين ندخل في جو البطوله وكنا وكل يوم ماتش، يعني كل يوم بنلعب ماتش بنعلى معاه اكتر ومستوانا بيعلى. احنا طبعا في اصعب مجموعه من اللي موجودين، فالحمد لله يعني النهارده ماتش النهارده بيدينا دفعه قويه الماتشات اللي جايه. لو بتكلم على ابرز التعليمات من الكابتن هيثم ليكوا ايه، مركز معاكوا ازاي بيشتغل على الجانب النفسي معاكوا بشكل كبير في البطوله؟ والله هو اول حاجه بيقول لنا بس ان احنا طبعا مش عاملين معسكر ولا قاعدين في اوتيل، احنا بنيجي من بيوتنا، فهو بيحاول يقدر على يعني على قد ما يقدر يقول لنا يعني الناس اللي عندها جامعه ما تروحش والناس اللي عندها شغل يعني ما تروحش عشان ما نجيش تعبانين، وان احنا نركز في تعليمات الملعب. طبعا اي حاجه هو بيقول لنا حاجات معينه نعملها، توجيه ارسال او نضرب فين، واحنا بنسمع كلامه يعني. بس شايفه البطوله مركزين فيها ازاي؟ عايزين البطوله دي مع النادي الاهلي ان شاء الله توصلوا للمراكز الاولى باذن الله. اتمنى ان شاء الله ان النهائي يبقى مصري بيننا وبين الاهلي باذن الله. شكرا. مستمرين معاكم بنضمنا كمان احد نجمات فريق نادي الشمس، برحب بيك في البدايه طبعا والف مبروك على الفوز وعلى المباراه، ان شاء الله المباراه القادمه تبقى نفس المستوى، لكن استعدادكم كان ازاي للمباراه اليوم؟ استعدادنا كان استعداد معنوي اكتر من انه هو فني بعد خساره امبارح. حاولنا ان احنا نطلع من مود الخساره ونفكر في بقيه الماتشات ونمشي ماتش بماتش عشان ما نقعش ماتش كمان، وان شاء الله نخلص الدور ده على خير ونلعب دور المربع كويس. ازاي اتكلمتوا مع بعض بعد مباراه الامس، مباراه الانابيب بنتي والبنات والكابتن هيثم، وازاي قدرتوا تطلعوا نفسكم من الخساره عشان تنزلوا تحققوا نتيجه النقط؟ هو بصراحه للاسف احنا مش معسكرين فاحنا ما عرفناش نقعد مع بعض امبارح بعد المباراه، بس جينا النهارده بدري قبل الماتش وقعدنا شويه اتكلمنا مع بعض ان احنا ما ينفعش نستسلم للروح الانهزاميه لماتش امبارح، وان احنا لازم يبقى عندنا ثقه في نفسنا ونخش بباور عالي في الماتش النهارده. وفعلا الجيم الاول دخلنا باور كويس قوي، لقينا الماتش ماشي معانا بسلاسه وابتدى الكابتن يعمل تغييرات بكل سلاسه يعني الحمد لله. رايك في التنظيم ايه وفي البطوله وفي مشاركه النادي الاهلي وتنظيم النادي الاهلي للبطوله دي؟ انتوا كمان يمكن قريبين من الاهلي في الدوري وبتلعبوا معاه على طول، لكن شايفه التنظيم ازاي على ارض النادي الاهلي؟ هو التنظيم متميز جدا بصراحه، يعني فخوره ان احنا يبقى نادي مصري بالتنظيم الجيد ده. وشايفه طبعا النادي الاهلي من المنافسين الكبار في افريقيا وفريق قوي يعني ويستحق ان هو يلعب نهائي وان شاء الله يبقى نهائي مصري ان شاء الله. نشكر طبعا الكابتن نهال احمد احد نجمات فريق نادي الشمس على هذه التصريحات، وايضا بنشكر كل اللاعبات، مباراه كانت جيده اليوم بالنسبه لنادي الشمس، بنتمنى ان شاء الله غدا مباراه النادي الاهلي بحضور جمهور النادي الاهلي تكون على اعلى مستوى كالعاده، والنادي الاهلي يحقق هذه المباراه بالنسبه لنتائجها، وايضا كمان النادي الاهلي بيدي رساله لجميع الفرق ان النادي الاهلي عينه على لقب البطوله الافريقيه للكره الطائره انسات. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد ولقاءات خاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره لتغطيتنا لاجواء بطوله الكره الطائره السيدات رقم 29. شكرا جزيلا ليك. يمكن كابتن بدريه لقاءات مهمه مع لاعبات نادي الشمس، تحب تعلق ايه على الكلام؟ والله فعلا فريق نادي الشمس عنده مشاكل عدم الاستمراريه ومش منتظمين، ما فيش تجميع، ما فيش، وكويس ان هم بيقدروا يوصلوا للوضع اللي احنا شايفينه. والله دي حاجه كويسه وبرده ده حاجه دفاعيه من يمكن يا كابتن برده هم قالوا انه زي ما توقعنا الشوط الثالث لما حس كابتن هيثم المدير الفني ان الدنيا ارتاحت شويه بدا يشارك اغلب اللعيبه. اغلب اللعيبه وده فعلا حصل، مع ان انا كان نفسي ان هو يشارك بالفرقه الاساسيه علشان يبتدي برضو ياخدوا الحس، انا كان نفسي ان هو في الشوط الثالث بالتحديد ان هو يلعب بالتشكيل الاساسي علشان يشوف يعني يحاول ان هو يخش جو المباريات، وخصوصا ان هم عندهم ماتش مهم بكرة. جدا بكره مع الكاميروني فمفروض ان هو برضو كان جمع
الفرق برضه الاساسيه. حته عدم دخول اللاعبات معسكر يعني هو بتقول يعني اللاعبات بيقولوا ان احنا بنيجي من البيت على المباراه اكيد فرق معاهم في التركيز. طبعا اكيد طبعا الاحتكاك والاحتكاكات الدوليه مهمه جدا في بطولات مهمه زي البطوله الافريقيه اللي حاصله دلوقتي فده طبعا بيدي ثقه للاعب وبيدي له خبره وبيدي له ثبات في الملعب وفي المستوى وبيثقل من المهارات بتاعتهم فطبعا ده بتفرق كتير. ويمكن برضه يا كابتن نجلاء حضرتك قلتي كده وتوقعتي ده قلتي برضه نادي الشمس مش مستعدين بشكل جيد ولكن هم الوصيف لازم يشاركوا ده اكيد بس والله احنا اول مره نسمع زي ما حضرتك ما سمعت ان هم ما عملوش اي حتى معسكر داخلي حاليا ان اللاعبات تبقى متجمعه في فندق واحد عشان يحسوا بجو البطوله يحسوا باحساس المباريات تدريب اولا اي فرقه مشتركه في اي بطوله افريقيه لازم تحس بالتدريب صباحيا وقبل المباراه ده مهم جدا يعني تمرينه الصبح دي قبل المباراه بتركز اللاعب بيشوف ايه الاخطاء اللي عنده عشان اقدر اصلحها قبل المباراه الحقيقه خاصه كمان ان فريق السيدات للكره الطائره في نادي الشمس هو يمكن الفريق الوحيد اللي بيمثل نادي افريقيا والحقيقه نجحوا السنه اللي فاتت ان هم يبقوا الوصيف يعني يشرفوا النادي كمان اكيد اكيد فبالتالي كان النهارده كان البطوله دي كانوا يمكن شويه محتاجين دعم محتاجين وقفه شويه معاهم بس نتمنى ان يقدروا يعملوا حاجه والله انا اتمنى ان هم لحد دلوقتي هم ماشيين كويس ربنا ييسر الحال في مباراه غدا مع فاب الكاميروني ده المركز الثاني ده تحديد المركز الثاني يعني لو ربنا اكرمنا وفازوا في نادي الشمس ممكن يطلع ثاني مجموعه ويبقى المنظر مشرف بالنسبه لفريق نادي الشمس صحيح طب خلينا نستعرض نتائج النهارده يمكن في بعض المباريات اتلعبت النهارده مع حضرتك يا كابتن نجلاء ممكن نستعرضها مع بعض لغايه ماتش الشمس اتفضل يا كابتن انا عندي فوز كارتاج التونسي النهارده لعب مع هراري بطل زيمبابوي فاز طبعا 3-0 كارتاج جاي من غير اي كلمه طبعا 3-0 على طول عندي برضو فريق الفاب الكاميروني اللي بكلم حضرتك عنده اللي هو مباراه غدا بكره مع نادي الشمس فاز على فريق الدي جي اس بي الكونغولي 3-0 برضو مفيش اي كلام مفيش اي مشكله برضو عندي فريق الانجس الكاميروني مع الاسك اللي هو الايفواري بتاع كوت ديفوار النهارده كان هيلعب الساعه 4 ده لسه ما جاتلناش النتيجه كان قبل مباراه الشمس على طول الشمس على طول تمام يعني خلينا نقول ان في اليوم الواحد بتقام سبع مباريات في اليوم الواحد بتهيألي ده كتيره خلي بالكم كمان هي بتقام على صالتين يعني طبعا الاهلي طبعا يعني مش هتلاقي ابدا غير مجمع الصالات يعني مفيش نادي هيقدر يستضيف بطوله زي دي بالظبط نادي انا ما بتكلمش على دوله نادي ده يقدر يقدر يستضيف على ملعبه ويبقى عنده صالتين وقريبين من بعض بالامكانيات دي بالظبط صحيح متهيألي او النادي الاهلي حط كل امكانياته حتى الجيم حتى كل حاجه حط امكانياته تحت اوامر الفرق المشاركه هو الاهلي ما شاء الله اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره هيئ كل شيء للاعضاء نجاح البطوله واتخذ الصاله واتفرش فيها البساط جديد جدا اللي هي الصاله الثانيه تعتبر في النادي الاهلي صحيح. دي بتاعه التدريب بتاعه الفرق القياديه عامه تدريب فقط لا غير هيئها وجهزها تكون على اعلى مستوى ان هي تتلعب فيها البطوله صحيح خلينا نقول برضو معلومات عن البطوله كابتن لو يعني تاذنوا لي نظام البطوله تقسم اربع فرق بحيث يوضع الاهلي المنظم على راس المجموعه الاولى وكرتاج التونسي حامل اللقب اتحط على راس المجموعه الثانيه بالظبط اتفضلي يا كابتن ونادي الشمس اتمركز على المركز المجموعه الثالثه لانه الوصيف وفريق السجون الكيني اتحط على راس المجموعه الرابعه تمام طبعا البطوله دي اتلعبت من سنه 86 البطوله الافريقيه بطل الدوري كانت اكبر عدد فيها في الدول الفرق المشاركه كانت 18 فرقه ده كانت 2008 عندنا في مصر 2008 2018 في كارتاج في تونس كانت عدد الفرق 17 فريق البطوله دي الوحيده اللي على ما ارضنا 19 فريق من سنه 86 فدي بطوله قويه جدا يا كابتن تبريك لكميه الفرق الكبيره و19 فريق يجوا يعني يجوا القاهره وعلى ملعب النادي الاهلي والله انا برجح ان ده حبا في مصر اي فرقه صحيح. رياضيه بامانه اذا كانت دوله افريقيه او دوله عربيه بيتمنوا يلعبوا في مصر صحيح وخلي بالك بيلعبوا كمان في قلب مصر النابض اللي هو النادي الاهلي بالظبط يعني نادي زي النادي الاهلي نادي القرن الافريقي لما ينظم بطوله عريقه بالطريقه دي عارفين فجميع كل حاجه تيجي كل حاجه جاهزه التنظيم بيبقى على اعلى مستوى السياحه في مصر بتبقى اعلى طبعا الناس كلها بتتمنى ان هي تطلع سياحه في مصر عاديه من غير اي بطوله عاملين يعني المهندس محمد الجرحي قال ان هو والاستاذ محمد الضماطي طبعا عامل لهم ايام الفري بتاعتهم بالظبط عامل لهم سياحه رحلات سياحيه للبنات فدي طبعا الفرقه لما ترجع بلادها هتبقى سفراء عن مصر طبعا تمام تمام طيب كابتن هستاذنكم هنروح لزميلنا كريم احمد في الملعب في ارض الملعب ومزيد من اللقاءات اتفضل يا كريم
شكرا ليك يا كابتن هيثم، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بنبارك من جديد لنادي الشمس في الفوز بهذه المباراه. كابتن نصار معوض طبعا احد نجمات فريق نادي الشمس النهارده، بنقول لك مبروك على الفوز. يمكن مباراه الامس تابعناها، لكن فريق الانبيبي الكيني عارفين ان هو من افضل الفرق المتواجده طبعا في البطولات الافريقيه. لكن قولي لي النهارده المباراه بالنسبه لك استعديتي ليها ازاي، وتعليمات الكابتن هيثم بالنسبه لك ازاي؟ اول حاجه الله يبارك فيك، الحمد لله الماتش النهارده يعني عدى على خير، كسبنا 3-0، كان ماتش لحد ما اسهل من امبارح طبعا. استعدنا ازاي؟ ان احنا قعدنا مع بعض قبل الماتش طبعا، وشفنا التكتيك هنلعب على مين، في النقط ضعفهم مثلا، ركزنا على الارسال يبقى جامد من الاول عشان نبوظ الهجوم عندهم، والحمد لله ربنا وفقنا وعرفنا نلفف الفرقه كلها عشان تلعب يعني الحمد لله. شركه اكيد قويه بالنسبه لكم بالنسبه للبطوله الافريقيه بجانب النادي الاهلي، انتوا الفريقين المصريين المتواجدين طبعا، شايفه البطوله بشكل عام ازاي؟ تنظيم النادي الاهلي للبطوله شايفاه ازاي؟ وكمان انتوا يمكن لعبتوا النادي الاهلي في الدوري وعارفين مستواكم، لكن مقارنه مع مستوى الفرق الافريقيه ازاي؟ دي الرابعة وخامس مرة نخش افريقيا دلوقتي، فاحنا متعودين على المستوى ده دلوقتي، وطبعا دي افادة بالنسبة لنا وبالنسبة لكل البنات الصغيرة ان احنا نخش بطولة زي دي. وطبعا النادي الاهلي منظم بطولة حلوة جدا يعني بالنسبة لكل الحاجات اللي شفناها قبل كده، حتى من باينة من حفلة الافتتاح ان هو الموضوع يعني احسن بكتير من البطولات اللي فاتت، وبس وربنا يوفقنا ان شاء الله كلنا يعني. المباراة القادمة بالنسبة لكم بكرة هتستعدوا ليها ازاي، ولا انتوا بكرة راحة، ولا الأمور ماشية ازاي معاكم؟ لا بكرة إن شاء الله يبقى في تمرين الصبح عشان نمشي ايدينا شوية، وطبعا هنقعد مع الفرقة كلها، نشوف اجتماع مع كابتن هيثم، ناخد التعليمات وإن شاء الله ربنا يوفقنا بكرة. إن شاء الله ربنا يخليك، شكرا. مبارك من جديد للكابتن نصارة طبعا أحد نجمات فريق نادي الشمس على هذا الفوز. كابتن هيثم طبعا، كابتن هيثم رشاد طبعا المدرب المدير الفني لفريق نادي الشمس بيكون معانا دلوقتي في هذه اللحظات. كابتن هيثم مبارك لك على الفوز وعلى المباراة اليوم، يمكن تعثر مباراة الأمس قدرت إن أنت تطلع اللعيبة بشكل كبير من المباراة وتفوزوا النهارده كمان في المباراة، شايف المباراة النهارده إزاي وإزاي قدرتوا تستعدوا لهذه المباراة؟ صعوبة الماتش بتاع النهارده مش في الماتش نفسه، في الأحداث اللي حصلت امبارح، وخصوصا إن امبارح كان الفوز يعني النتيجه ما تدلش خالص على سير الماتش. احنا كنا كل جيم فريقين بخمسه وسته بونت وبنخسر، مش عارفين نفنش الجيم يعني 3-0. اي حد يسمع النتيجه يقول لك احنا خسرنا يعني وان سايد جيم، وهي ما كانتش كده. ففعلا انا عن نفسي كمان شخصيا كنت متاثر نفسيا انا والولاد، بس كان لازم اطلع نفسي واطلع الولاد من مود. كلمت معاهم قبل المباراه ان مفيش فرصه تانية، خلاص لازم نكسب الثلاث ماتشات عشان نكمل لو عايزين نكمل في البطوله. فالحمد لله الولاد ادوا بشكل ممتاز، وتقريبا ال 14 بنت لعبت وكلهم كانوا على المستوى، والاهم من كده الثقه رجعت لهم تاني. انا شايف بنات النهارده قدوا غير امبارح خالص. قرار جيد ورائع من نادي الشمس المشاركه في هذه البطوله الافريقيه رغم انه ضم عدد كبير. قرار رائع ان انتم تشاركوا في البطوله دي طبعا بجانب النادي الاهلي، اكيد احتكاك كبير، وعارفين طبعا ان البطوله دي من اقوى البطولات طبعا بالنسبه للتنظيم. طبعا وخصوصا يعني اللي خلانا مصممين ان احنا نشارك السنه دي ان ربنا كرمنا السنه اللي فاتت ولعبنا فاينل افريقيا، يعني كنا وصيف وكسبنا طبعا النادي الاهلي، كان مباراه جامده جدا 3-2 في تونس، يعني ما حدش كان متوقع النتيجه دي. فما كانش ينفع ان النسخه اللي بعديها وخصوصا ان معموله في مصر ما نشاركش، ده اكيد يعني. بغض النظر عن الغيابات اللي عندنا وبغض النظر عن السن الصغير اللي بيلعبوا معانا، الاحتكاك كان مهم جدا بالنسبه لنا عشان نعد على الاقل فرقه جديده للنادي باذن الله تكمل الاداء بتاعها وتكمل النتائج الكويسه بتاعت نادي الشمس. الاشياء الرائعه كمان تواجد عدد من اللاعبات سنهم صغير بجانب لاعبات خبره، ده يمكن بيفيد نادي الشمس خلال السنوات القادمه وبيفيدكم كمان في البطوله دي، لان اكيد اللعيب عايز يستفاد بخبره كبيره يا كابتن هيثم. اكيد لو تلاحظ معظم الفرق اللي موجوده في البطوله اللي جايه تنافس على الاقل معاها لعيبه محترفه، يعني ده الفرق اللي عايزه تنافس. احنا طول عمرنا بنعتمد على اللعيبه اولادنا اولاد النادي اللي هم طالعين من قطاع الناشئات، فاللي عامل الفرق فعلا الاولاد بتوع النادي كل اللي موجودين اولادنا، باستثناء يمكن في دعاء غباشي بس هي اللي جايه من بره النادي، بس هي ما تعتبرش غريبه لانها بتلعب معاهم في المنتخبات. فطبعا فايده كبيره واحتكاك قوي هيأهلهم بعد كده ان هم يشيلوا الفرقه ان شاء الله في المستقبل. الله يبارك فيك يا كابتن. كل الشكر طبعا للكابتن هيثم رشاد طبعا احد المديرين الفنيين المميزين بالنسبه لفريق بطولات الشواطئ دي دايما. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا. يمكن انا محتاج اعلق شويه على كلام كابتن هيثم رشاد المدير الفني لفريق نادي الشمس. الحقيقه يمكن مباراه امبارح هو قال ان النتيجه 3-0 يعني ما كانتش يعني بتدل على نتيجه المباراه، يمكن هو كان بيقول وده حصل فعلا كان بيبقى متقدم 5-6 نقط ولكن بيخسر الشوط. يمكن كابتن نجلاء ده يمكن رجعه كابتن هيثم لصغر سن اللاعبات.
والله المباراة فوز الأنابيب الكيني على الشمس 3-0 ممكن تكون عدم ثبات التشكيل الأساسي بتاعه ومع غياب بعض اللاعبات هو إدى الخلل اللي حصل في فريق نادي الشمس السنة دي. فإحنا بنرجع للغياب اللاعبة الكبيرة بتاعت نادي الشمس، إذا كانت ندى معوض، إذا كانت نور معوض، إذا كانت آية خالد. طبعا العقل المفكر أو العقل المدبر كابتن يسرى عبد الكريم كانت بتدير المباراة بأقل شيء. صحيح. لعبة قوية جدا، لعبة ذات فكرة، لعبة خبرة عالية جدا، لعبت مع نادي الأهلي كتير ومنتخب مصر وكابتن منتخب مصر، لعبة قوية جدا. دي أنا شايفة أن الخلل اللي حصل في نادي الشمس السنة دي بسبب غياب اللعبة دي، وفي نفس الوقت غياب كابتن نور عطية المدير الفني نادي الشمس اللي أثر تأثير تأثير كبير قوي على الفريق السنة دي في البطولة الأفريقية. صغر سن اللعيبه، عدم وجود الخبره، عدم احتكاك في المعسكرات، عدم مباريات دوليه. كابتن هيثم كمان قال لك مباراه النهارده كانت مهمه بالنسبه لي جدا عشان استعاده الثقه تاني للاعيبه. بالظبط كده، بعد هزيمته امبارح من الانابيب الكيني. فانا شايفه ان كابتن هيثم يحاول يقعد النهارده مع الفريق ويتكلم معاهم ويحسهم على اهميه مباراه بكره ان شاء الله، ان مفيش اي هزار، مفيش المفروض يبقوا واخدين مباراه جديه. واتمنى منه ان هو يعمل على الاقل تدريب صباحا مع الفريق علشان يقدر يشوف نقاط القوه فين عند الفريق الكاميروني يقدر يلعب عليها. صحيح. طب اعزائي المشاهدين لازم نطلع فاصل قصير وارجع لحضراتكم عشان نستكمل طبعا يومنا مع البطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات التي تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. فاصل صغير وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد في تغطياتنا الحصريه والمستمره لبطوله افريقيا للكره الطائره سيدات والتي تقام في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن اروح لكابتن مدريه، يعني احنا اتكلمنا عن مباراه الشمس كشكل عام ولكن محتاجين نتكلم اكتر في فنياتها. كلمينا عن مجرى الشوط الاول وانتهى كام كام، ومن راي حضرتك ليه تفوق نادي الشمس بالشكل الكبير ده؟ هو الشوط الاول خلص 25-12 وكان بادئ بمركز 4 دعاء الغباشي وسارة الأمين من مركز 4، وكانوا مؤثرين جدا في المباراة. وفي كمان نورهان مركز 3 مع سارة معوض في مركز 3 برضو كانوا مؤثرين جدا في الشوط. وكان في البصيرة هانية مع لمياء، وكان في تبادل طول المباراه ما بين نهال احمد وبرهان. فكان الشكل العام للشوط الاول كان شكل متفوق جدا لنادي الشمس، لان كان زي ما احنا شفنا كان في ضرب صح جدا مركز 4 وكان في تخليص من مركز 3 كمان. وبعدين نهى الشوط بفرح اللي هي كابتن الفريق بصيره، ودي كانت اقوى هي اقوى لاعبه في الفريق وعامل مؤثر جدا في فريق نادي الشمس. فده اللي خلى الشوط الاولاني يطلع بالنتيجه الكويسه وانتهى ب 25. يمكن ده ملخص احداث المباراه يا كابتن بنعرضها للساده المشاهدين اللي ما اتفرجوش معانا على ماتش نادي الشمس وفيجن الاوغندي. طب اروح لكابتن نجلاء، يمكن احنا يمكن نتكلم عن الشوط الثاني، وهل العامل النفسي شويه الفريق الفيجن الاوغندي كان برضه هايب الموقف، يمكن ده ساعد كتير نادي الشمس؟ هقول لحضرتك حاجه، بالنسبه للفرق اللي لسه المبتدئه بالنسبه الافريقيه، الفرق فيجن الاوغندي او نيونج الكاميروني، الفرق دي بتبقى جايه للمشاركه فقط لا غير، مش جايه تحمل لقب ولا اي شيء. صحيح. فبيلعبوا كل راحه باي نتيجه هم متقبلينها تماما. نعم. غير عكس الفرق المنافسه اللي بتيجي تحضر البطوله ان هي بتنافس على لقب بطوله. نعم. تمام. فطبعا النهارده المباراه وان سايد جيم بالنسبه لنادي الشمس. انا بتكلم ان نادي الشمس النهارده لعب ارسالات قويه، يعني جاب لعيبه هانيا لعيبه بصيره نادي الشمس جابت حوالي 6 نقاط مباشره بالارسال ورا بعض. دعاء الغباشي جابت 4 ارسالات 4 نقاط بالارسال. فانا شايفه ان الضغط النهارده كان من ناحيه الارسال من نادي الشمس. مميز جدا، مميز جدا، يعني هو ارسالاتهم كويسه، نادي الشمس طول عمره ارسالاته قويه جدا. بجانب اللعيبه اللي عنده دعاء الغباشي، اذا كان دعاء الغباشي او ساره الامين ضربات مركز 4 لعيبه كويسه يعني بيتمتعوا بمهاره الشوط مركز 4. عندي ساره معوض السنتر بلوك بتاعهم كانت طبعا النهارده ساره معوض يعني ما نقدرش نقول اشتغلت كتير عشان ما كانش فيه يعني مفيش حاجه جايه لنا سهله ان هي نقدر نلعب فيها. ساره معوض مفيش بلوكات عشان اقدر اختبرها، الفريق الثاني بيرجع لنا الكوره وان سايد جيم مفيش اي مشكله.
عندي البصيره هانيا النهارده اختبرها كابتن هيثم، هي البصيره الاساسيه المفروض مريم ثروت بالنسبه لنادي الشمس. فانا شايفه ان النهارده كان الارسالات كويسه جدا، الضرب بتاع نادي الشمس كويس قوي. يعني نفس نهج الشوط الاول الاول والثاني نفس المنهج هو هو. حضرتك كمان شفت النتيجه 25-12 25-12، مفيش اي فرق. هو تغير في الشوط الثالث اما بدا كابتن هيثم يبدا يغير في اللعيبه ويبدا يغير في البوزيشن بتاعت اللعيب نفسه. فقط بدات حصل بقى شد من ناحيه نادي فيجن، وبدا يحصل يمكن على 19 نقطه بالظبط، حصل على 19 نقطه 25-19. انا مش جايباها ان ده تفوق من فريق فيجن، بالعكس ده خلل عندي في نادي الشمس، ده خلل في البوزيشن نفسه. شفنا كابتن هيثم رشاد المدير الفني بياخد تايم اوت في الاخر، يمكن قلق شويه بعد التايم اوت رجع هبل، كان مطلع دعاء الغباشي بعد كده نزلها وغير البوزيشن بتاعها ونزل في لعيبه مركز اربعه فظبط الدنيا خالص. فانتهى اللقاء كده بالمنظر ده، بس تالي ده كويس انه اعداد لبكره، ماتش بكره ان شاء الله ربنا ييسر الحال، ماتش مهم على وصافه المجموعه. ويمكن شفنا كابتن هيثم وهو بيتكلم عن مباراه امس بالذات، يمكن هو يمكن حزين شويه على مباراه امس، او حزين اكتر على النتيجه، يمكن 3-0 احنا ما نستحقش نخسر كده، كنا ممكن على الاقل النتيجه تكون احسن من كده. بس اللاعبات عندي غيابات، عندي لاعبات صغيرين، في لاعبات لسه منضمين جديد من وادي دجله اكيد يعني عدد لعيبه دعاء الغباش لعيبه جديده في اول صفوف في نادي الشمس السنه دي، كانت لعيبه وادي دجله كانت بتلعب سنتر بلوك في وادي دجله، فلعيبه قويه لعيبه قويه جدا. فالنهارده حتى هو بدا يلعبها في مركز ثلاثه في الشوط الاخير. صحيح. يعني النهارده دعاء الغباشي شاطت 5 كور من مركز ثلاثه في الشوط الثالث، خلصتهم تمام. صحيح. خلصاهم تماما. بس ده انا يعني انا دايما دعاء الغباشي لعيبه قويه بتتميز بالضرب العالي، فانا شايفاها ان هي كلاعبه مركز اربعه اعلى بكتير ان هي تخش في مركز ثلاثه الكور السريعه. صحيح، لان هتفرق كتير مع فرقه. يمكن كل ما هو دي بقى ميزه الماتشات اللي انت بتظبط فيها، اكيد نادي الشمس هيستفاد من الحتت الفنيه اللي حضراتكم اتكلمتوا فيها للمباراه بكره اللي هام. يعني يمكن هو اهم حاجه عند فريق نادي الشمس دلوقتي هو التاهل. انا بتمنى من فرح رمزي كابتن الفريق ان هي تجمع فرقتها كويس، وان هم يشتغلوا كويس جدا جدا على مباراه بكره، ان ربنا يوفقهم ويقدروا يظبطوا يعني الحاجات نقاط الضعف اللي وصلت عليها النهارده. يعني انا شايفه النهارده في اكتر من كذا كره في الاستقبال ما كانتش كويسه. صحيح تمام. النهارده خلى لعيبه مركز في لعيبه مركز اربعه تلعب في مركز ثلاثه، يعني بعدها تماما عن الاستقبال. تمام. فحصل شويه خلل كده، فانا بتمنى ان بكره يبدا بتشكيله الاساسي وتشكيل قوي، ويبقى الحافز عندهم ان هم يقدروا يلعبوا ويكسبوا المباراه بتاعت غدا عشان يطلعوا تاني المجموعه على الاقل. طب رايك يعني فيجن، انت حضرتك قلت من شويه ان هو جاي يشارك بس مش بينافس على البطوله. بالظبط. حضرتك ذكرت الكلام ده منذ قليل. طب قولي لي الفرقه دي بتستفاد ايه؟ يعني هو جاي يشارك، هل محتاج يطور من ادائه؟ هل شايف ان بطوله زي دي ان انا اخد فيها مركز متقدم ده بيبقى انجاز لي؟ بالنسبه للفرق كلها اللي طالعه دي بيبقى بالنسبه لهم اي بطوله بيخش فيها احتكاك ده حاجه مميزه، حاجه كبيره جدا للعيبه انهم بياخدوا احتكاك ده. يعني مباراه النهارده كان اكتر عشان قوه نادي الشمس. بالظبط. وضعف فيجن، هو شوف النتيجه كده. بالظبط. صحيح. هو جاي وعارف ان هو مش هياخد مركز متقدم، بالعكس هو عارف هو جاي، وانا جاي عشان احتك بس. احتك. ان انا اخد خبره اللعيبه بتاعته شكلها سنها صغير. صحيح. فهو عاوز ياخد خبرات فقط لا غير، فهو ولا جاي ينافس ولا اي شيء، هم جايين متوقعين اي نتيجه. واحتك، انا هدفي الوحيد ان انا احتك. وحضرتك لو شفت المجاميع هتلاقي اكتر من 5-6 فرق جايين كده. جايين بالطريقه دي. صحيح. انا عندي الفرق المنافسه، الفرقه اللي جايه بتنافس، انا عندي الاهلي طبعا المصري بطل مصر وافريقيا، عندي فريق كارتاج جاي ينافس، عندي البايب لاين جاي ينافس، عندي فريق السجون الكيني جاي ينافس، عندي فريق الفاب الكاميروني جاي ينافس. دي اكتر من 7 فرق جايه تنافس على البطوله. بالظبط. الباقي بيبقى جاي يعني بنسبه كبيره للمشاركه. بالظبط كده، نسبه كبيره للمشاركه. طيب خلينا يعني نقول نتكلم شويه اكتر عن يعني المباريات اللي ممكن نبتدي نشوف فيها قوه شويه. هتلاقي في مجموعات، يعني مجموعه الاهلي ان شاء الله يعني مش هيبقى عندنا مشكله. احنا عندنا بكره مباراه مع النادي الاهلي مع مين؟ ريفينيو الاوغندي. الاوغندي. طيب وان سايد جيم لينا ان شاء الله الرحمن باذن الله، وان سايد جيم 3-0 هتريحنا جدا. وعندنا الماتش اللي بعده برضو فريق يويونج الكاميروني برضو وان سايد جيم، بس هيبقى اقوى شويه بالنسبه لفريق الاهلي. انا ما اقدرش اقول لك ان هو هيبقى اقوى، لا احنا اقوى ان شاء الله الرحمن بعون الله، يعني باذن الله. فانا عندي المباريات بتاعت المجموعه الاولى بالنسبه لنا سهله جدا، احنا نبدا ندخل يعني نبدا واحده واحده زي ما بقول لك كده، احنا بناخد الحاجه تدريجيا. في دور الثمانيه هبدا الاعب برضو فرق لا متوسطه. صحيح. يعني ممكن الاعب فرق متوسطه. والنادي الاهلي عنده كل المقومات ان هو
يفوز اعداد اكيد طبعا أكيد. ومدرب والتزام لعيبه وامكانيات. يعني يوم لعب يوم وراحه يوم، ده مش موضوع ممكن يعني يبقى مزعج شويه؟ يعني قصدي اقول بتلعب مباراه وتريح وبعد كده تلعب مباراه ثانيه وبعد كده تريح، ده يعني ازاي كابتن حمدي الصافي يقدر يحافظ على المستوى الفني للاعبين؟ لا هو ده 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 كويس جدا ان ما يبقاش المباريات ورا بعضها ورا بعضها، ده بيبقى اجهاد برضو للاعيبه، خصوصا ان عدد زي ما قلنا في بدايه البرنامج 19 فرق مشاركه، فده كتير. ف ان هو لازم يبقى فيه يوم راحه للاعيبه، ده مهم جدا مهم جدا عشان اللاعيبه تبتدي يعني، وهو في تدريبات كمان علشان يبتدي يشوف نقاط الضعف ونقاط القوه يعني ويدرس. ممكن كابتن حمدي الصافي يستغل الفترات. اه طبعا يعني نادي الشمس لعب ثلاث ايام ورا بعض دلوقتي. اه ما ده لعب امبارح والنهارده، ده من حظهم السيء، خصوصا ان هو فريق كمان مش مستعد. صحيح. من البدايه وبيعاني من الغيابات. اه طبعا وبيعاني من المشاكل والغيابات وعدم الحضور. يمكن القرعه مش خدمهم قوي بالظبط كده. انما انت شايف حضرتك قرعه النادي الاهلي خدمته بشكل كبير، انه لعب ثلاث مباريات يمكن خمس ايام، هتبقى فرص يعني تركيز اللاعبات اكتر. اه ان شاء الله باذن. طب خليني، انت حضرتك شفت مباراه الاهلي امبارح وشفت سير المباراه، يعني كلمينا عن سير المباراه حضرتك، شوط اول شوط ثاني شوط ثالث، كانت الدنيا ماشيه ازاي يا كابتن؟ والله الشوط الاول زي ما قالت برضو كابتن نجلاء ده هو وان سايد جيم، يعني الاهلي حاسم بـ 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 بنقاط القوه اللي عنده. احنا عندنا فريق متكامل ما شاء الله في كل المراكز، وكل واحد عارف كويس قوي هو بيعمل ايه. نعم. يعني فهو اي زي ما قال برضو كابتن نجلاء ان فرقه الاهلي ان شاء الله يكون هي المتوجه لان هي الافضل، هتقابل فرق قويه، بس برضو النادي الاهلي ان شاء الله يتغلب على كل المباريات باذن الله يعني ان شاء الله. طب كابتن نجلاء اجل حضرتك برضو خلينا نتكلم على المباريات اللي فاضله للنادي الاهلي، قلنا مباريتين، نادي الشمس عنده مباراه فاب بكره، دي مباراه مهمه. شايفه في المجموعات الثانيه المباريات اللي برضو فيها كلام او هتحدد بنسبه كبيره الوصيف؟ يعني احنا اتكلمنا عن مجموعتين الشمس والاهلي، المجموعتين التانيين هل في مباريات ممكن حضرتك شايفه ان تكون بالاهميه زي مباراه الشمس وفاب الكاميروني بكره؟ والله لا، انا بالنسبه للمجموعه الثانيه اللي هي على راسها كارتاج التونسي، ده واخد اول، هو مرتاح جدا زي مباراه وان سايد جيم زي الاهلي بالظبط، يعني حال يعني هو مرتاح زي الاهلي زي الاهلي. تمام. يعني كارتاج مرتاح زي الاهلي بالظبط، مفيش اي مشكله. والمجموعه الرابعه السجون الكيني نفس الموضوع، سجون الكيني برده اول مجموعه ومريح جدا، مفيش اي مشكله خالص بالنسبه يمكن لي. هو بس الموضوع في مجموعه الشمس بالظبط كده، ولو الشمس كان فاز امبارح كان يمكن بنسبه كبيره حسن. على فكره احنا بنتكلم، احنا لسه في مباراه قويه جدا بين الفاب الكاميروني وبين البايب لاين. مش عارف بس انا يعني حاسس ان يعني انا الانابيب هيخلص اصله يعني، ولا هيبان من بكره في البطوله الافريقيه اللي فاتت الفاب الكاميروني فاز على البايب لاين، كسب 3-2، فكسب 3-2 في ارض كينيا. يعني احنا ممكن بكره على حسب الاشواط نلاقي يعني احنا ممكن نخسر الفاب الكاميروني ونلاقي الفاب الكاميروني يكسب البايب لاين، ونلاقي احنا حاجه ثانيه خالص بالظبط، وممكن السكور افريج يطلع اي فرقه من الثلاثه بالظبط، يعني فرق الاشواط. فهي المجموعه اللي جامده شويه اللي فيها كلام هو المجموعه الثالثه بتاعت، وحتى كلام كابتن هيثم كان واضح، المدير الفني قال ان انا يعني سير المباراه هو ندمان على ماتش امبارح. هو لو بيتكلم كابتن هيثم هو بالنسبه له اصعب المجموعه فعلا مجموعه الشمس، مجموعه الشمس يعني الشمس الفاب الكاميروني البايب لاين، ثلاث فرق قويين. صحيح. تمام. طب خليني اقول لك يا كابتن، في اتجاه دايما بيقول لك ان المجموعات القويه هي اللي بتبقى فيها استفاده اكتر، يعني دايما نقول دايما بنقول ان المجموعات بيبقى فيها احتكاك، خلينا نقول ممكن نلاقي اللي يوصل فاينل من الفرقه دي. تمام. لا انا حاسه من دلوقتي يا كابتن هيثم، انا بقول لحضرتك الفاينل هيبقى كارتاج ونادي الاهلي ان شاء الله، ده انا ده يعني بنسبه 70-80% برجح كارتاج هو نهائي. انا ممكن باي باي ندخل في ثالث ورابع، بس على الله ما نقابلش كارتاج في قبل النهائي، هي دي بقى مشكله، دي المشكله بقى دي اللي ربنا يستر فيها ان شاء الله. ايا كان انت حضرتك شايفه انه ان ممكن يكون نهائي مبكر في دور الاربعه، ممكن بص حضرتك على حسب بقى لعبه المجاميع اللي جايه ودور الثمانيه نقدر نتكلم بقى احنا هنقابل مين. صحيح. يعني لان في برضو مجموعه الشمس مش واضحه فممكن تغير معالم، لازم هتغير ملامح الدنيا كلها. تمام. فانا بالنسبه لي بس انا بتكلم على لو انا بتكلم على مين اللي اتاهل في النهائي، انا طبعا 90% بتاهل كارتاج التونسي مع النادي الاهلي المصري. صحيح. تمام. الا اذا بقى القدر لعب شيء هو ده اللي هيبان ان شاء الله في المباراه القادمه. صحيح. طيب احنا في تقرير كنا سجلناه بعد مباراه كارتاج يا جماعه، مظبوط؟
هنطلع نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. مبسوط من الاداء مع ان دي اول مره نشترك في البطوله ديت. خسرنا اول ماتش وتاني ماتش بس الاداء بيتحسن من المباراه الاخرى. We are looking forward to tomorrow. هو بيحضر نفسه من دلوقتي للبطوله القادمه وبيجهز نفسه عشان لما يجي يبقى الوضع افضل ويقدر يكسب البطوله القادمه ان شاء الله. Overall, assessing the team compared to... بالنسبه لانه بيلعب فريق حصل على البطوله قبل كده او اللقب قبل كده انه يطلع معاه 20 و21 ده في حد ذاته انجاز بالنسبه لهم. Yeah, as I said before, like we are first timers in this tournament. هو عشان اول مره يشاركوا فبيقول لك كل الفرق تعتبر كويسه مفيش فرقه ضعيفه كل الفرق كويسه. وي اوبسلي وود اتمنى ان هو يكسب بس طبعا لازم يستنى شويه. والله المباراه او الشوط الاول يعني ما بديناش في النيفو بتاعنا المستوى بتاعنا يعني بعد الشوط الثاني زاد كيف ما دخلناش في المباراه اما في الشوط الثالث لعبنا مليح وصلحنا الاخطاء نتاعنا وركزنا وكسبنا الماتش يعني. البارح يعني لعبنا ضد الفريق شلف من الجزائر كانت مباراه كويسه ما لعبنا احنا احسن يعني كنا احسن في المباراه كسبنا 3-0. اليوم يعني حكيت لك على مباراه زيمبابوي كنا من الاول يعني مانيش مركزين شويه من بعد رجعنا في المباراه يعني. المستوى الفني في المقابلات ديما يبدا بنسق تصاعدي شويه كما نشوفوا ديما المباريات الاولانيين مش صعاب ياسر ظاهرين الفرق اللي باش يتعداوا للدور اللي من بعد. لكن الادوار النهائيه بطبيعه الحال باش تكون اقوى من هكا نعرفوا لي بروبابلمون باش يكون فما نادي الاهلي نادي من, من من كينيا من الكاميرون من تونس دونك النسق يمشي تصاعدي الادوار اللي من بعد. الفريق الجزائري اللي من الجزائر شلف ولا الفريق اللي من الكاميرون هما الاقوى نتصور زيمبابوي هو الاخر في المجموعه في المستوى يعني. الاهلي نتصور اكيد يحب يسترجع اللقب نتاعو لكن احنا عاقدين الرهان باش نخليو اللقب هذا في تونس وحاضرين ان شاء الله كيما عملناو ما كانش سهل حتى سنة ماهوش سهل لكن عاقدين الرهان باش نخليو اللقب هذا في تونس ان شاء الله. تابعنا مع حضراتكم تقرير بعد مباراه قرطاج اليوم وهراري الزيمبابوي سجلته كابتن النادي الاهلي. يمكن احب طبعا اسمع تعليق ضيوفي كابتن نجلاء يمكن مدرب هراري سيتي قال نفس الكلام اللي حضرتك توقعتيه. تمام. اسمع تعليق حضرتك. والله زي ما قلت لحضرتك بالنسبه نص الفرق المشاركه في البطوله الافريقيه جايه للمشاركه فقط لا غير تاخد احتكاك وتاخد خبره لاستعدادها للبطولات الافريقيه اللي بعد كده. تمام. بالنسبه لفريق قرطاج جاي فريق منافس جاي زي ما حضرتك شفنا التعليق بتاع اللعيبه خلود جايين مراهنين على البطوله يعني هم جايين عزمهم جايين ياخدوا البطوله من ارضنا. بس ان شاء الله الرحمن ربنا يخيب ظنهم واحنا ناخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله كابتن بدري تعليق حضرتك يمكن مدير فني زيمبابوي قال انا بستعد للبطوله اللي جايه ودي صراحه واضحه يعني هو عارف هدفه ايه وجاي ليه. هو فعلا هي نص الفرق ولا اكتر من نص الفرق المشاركه كلها جايه زي اعداد يعني لان هم فرق جايه حابه تزور مصر كمان وان هم بيستعدوا لان هم معظمهم صغار السن اللعيبه الافارقه معظمهم صغيرين جدا في السن فدي بالنسبه لهم فترات اعداد يعني. صحيح. فدي بتبقى عباره عن نزهه ليهم يعني جايين اكتر من نص بس الوضع مختلف بالنسبه لقرطاج شفنا اللعيبه بيتكلموا هم جايين يدافعوا عن هم حامل اللقب يدافعوا عن لقبهم. طبعا لان هو ده واحنا منتظرين ان النهائي ان شاء الله يكون مع الاهلي وفريق هو كمان احنا قلنا ممكن يبقى قبل النهائي بس هو غالبا انت حضرتك تتوقع النهائي هيكون الاهلي وقرطاج ان شاء الله والاهلي اللي متوج ان شاء الله في البطوله دي باذن الله. بس انا برضو يعني بؤمن بموضوع المفاجات يعني ممكن مش شرط ان شاء الله تبقى مفاجات سعيده لينا بس ان شاء الله الاهلي بتاع كل المفاجات يعني ان شاء الله باذن الله يعني. فبقول لحضرتك يا كابتن يعني خلينا نقول ان الشكل العام قرطاج باين كويس قوي ان هم جايين مركزين اللاعبات مركزه بتقول النادي الاهلي من حقه يدافع عن اللقب من حقه يحارب عشان اللقب بس احنا جايين جاهزين من تونس
واضح ان في استعداد اكيد. عملوا معسكر خارجي، مدرب اجنبي ايطالي، لعيبه محترفه ايطاليه. كرتاج بتقالي اكتر فرقه يمكن زي النادي الاهلي مستعد. بالظبط، فريق كرتاج زي ما قلت حضرتك عمل معسكر في ايطاليا، مجهز نفسه 90%. هو فريق جاي منافس، دعمته بلده، دعمته بكل شيء، منعوا مشاركه تنسي. اي فريق تونسي غيره عشان يبقى التدعيم ليه لوحده فقط لغير. حس اللاعبات كلها حاسه ان هو جايين يدافعوا عن اللقب بتاعهم، لسه واخدين اللقب ده السنه اللي فاتت من نادي الشمس، فبالنسبه لهم جايين زي ما بيقولوا كده جايين ناخد البطوله. احنا جايين ناخد البطوله مش جايين اي طبعا. فريق نفسه يلعب في البطوله الافريقيه. فريق كارتاج احنا شايفينه ان هو معاه محترفه ايطاليه، معاه مدرب ايطالي، طبعا هيتغير سيستم اللعب بتاعهم تماما غير اللي احنا كنا متعودين عليه من السنه اللي فاتت. فاكيد كابتن حمدي على اتم استعداد لاي فريق يقابله بعد معسكرنا في سلوفينيا ان شاء الرحمن. فان شاء الله نقابل كارتاج، نقابل البايبلاين، نقابل اي فريق، احنا مستعدين لاي فريق. وخلي بالك برضه يا كابتن، انت كنت بتقوله دلوقتي يا كباتن انه مش بس كرتاج هو اللي قوي، احنا عندنا انابيب الكيني، عندنا السجون الكيني، يعني قصدي اقول والمفاجات ورده. طبعا كابتن هيثم، احنا هقول لحضرتك حاجه، احنا اكبر نادي الاهلي حصل على البطوله دي 8 مرات. تمام. اللي جه بعديه على طول فريق البايب لاين حصل عليها 7 مرات. صحيح. بعديها مين؟ فريق السجون الكيني، يعني نفس الفرقتين اللي مشاركين في البطوله. احنا بننافس الفرق اللي اخذت البطوله الكيني. السجون الكيني واخدها 5 مرات. فريق الافريقي التونسي كان زمان فريق كان اسمه الافريقي التونسي واخدها 4 مرات. بعد كده فريق بجاية اخدها مره، فريق مودي اخدها مره، فريق البنك التجاري الكيني اخدها مره، فريق كارتاج هو اللي جاي يدافع عن اللقب بتاعه واخدها اخر مره سنه 2017. خليني اقول ان فريق كارتاج كمان ما شاركش في البطوله العربيه اللي اقيمت في شهر ديسمبر اللي فات. رفض المشاركه استعدادا للبطوله الافريقيه. خلينا نقول ان كارتاج سياسته بطولة افريقيا، انا بستعد من السنه للسنه في البطولات الافريقيه فقط لا غير. بالظبط كده، بيجي عشان ينافس او ياخدها. هو نظم الدوره البطوله السنه اللي فاتت. بالظبط، وهو فريق جاي مستعد ليدافع عن اللقب بتاعه. صحيح. فان شاء الله الرحمن احنا فرقتنا باذن الله وكابتن حمدي الصافي اكيد جاهز لهم تماما 100% ان احنا نقابل اي فريق، وان شاء الله الرحمن ربنا يوفقنا ونتوج بطل افريقيا باذن الله. طيب خلينا نقول انه النادي الاهلي عنده مجموعة سهلة، ماتشاتها تخلص 3-0. كابتن حمدي الصافي محتاج يوصل اللاعبات لأعلى درجة فنية ممكن في وقت الماتشات مش قوية. الحل إيه؟ هقول لحضرتك حاجة، أنت حضرتك من شوية اتكلمت على إن إحنا بنلعب ماتش ونريح يوم. صحيح. بالعكس، إحنا في اليوم ده إحنا بنتدرب صبح وبالليل. يعني احنا ما بنرتاحش تماما. يعني كابتن حمدي بيعلي الحمل جدا. يعني الحمل بتاعنا عالي جدا. نعم. يعني احنا ما فيش يوم راحه بنقعده سلبي. نعم. ان احنا بقى قاعدين في الاوتيل مرتاحين، ده بالعكس كابتن حمدي بيمرن صباحا ومساء كانه بيلعب بطوله فقط، بيلعب ماتشات. صحيح. فاحنا فرقتنا جاهزه لاي مباراه ان شاء الله. فانا شايفه ان كابتن حمدي مجهز الفرقه تمام، معاه الدكتوره رانيا عبد العزيز مخططه الاحمال، عارفه امتى تطلع بالفرقه واكيد عارفه تنزل وقتها امتى وامتى هيبقى يحصل فيه الدروب. كابتن استاذن حضرتك، احنا معانا المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك، ازيك يا هيثم، ايه اخبارك؟ منور الدنيا على شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، شكرا. باشمهندس، يمكن حضرتك شفناك امبارح في ماتش او في طبعا الافتتاح والمباراه الافتتاحيه. راي حضرتك ايه في الافتتاح؟ راي حضرتك ايه في المباراه الافتتاحيه؟ لا هو طبعا التنظيم امبارح كان فوق الخيال، يعني هو يعني فوق المتوقع. والحقيقه انا شايف طبعا فرقه الاهلي لسه بتبتدي، ويعني الماتشات هتسخن معاهم شويه بشويه، واعتقد زي ما انت ما انا سامع كده ان هم عاملين اعداد كويس، وكانوا في بره عاملين معسكرات وكده. فطبعا نتوقع الاهلي يكسب البطوله دي، يعني مش هقول لك بسهوله، ولكن يعني هيبقى فيها بعض الصعوبات، ولكن نتمنى ان هو يقدر يتخطاها ان شاء الله. ان شاء الله. باشمهندس، تقييمك ايه الفني للبطوله؟ هل البطوله طبعا بحكم طبعا متابعه حضرتك وتواجدك افريقيا دائما ابدا، بتقيم البطوله دي فنيا ازاي يا باشمهندس؟ طبعا دي اقوى من اقوى الانديه، البطولات اللي موجوده، بطولات الانديه الافريقيه دايما رجال وسيدات بيبقوا من اقوى البطولات واقوى المستويات اللي موجوده على مستوى افريقيا كلها. ويمكن شفنا 19 فرقه مشاركه كمان يا باشمهندس، وده رقم كبير. طبعا طبعا، ما ده لانه كل الفرق شايفه نفسها قويه، شايفين ان هم يقدروا ينافسوا بالرغم تعدد المستويات يعني او اختلاف المستويات، ولكن بيبقى كل فرقه جايه متحمله تكاليف السفر والاقامه والكلام ده كله، وعندهم الامل ان هم يكسبوا بطوله قويه زي دي.
طب باشمهندس خالد، يمكن حضرتك في الكواليس اكتر وكنت مع اللجان المنظمه ومتداخل جدا مع تنظيم البطوله، شايف النادي الاهلي في تنظيم البطوله يعني ناجح بشكل كبير ولا في حاجات كنت حضرتك تتمنى تبقى موجوده؟ لا والله انا شايف ان الاهلي طبعا نجح وده شيء متوقع، ويعني ما كناش نتوقع اقل من كده، بس هي يعني النادي الاهلي عنده خبرات وكوادر فنيه كويسه تقدر تدير اي بطوله واكثر من عدد من ده من كام بالفرق من كمان من ده. طب باشمهندس خالد، يمكن البطوله دي حضرتك كرئيس اتحاد هدفك الاول والاخير طبعا هي منتخبات مصر لان الاسم الكبير هو اسم مصر، شايف البطوله دي ممكن تضيف ايه لمنتخب السيدات؟ بص، كل انا دايما بقول ايه، دايما اللعيبه اللي في الانديه وفي المنتخبات كل مباراه زياده بيلعبوها دي عامله زي ايه، زي عارف الطيارين كده لما بيقولوا بيطير كذا كام ساعه وكم مش عارف ايه، فهو لازم كل المباريات دي بتضيف للرصيد التقني بتاع اللعيبه والتكنيك بتاع اللعيبه، فده بيضيف للمنتخب بتاعي، يعني كل دي استفادات انا بستفيدها من للمنتخب بتاعي في المستقبل. طب باشمهندس خالد، حضرتك ده تاني يوم للبطوله، اكيد حضرتك تابعت اغلب المباريات، حضرتك رايك الفني اقوى الفرق المشاركه مين؟ لا بص، انا الحقيقه النهارده للاسف ما لحقتش اتابع المباريات، ولكن اتوقع مثلا انه النهارده طبعا شمال افريقيا فيها فرق كويسه، كان تونس والجزائر، طبعا افريقيا فيها كينيا، مصر طبعا الاهلي طبعا نمره واحد، يعني فاتوقع تبقى يعني هتبقى التشكيله كويسه ان شاء الله في النهائيات. كابتن خالد، يمكن وجود بطوله زي دي على ارض مصر في التوقيت ده اكيد هي رساله، وحضرتك كنت يعني اشرت في الكلام ده في تصريحاتك في الميديا وفي الاعلام، شايف الرساله الكبيره اللي ممكن تتقدم باحتضان مصر بطوله زي دي ايه؟ بص، انا دايما بعتبر ان مصر هي دايما البيت الثاني لافريقيا كلها، وكونك تلاقي 19 فرقه مشتركه في مصر فده باعتبار ان مصر هي بلد الامن والامان، زي ما انا قلت امبارح في الكلمه المختصره اللي انا قلتها، لان انا كنت عايز اوصل رساله واحده، ان النهارده مصر دايما كل الفرق لما بتلاقي ان فيها رياضه وفيها امان وفيها تنظيم هايل ومحترم، فالناس بتحبها تبقى جايه حابه تلعب مع الفرق المنافسه لها وتستمتع بمصر في الوقت ده. طب يا باشمهندس خالد، لما حضرتك شرفتنا في ملوك الصلاه اتكلمنا عن عامل التحكيم او عنصر التحكيم المصري، وقد ايه حضرتك مهتم جدا بهذا العنصر وحاطط له خطه كبيره لتطوير مستوى التحكيم، البطوله دي فادتك على مستوى التحكيم يا كابتن ولا لا؟ طبعا هو برضو ده اضافه جديده للحكام كلهم المصريين اللي موجودين، اذا كان سيدات او رجال، واحنا ابتدينا زي ما انا كنت وعدتك ان او يعني اتكلمنا ان احنا بنعمل دورات صقل للحكام، فعندنا دوره الاسبوع الجاي في اسكندريه وعملنا واحده في الوادي الجديد، وشغالين بقى يعني احنا كل شهر كده بناخد دوره للحكام او دورتين بحيث ان احنا نقدر نطور منهم ونعمل لهم صقل للمهارات بتاعتنا. طب كابتن، على هامش البطوله يعني سواء بطوله السيدات اللي موجوده دلوقتي وبطوله الرجال اللي تنطلق بعد بطوله السيدات بعده ايام، في هل يعني في ورشه عمل جانبيه هتتعمل في بعض المجالات؟ هل في بعض المحاضرات الفنيه اللي تقدر كاتحاد المصري تطور بيها اداء اللعبه في مصر؟ هو الاتحاد الافريقي عامل دراسه للحكام في اثناء البطوله على جانب البطوله بتاعت الرجال. طب الاتحاد الافريقي هو اللي عاملها بحيث ان هو يستفيد برضه لو في ناس افارقه جايين مع الفرقه او حاجه ويحبوا يدخلوا. طب باشمهندس، قول لي يعني هل في اتصال دائم مع الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي؟ هل في اتصال دائم؟ هل في تواصل؟ يعني قول لي برضه الكواليس اللي بتحصل بالتنسيق مع حضرتك رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الافريقي. طبعا احنا بننسق معاه كل التحركات بتاعتنا على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي، يعني انا من اسبوعين لما كنت في الاتحاد الدولي عشان مشكله المدرب بتاعنا اللي هو كان رافع قضيه في الاتحاد الدولي، والحمد لله عرفنا نخفض المبلغ اللي كان محطوط علينا كغرامه اجباريه، وقابلنا قد ايه يا باشمهندس حضرتك خفضت المبلغ؟ هو كان رافع قضيه علينا في الاتحاد الدولي ب 37,000 دولار اللي هو حوالي 3 شهور، واحنا بعد المفاوضات لانه اكتشفنا انه طبعا ايه اللي كان الفتره السابقه في الاتحاد السابق ما كانوش ردوا على الغرامات دي وما عملوش اي ما قدموش اي ورق، فكان قرار الزامي او ان احنا نتعرض للايقاف لمده سنه لو في حاله ان احنا ما دفعناش الفلوس دي او نروح المحكمه الرياضيه الدوليه، وطبعا تكاليفها طبعا باهظه زي ما انت عارف. صحيح صحيح. فقدرنا بعد التفاوض ودول مدرب ايطالي ومعاه المحامي الايطالي بتاعه ان احنا نزلناها ل 10,000 دولار ورضينا وخلاص، هو رضي واحنا قلنا اوكي بالمبلغ ده نقدر ندفعه ونخلص من الموضوع ده، وعملنا ورق واجريمنت والكلام ده.
يعني كانت زياره موفقه الحقيقه، يعني 27000 دولار اكيد كده. كمان ان احنا قابلنا رئيس الاتحاد الدولي، ودي اول مره انا اقابله بصفتي كرئيس الاتحاد. انا كنت قابلته قبل كده وانا عضو مجلس اداره، ولكن طبعا احنا كنا متوقعين زي ما انا قلت قبل كده ان احنا كنا متوقعين نقعد 10 دقائق ربع ساعه، لان احنا ما كناش واخدين ميعاد اصلا قبل ما نروح من مصر. ولكن المفاجاه انه قعد معانا حوالي ساعتين الا ربع. جميل. كنا احنا طبعا حكينا له على الاستراتيجي بتاعتنا ل 2030 اللي كنت حكيت لك عليها. صحيح. بنلف الجمهوريه كلها، بنبص على الكوادر الجديده، بالاضافه انه بنبص على 2020 و2030. وهو ابتدى يتكلم برضو على طريقه التطوير بتاعته اللي بينتهجها في الاتحاد الدولي، وازاي بيركز على بلاد معينه في الاتحادات القاريه بحيث يديها دعم زي ما هو عامل معانا مع ماركوس ميراندا. صحيح. طب كابتن، ما ينفعش حضرتك تبقى مع الهوا وما اسالش حضرتك عن الخطه القادمه. يمكن احنا دلوقتي عندنا بطوله السيدات وبعد كده بطوله الرجال، اكيد الدوري في مصر هيتوقف شويه، اكيد النشاطات هتتوقف. طيب احنا بعد كده خطه المنتخب ايه الفتره القادمه يا كابتن؟ المنتخبات بقى كلها ان شاء الله هتبتدي تتجمع على نص اربعه كده بعد ما نخلص الموسم بتاعنا. عندنا طبعا انت عارف التصفيات اللي هو الدوري التحدي اللي هو كان بعد كده بيأهل للدوري العالمي، وعندنا تصفيات بطولات افريقيه لجميع المراحل السنيه، غير طبعا البحر الابيض بالنسبه، وبعدين دوره الالعاب الافريقيه للشباب والشابات. عندنا الاولمبياد الشباب برضو في بيونس ايرس، ودي لها تصفيات في الشواطئ بالذات. فعندنا موسم مليء يعني بالاحداث ان شاء الله. بالتوفيق باشمهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. بطوله العالم طبعا للرجال. طبعا طبعا عالم الرجال. هي دي هتبقى توقيتها امتى يا كابتن ان شاء الله؟ شهر 9 في بلغاريا، المجموعه بتاعتنا في بلغاريا. لا ده انتوا عندكم يا كابتن ما شاء الله يعني موسم. لا لا احنا موسم يعني مليان كله بقى، يعني ربنا يقدرنا بس عليه ان شاء الله. بس انتوا نجحتوا يا كابتن قبل ما امشي، نجحتوا ما شاء الله تبيعوا كمان حقوق البث في الدوري، يعني برضو يعني حصل انعاش الخزينه بمبلغ، يعني برضو اكيد ده هيساعدك في الفتره اللي جايه. طبعا طبعا طبعا، ولكن احنا طبعا لسه طالبين دعم من اللجنه الاولمبيه ومن الدوله ومن الوزاره، ولانه طبعا مهما انت جبت دعم برضه احنا لسه ما زلنا في المراحل الاولى، يعني بنحتاج برضه لسه ما زلنا دعم. اكيد يا كابتن، طبعا كل التقدير والاحترام لحضرتك والاتحاد كره الطائره. المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا. الحقيقه يعني مجهود جميل يبذل، الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيلاقي تنسيق ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. طبعا. لما الواحد بيلاقي ورش يعني ورش عمل وامور اكيد اكيد بتنعكس بالايجاب على مستوى اللعبه كده. اكيد طبعا، كل الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي كل ما يكونوا مشاركين مع بعض بيدي ناتج او هدف ناجح جدا لنجاح اللعبه. صحيح. اذا كان عربيا على المستوى العربي او المستوى الافريقي. صحيح. احنا الحمد لله في مصر احنا فعلا عندنا بطوله الرجال، طالعين بطوله عالم، عندنا بطوله امم افريقيه، عندنا بطوله العاب افريقيه، عندنا بطولات كتيره جدا بيستعد لها دلوقتي لاعبات منتخب مصر. صحيح. وخلي بالك البطولتين دول النادي الاهلي بيقدم اكبر خدمه. طبعا طبعا مصر طبعا يعني طبعا. وليك يا كابتن داير راي حضرتك ايه؟ اكيد يعني اللاعبات سواء لاعبات نادي الشمس والنادي الاهلي اللي هم القوام الاساسي لمنتخب مصر لما بيلعبوا بطوله زي دي، فانت اكيد ده في نفس الوقت بيدعم المنتخب وبيعتبر اعداد للمنتخب. طبعا اكيد وجود ناديين كبار زي النادي الاهلي ونادي الشمس ده دعم كبير قوي لمنتخب مصر. صحيح. لان معظم لاعبي النادي الاهلي والشمس في المنتخب. ونفس الكلام بالنسبه للرجال، احنا شايفين النادي الاهلي ونادي الجيش مشاركين اكيد طبعا، واكبر عدد لاعبين في المنتخب من نفس الناديين، فبرضه دي اعداد كبير. طبعا. صحيح. طبعا. بالاضافه ان النادي الاهلي بيضم لاعب تونسي محترف شكري الجويني من افضل اللاعبين في تونس، اذا الموضوع زي ما بتقولي في استفاده فنيه كبيره جدا من اكيد طبعا. أكيد. اكيد اكيد طبعا، وجود لعيبه بعدد كبير في الناديين بيدي دعم كبير جدا منتخب أكيد. مصر جدا يعني اكيد. خليني اسالك برضو يا كابتن نجلاء، يمكن كلام المهندس خالد ناصف سليم بيحاول يستفاد من البطولتين باكتر يعني او باقصى استفاده ممكن يستفادها. ده اكيد طبعا، عشان زي ما قلنا حضرتك من الاول، لسه حضرتك قايل دلوقتي 90% من لعيبه منتخب مصر هي لعيبه النادي الاهلي. صحيح. تمام. فبالنسبه للبطوله الافريقيه، لما بنلعب بطوله افريقيه على هذا المستوى فيها جميع اكثر من سبع دول بينافسوا على اللقب الافريقي، دي في حد ذاته منافسه قويه جدا جدا.
فاللعيبه بتبقى جاهزه. يعني انا اللعيب المنتخب المصري بياخد اللعيبه جاهزه، انا صحيح. جاهز خلاص انا جاهز، احنا بنروح مجرد تصليح بقى حاجات تقنيات كده، حاجات شويه تظبيط الفرقه المنتخب، بس هو بياخد اللاعب جاهز 100%. بس الاجنده حتى مع الاتحاد اجنده يعني مليئه، هي اجنده قويه جدا بقى، محتاجه مصاريف يعني. طبعا طبعا ربنا يوفقهم ان شاء الله يعني، ان شاء الله المهندس خالد يبقى قدها ان شاء الله باذنك يا رب يوفق. خلي بالك التمويل المالي مشكله، ما دي مشكلة اللي بتقابل اي يعني نادي الشمس اللي احنا شفناه النهارده، ما بيقابلوا ظروف ماديه جدا مخليه مش عارف يعمل اي حاجه. المشكله دي الانفاق وال ما بيقابلوا مشكله كبيره. انت عارف حضرتك تقريبا تكلفه، تقريبا تكلفه المشاركه في البطوله دي حوالي 10,000 دولار بالظبط، رقم كبير برضه ويمكن اكتر كمان يعني، ولكن برضه مبلغ على 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 فرقه تدفعها. في نادي الشمس برضه كتر خيره اللي قادر يعمل كده الحقيقه. بجد برافو عليهم ان اصابوا. والله ده هايل هايل انهم قادرين يتواصلوا يعني. طيب. قادرين يتواصلوا. خلينا نروح للزميل الكريم احمد وبعض اللقاءات المهمه وارجع لحضراتكم. سعيد لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره وتغطيتنا الخاصه للبطوله الافريقيه للكره الطائره انسات رقم 29. بينضم لنا كمان في هذه اللحظات الاستاذ ياسر عبد العال نائب مدير عام النشاط الرياضي للشؤون الماليه، اللي اكيد عايزين نساله على هذا التايتل. طبعا ليه تدخلات كثيره جدا في هذه البطوله، حابين نشرح الشؤون الماليه دورها ايه في بطوله كبيره زي البطوله الافريقيه. طبعا احنا الشؤون الماليه مسؤول عن الاتفاق مع الفنادق على اساس الاسعار، بنوصل لاحسن الاسعار واحسن الفنادق. الفنادق دي طبعا اتعينت عن طريق اللجنه المنظمه، وكمان حته النقل، الاتوبيسات، نقل الحكام، نقل اللعيبه، المفروض المشاركه كلها في مرافقين. بنعمل طبعا ميزانيه وبنعمل نشوف اسعار، احسن الاسعار واحسن اماكن طبعا عشان حاجه تشرف مصر، خصوصا النادي الاهلي. طبعا النادي عريق والناس فيه وفود كتيره جدا مشاركه، يمكن اول مره 19 نادي يشاركوا في بطوله زي دي. دي البدايه، بعد كده طبعا بيبقى في الفواتير بتجيلنا وبنشوف الاذون اللي اتعملت والتسكين، فدور اللجنه الماليه طبعا حاجه مهمه جدا. 19 فرقه عدد كبير جدا بالنسبه للمشاركات في البطولات الافريقيه مقارنه بالبطولات العاديه، لكن ده بيمثل لكم عبء شويه او ضغط شويه ان انتم بتحاولوا ان انتم تعملوا كل ما تمتلكوا من قوه، لان طبعا لابد ان احنا ندي رساله ان كل حاجه لابد تكون متاحه هنا في النادي. والله في لجان اللجنه العليا مجتمعه تقريبا شبه يوميا عشان اي عقبات بنقدر نزللها، لا والنادي الاهلي يقدر يستضيف اي عدد، احنا مرحبين باي اعداد، وفي مرافقين كمان جم قدرنا برضه نوفر لهم الاقامه والانتقالات، والموضوع ماشي الحمد لله كويس جدا. بتشوف ازاي تنظيم النادي الاهلي هذه البطوله في عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، ويليها كمان بطوله الرجال يمكن اكتر كمان من بطوله، لان هيبقى كمان بعديها بطوله الهاندبول، بتشوف التطور الكبير والاصرار الكبير للنادي الاهلي ازاي؟ طبعا عاملين حسابنا كل حاجه، الاربع بطولات وفي كمان سوبر كمان في اليد، كاس سوبر، كل ده معمول حسابه وجاهزين من دلوقتي لاي اعداد ومنسقين مع الفنادق والانتقالات بتاعتنا على اعلى مستوى. واللجنه بقول لحضرتك لجنه منعقده، شوف بقى لنا تقريبا شهرين ثلاثه، ولغايه دلوقتي لحد النهارده لحد حالا دلوقتي في اجتماع مصغر للتنسيق. انا بسمع يمكن اشاده من رؤساء البعثات والفرق المشاركه على التنظيم وعلى الاقامه والعيش والاستقبال، بينعكس عليك ازاي وبينعكس عليكم ازاي داخل النادي الاهلي كمسؤولين داخل النادي الاهلي؟ والله الحمد لله دي حاجه مشرفه، واحنا دايما بنرفع اسم النادي الاهلي في اي مكان. ولسه كنت بقابل مع المدير الفني او المرافق الفني من الاتحاد بوركينا فاسو، هو مبسوط جدا من اول الافتتاح وقبل الافتتاح كمان، وبيشيد بالمستوى العالي للنادي الاهلي عليه، اللي هو دايما مشرفنا بيه. شوف حضور الجمهور ازاي في اول مباراه، وان شاء الله يكون متواجد بكره مع النادي الاهلي في مباراته الثانيه، ومدى تاثيره الكبير مع فريق النادي الاهلي. طبعا الجمهور طبعا بنشكره جدا، لان هو ما بيسيبش لحظه معينه اللي بيشجع فيها، لدرجه ان ممكن الفريق اللي هو المنافس بيبتدي يقرب شويه، يبتدي يقلب التشجيع، العب يا اهلي، الجمله المشهوره بتبتدي بجد بتاثر جامد قوي، وورانا في كل مكان في كل الالعاب كمان. شكرا لحضرتك جدا، شكرا. كل الشكر تقديم طبعا للاستاذ ياسر عبد العال طبعا نائب مدير عام النشاط الرياضي للشؤون الماليه على هذه التصريحات، بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي خلال مباراته القادمه. يمكن احنا طبعا مستمرين معاك يا كابتن اسام وبنغطي كافه المباريات هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وغدا ان شاء الله مباراه النادي الاهلي بحضور جماهيري كالعاده، بنتمنى غدا تكون اداء ونتيجه من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا، لكن عوده للاستوديو التحليلي وكابتن اسام السعيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا ليك، لقاءات مهمه، لقاءات يعني يمكن كان معانا كابتن ياسر عبد العال او الاستاذ ياسر عبد العال نائب مدير النشاط الرياضي للشؤون الماليه. الحقيقه دول الجنود
المجهوله في هذه البطوله. الحقيقه استاذ ياسر الموضوع مش سهل، انتوا شايفين عشان تشوفوا المنظر اللي احنا بنشوفه قدامنا ده، لا الناس دي عملت او ادت من وقتها وقت كتير جدا عشان تجيب احسن اسعار من ناحيه الماليه، وكمان عروض فنيه سواء اوتيلات تنقلات، كل الكلام ده خد مجهود كبير جدا. يعني استاذ ياسر حتى بيقول احنا عايزين نحط النادي الاهلي رقم واحد، خلينا الناس تمشي من هنا تقول لا النادي الاهلي رقم واحد. يعني كابتن نجلاء واضح الكلام، واضح الحماس، واضح التخطيط، كل حاجه بحساب. والله هو النادي الاهلي من شهرين قبل البطوله بشهرين ثلاثه هم مجهزين نفسهم للبطوله كويس جدا جدا. استاذ ياسر عبد العال مجهزين جميع الفنادق او المطاعم او الرحلات مجهزينها باعلى مستوى لاستقبال الفرق المشاركه، وطبعا ده اكبر دليل ان استاذ ياسر لسه اتكلم على المدير الوفد بتاع بوركينا فاسو ان هو بيشكر باللي معمول في مصر والتنظيم الهايل اللي احنا قايمين بيه، اذا كان في الاوتيلات او ولا اذا كان في اثناء ترحيلهم من الفندق الى الملعب. بالعكس. فالحمد لله رب العالمين. ده النادي الاهلي وده المنتظر صحيح. منه صحيح. كابتن يمكن نفس الكلام استاذ ياسر مدير نائب مدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر للشؤون الماليه بيبقى عليه عبء كبير، لان بيبقى فيه بادجت حتى للبطوله عايز يتصرف فيها، في فلوس بتدفع، في حقوق، بس في حاجات كتيره جدا الحقيقه اتعملت منذ شهرين، وده ان دل فيدل على خبره النادي الاهلي الطويله في تنظيم هذه البطوله. طبعا النادي الاهلي في حاله طوارئ بقاله اكثر من شهرين لتنظيم بطوله كبيره زي ديت بحجم البطوله ديت، وهو خير ممثل، النادي الاهلي خير ممثل للبطوله دي. صحيح. بامكانياته، بمبادئه، بكل الكفاءات اللي معروف عنها النادي الاهلي، فهو فعلا كان خير ممثل. عارف يا كابتن انا كنت بروح من الوقت للتاني بتابع البطوله طبعا، ده بقى شهرين بقى اكتر من شهرين. كابتن رؤوف عبد القادر وكابتن ياسر كان كابتن رؤوف بيجي من الصبح ما بيروحش الا الساعه 12 واحده بالليل، كان شغله الشاغل على البطوله، كان في فريق عمل شغال ليل ونهار علشان يطلع بالمستوى الرائع اللي احنا شفنا فيه. كمان طبعا الاستاذ محمد الجرحي والاستاذ محمد الضماطي ومجلس الاداره طبعا. كله بصراحه عمل مجهود بس كبير، بس خلينا نقول ان حتى مجلس الاداره خليت نحلي، يعني اكيد ملف البطولتين او ملف البطولات الافريقيه راح للمهندس محمد الجرحي ومعاه الاستاذ محمد الضماطي، الشغل ابتدى على طول، شفنا حتى اختيارات اللوجو كانت من خلال متطوعين. حاجة مشرفة جدا، حاجة مشرفة جدا وهم عملوا مجهود كبير جدا صحيح. علشان يطلع بالصورة دي. خلينا اقول لحضرتك ان حتى الاوتيلات الناس مش مصدقة ان جايين يقعدوا في اوتيلات زي دي، يعني الاوتيلات على اعلى مستوى خمس ده تجوم. كل حاجة بالزبط. حتى ابسط حاجة الطعام والاكل بيشيدوا بكل صحيح. حاجة واكيد كامة النادي الاهلي هتروح وهتسجل وهتاخد راي الفرق في المشاركه ورايهم حتى في الاقامه في الاعاشه في التنقلات، اكيد كامة النادي الاهلي هتكون والله معك. هم من دلوقتي هم رايهم واضح جدا ومبسوطين جدا، وما كانوش متخيلين ان هيلاقوا حاجه بالجمال ده وبالتنظيم دوت. المهندس خالد نصيف رئيس الاتحاد قال لك حاجه فوق الخيال، اكيد يعني دي فعلا هي فعلا حاجه فوق الخيال. المهندس خالد نصيف سليم رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره لما يقول ان الافتتاح والتنظيم خيالي يبقى هو يدرك ما يقول. انا بحيي النادي الاهلي بصراحه على التنظيم الرائع اللي هو عامله بالشكل الجميل ده صحيح. وده متوقع من نادي كبير زي النادي الاهلي نادي القرن صحيح. فمش ممكن هيبقى اقل من كده ابدا يعني. ويمكن كابتن نجلاء ده يعني مدع للفخر لكل من ينتمي لهذه المؤسسه مؤسسه النادي الاهلي، لما يلاقي النادي بتاعه بيشرف مصر في كل مكان. الحقيقه انا شايف مكاسب البطوله مش فنيه بس، ان شاء الله النادي الاهلي يجيب النجمه التاسعه اكيد ان شاء في الله في كره الطائره السيدات، ولكن المكسب الاكبر هي سمعه النادي الاهلي جوه افريقيا. والله مكسب لكل واحد فينا يفتخر ان هو ابن النادي الاهلي. صحيح. يعني احنا لعيبه النادي الاهلي لعبت بطولات عربيه وافريقيه ودوليه. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ده كان مدربي طبعا. حصلنا معاه على اكثر من 12 بطوله عربيه وافريقيه صحيح. متواليه. ففخر لاي واحد ان هو ينضم الى فصيله او كتيبه نادي الاهلي. خليني اقول لك برده كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بطبعه قالوا عايز احسن حاجه طبعا فعلا. يعني هو دايما قالوا حتى من ومدير في والله انا حضرت قاعده كده كان كابتن رؤوف قاعد بيظبط الاوتيلات وبيشوف لا شوف لي حاجه احسن شوف طبعا. لا لا دايما بيدور على الحاجه الاحسن طبيعي. هو اثناء مباريات اثناء ما كان تدريب كان ما بينامش الليل، كان قاعد بيعمل لنا التكتيكات بتاعه السكاوتنج على جميع الفرق لحد الصبح ويعمل لنا الاجتماع
قبل المباراه. فكابتن رؤوف من طبيعته ما بيخلص حاجه الا ما يكون 100% جاهزه ومستعد ليها. صحيح. وكابتن رؤوف حتى لما جه اشاد قال لك انا جيت كملت من سبقوني، يمكن هو كان يعني كمل حاجات كتير كانت معموله وجاهزه وكمل بالظبط. والراجل حتى قال انا طبعا النادي الاهلي بيشتغل بنظام المنظومه ونظام ان احنا بنكمل شغل بعض. والراجل اشاد بدور من قبله الحقيقه، يعني النشاط الرياضي في النادي الاهلي ما فيش كل يوم شغل، كل يوم بطولات وكل يوم اشتراكات. والله يا كابتن هيثم النشاط الرياضي مهيئ لجميع اعضاء نادي الاهلي او لاعبات نادي الاهلي او جميع الالعاب الرياضيه بالذات الجماعيه، كل الوسائل ان هو يطلع باللعيبه محترفه بالطريقه دي. صحيح. يعني عندنا اذا كانت مريم مصطفى او مريم متولي او نور ياسين، دول كانوا لاعبات اكاديميات الكره الطائره في مصر، يعني لعيبه اكاديميه كره طائره فعلا. يعني احنا عندنا هم اطفال كده، هم اطفال 12 سنه و11 سنه يعني، وانا بقيت اقول لهم انتوا فريق النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله قادما باذن احنا عندنا حتى وحصل فعلا فعلا. فالحمد لله احنا عندنا النادي الاهلي بيهتم بالبراعم من قبل اي شيء. صحيح. عندنا كابتن نبيه صلاح رئيس الاكاديميه بتاع النادي الاهلي، عندنا مش عايز اقول لحضرتك افراد قد ايه النادي الاهلي، زايد مدينه نصر صحيح في فرع الجزيره، فكل ده نادي الاهلي مجلس الاداره مدير النشاط الرياضي بيهيئ البراعم دي ان تطلع لعبات محترفه وقابله، وهو ده النادي الاهلي يا كابتن. فده فخر كابتن واحد للنادي الاهلي. اعزائي المشاهدين لازم نطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل تغطياتنا الحصريه لبطوله افريقيا للكره الطائره سيدات والتي تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره. فاصل صغير وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، ما زلنا في تغطياتنا الحصريه لبطوله افريقيا للكره الطائره السيدات والتي تقام على ملعب الامير عبد الله الفيصل بنادي الاهلي الجزيره. الحقيقه البطوله النادي الاهلي يبحث فيها على لقبه التاسع. النادي الاهلي فاز واكثر الانديه الحصول على البطوله هو النادي الاهلي 8 بطولات، ان شاء الله اللقب التاسع يكمل في هذه البطوله. ارجع تاني وارحب بضيوف الكابتن نجلاء فوزي اللي مشرفاني النهارده، الكابتن بدري عبد الحميد. كابتن اجل حضرتك اكيد ليك ذكريات كبيره مع افريقيا، اكيد وسنين طويله ومدربين كتير. اكيد اكيد واحد عاصر مدربين كتير. ابرز ذكريات ايه يا كابتن؟ ابرز ذكريات البطوله الافريقيه اللي كانت معموله في الجزائر، كانت من اصعب البطولات. سنة واحنا كم كانت تقريبا 80 81 تقريبا على ما اتذكر يعني. فكانت من ضمن كانت الفرق القويه جدا، كنا بنقابل تونس والجزائر ده كانوا من اقوى الفرق المنافسه، وكنا دايما على طول منافسه مع الثلاث فرق دول بالذات بالتحديد. دي كانت انديه ولا منتخبات يا كابتن؟ دي كانت منتخبات. فالبطوله الافريقيه دي يمكن ما كملتش، احنا لو تتذكر ان حصلت فيها شويه مشاكل وفي الماتش الكوره، لان كانت طالعه العاب كل الالعاب المصريه، وحصل فيها ان احنا حصل ضرب في ماتش الكوره بتاع الفاكر لو تفتكر في ماتش الكوره ما بين مصر وليبيا. صح. وما كملناش البطوله. يعني انتوا ما كملتوش البطوله؟ ما كملناش، بس احنا كنا متفوقين في كل الفرق لان هي بتتحسب كمجموع نقاط العاب عربية. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي شفنا فيها حاجات. كان مين فنك؟ المدير الفني كان على ما اعتقد كابتن تيمور. كان كابتن تيمور. كان رئيس الاتحاد مين؟ كان كابتن ناصف سليم رحمه الله عليه، والد المهندس. والد المهندس. فعايز اقول لك ان هو كان من انجح رؤساء الاتحاد، وكان من الاتحاد المصري للكره الطايره في التوقيت ده كان واخد من انجح واحسن الاتحادات على مستوى الاتحادات كلها اداره. صحيح. وعايز اقول لحضرتك انه كمان مش بس كان على مستوى الطايره، لا يعني ناصف سليم حفظ الالقاب عمل اسم كبير لمصر في كره الطايره. اكيد اكيد. وكان مزلل لنا حاجات كتيره جدا. احنا كنا بنسافر في عصر ما كانش فيه فلوس، واحنا ما كانش فيه اي حاجه يعني. كان بيسفرنا كتير ونروح نعمل معسكرات كتير في بلاد كتير، ودي حاجه ما كانتش منتظر. لا كان هايل كمان. كان هايل. كان رئيس اتحاد بصراحه رائع يعني. صحيح. رحمه الله عليه. صحيح. رحمه الله عليه. كابتن نجلاء اكيد ليك ذكريات مع بطوله افريقيا.
والله احنا لنا ذكريات كتير قوي، كان عربيه او افريقيه. بس كانت اشادها او اقيمها كانت منتخبات، وكان ماسكنا ساعتها كابتن رؤوف عبد القادر كمان مدير نشاط الرياضي في النادي الاهلي. كان ماسك المنتخب 95 تمام، وكان رئيس الاتحاد ساعتها الاستاذ رؤوف المناوي مساعد وزير الداخليه. تمام، كان ماسك رئيس الاتحاد. فكان عندنا تصفيات منطقه 5 دي اللي كانت مؤهله لكاس العالم في اليابان. احنا باحلى من السودان ورواندا والمنطقه كانت اهم حاجه، كانت كينيا اهم حاجه بالنسبه لنا. كانت كينيا الرياضات الثانيه بتختلف، فاحنا كانت معموله في كينيا. فروحنا البطوله جاهزين طبعا، لعبنا الفرق رواندا اثيوبيا، لعبنا كسبنا. كان ماتش النهائي وكان الكابتن عزمي مجاهد كان المعلق بيذيع في اذاعه الشباب والرياضه، وكان معانا ميرفت رفشانه وكذا كذا مذيع كده، وكان معانا فريق الولاد كمان مؤهل معانا. ما احنا البطوله كانت تصفيات منطقه 5 ولاد وبنات، ولاد وبنات تمام، كل كانوا موجودين يعني كابتن ياسين امين ومحمد عبد الكريم محمد نصيرحي هاني حمدي الصافي، كانوا بامانه كانوا من يعني ما تقولش عليهم فريق، كان اخواتنا يعني. صحيح. هم طلعوا معانا في الباص، طالعين الباص قبلينا، قعدوا مستنينا قبل واحنا داخلين، عامل لنا جو خاص لينا واحنا داخلين كبنات النهائي، اسره واحده بالظبط. فدخلنا البطوله طبعا الماتش كان قوي جدا جدا. كان مع مين فاينل؟ كينيا. كينيا 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 ما قابلتوهاش في التصفيات، ما قابلناهاش. هي التصفيات دي التصفيات اللي كانت مؤهله لكاس العالم، احنا كسبنا الماتش النهائي. هو كينيا، لا كينيا هو النهائي، هي مجموعه واحده والماتش الاخراني. مش عايز اقول لحياتك حاجه يعني، ما كانش فيه خرم ابره فاضي في الصاله يعني، احنا كنا شايلين كل حاجه فوقينا. المنظر هناك المجمع بتاع الاستاد، استاد نيروبي اللي هو نيروبي، هو الاستاد نيروبي ملهاش اي حاجه طبعا. اكونا موطاطه دي اعلى حاجه عنده. كل اللي راح كينيا، انا رحت كينيا لعبت على الملعب ده كلنا رحنا، كلنا رحنا لعبنا، كل هم عندهمش غير المجمع. احنا كنا يعني خايفين الموقف، مرعبين جدا. المباراه كانت قويه جدا، شوط شوط متعدين ماشيين ايكوال جيم، واحد نقطة. واحد شوط ثاني شوط. بس انتوا كان زمان عندكم بقى حته الارسال بيتغير، بيتغير المباراه كانت ممكن تقعد ثلاث ساعات اربع خمس ساعات يعني، مش كل نقطه بنقطه. لسه ده اللي انا عايزه، كان الموضوع كان مختلف، ولذلك كانت لياقتنا جامده جدا جامده جدا، لان لما نقعد ممكن مباراه تقعد ثلاث ساعات، ممكن نقعد نص ساعه مفيش نقطه، مفيش نقطه فعلا فعلا. الدنيا اتسهلت دلوقتي كتير عن الاول، اسهل بكتير. كان زمان نظام الشوط ال 15 نقطه بتغيير الارسال والحاجات دي كلها. فطبعا انت حضرتك عارف كينيا، وحضرتك رحت كينيا طبعا، فرق الاكسجين عندنا فظيع جدا بالظبط كده، فكان مفيش اي ماجيك. فوصلوا ان احنا كسبونا 4-2 يا 3-2 لا 2-1 2-1 والشوط الاخير اللي هو الرابع لو كسبوه خلاص 3-1. كانوا واصلين كام؟ كانوا 14 واحنا 9 يعني 1 بس جيم. نقطه مش عايز اقول لحياتك، من 14-9 احنا خدنا الجيم 17-15 الشوط، ما خدوش نقطه، ما اخدوش، واحنا خدنا الشوط الخامس. الكلام ده كان في الشوط الخامس، الشوط الرابع كنا 2-2، الشوط الخامس وصلوا 14 واحنا 9 تاني. بقول لحضرتك 14-9 يعني خلاص، اول ما تلاقوا 14-9 على اللوحه تتحول يعني. المفروض احنا يعني فرقه نشوف كده 14-9 خلاص نستسلم انتهينا، الشوط الخامس يعني هنعوض 6 بونت مش ممكن. فسبحان الله، لا ده مش 6 ده 8 مش هتوصل 17. لا 17 عشان نوصل ل 14 بس، انا نوصل ل 14. احنا فضلنا هم وقفوا على النقطه ال 14، احنا 14-11 14-11 كل ما بنجيب نقطه بناخد دافع قوي جدا. 14-12 14-13 وصلنا 14-14 مش عايز اقول لك الجمهور بقى اللي عمل طبعا. وصلنا 15، هم اخذوا 15-14 رجعنا ردينا عليهم 15-15 بعد كده اخذت الارسال منى عبد الكريم، كنت انا على الشبكه تهاني توسن على الشبكه، معانا يا ربي سوزان صالح على الشبكه. ايه ده كمان؟ خلاص احنا الثلاثه على الشبكه 15-15 طلعنا 16-15 جبنا النقطه الاخيره 17-15 مش عايز اقول لك على اللي حصل. كابتن عزمي مجاهد كان ساعتها بيذيع على الشارع مش عايز اقول لحضرتك، هو شتمنا علنا، عملوها ولاد الكلب يعني، مش عايز اقول لحضرتك عملوها دي. احنا ما شفناش غير فريق الولاد نازل لنا الصاله، احنا مش مصدقين تمام. وكان في بطوله امم افريقيه هتتعمل في مصر، كان هيخشها وكان منظمها النادي الاهلي، وكان هيخشها الفريق السكند تيم بتاعنا يعني عشان احنا بره البي تيم. البي تيم بالظبط. فقرار منهم كان مجلس الاداره ان ما فيش حد يدخل الا احنا، واحنا نزلنا من البطوله دي على البطوله الثانيه اللي مقيمه في مصر على طول. فده كان بطوله مش عايز اقول لك ما شفناهاش. طب جماعه يعني احنا عندنا تقرير كمان مهم جهزته قناه النادي الاهلي مع فريق نجمه الشلف الجزائري في كواليس البطوله، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم.
مرحبا بكم. اولا اود ان اشكر الشعب المصري كله والمنظمين على حسن الاستقبال. احنا مبسوطين جدا هنا بمصر، كل الامور مهيئه والحمد لله. نشكركم مره ثانيه على حسن الاستقبال والمعامله الحسنه خاصه لنا احنا كجزائريين للمثل الكرة النسوية، كرة الطائرة النسوية الجزائرية وفريق نجمة الشلف والشعب الشلفي خصوصا. أود أن أعرفكم بمدينة الشلف. أولا الشلف هذه مدينة جد قديمة، كانت تسمى في العهد الروماني بمدينة الاسم كاستيلون، بعد الرومان كانت تسمى في العهد الاستعماري أوريونفيل، الاستعماري الفرنسي يعني، وبعد الاستقلال كانت تسمى بمدينة الأصنام التي ضربها الزلزال 1980 الذي أتى على حوالي 80% من المدينة. هي مدينة تسمى حاليا بمدينة شلف، وهذه التسمية جاءت بعد الزلزال 1980. هي مدينة تقع في وسط الجزائر في الشمال الجزائري، تبعد حوالي 200 كيلومتر عن العاصمة الجزائر نحو الغرب. بالنسبة للفريق، فريق نجمة شلف كما قال الأستاذ بودينا أسس في 2008، وإحنا كان سبق لنا وين كنا في ميدان كرة الطائرة، درنا هذا الفريق وتقريبا كله من مدينة شلف. بعد سنتين بالضبط شاركنا في البطولة الإفريقية وين حصلنا على المرتبة الثالثة، وانهزمنا فقط مع الفريق المنظم اللي هو بريزنت. وفي 2012 بثلنا كل العرب من بينهم مصر، وفي العودة دارت لنا المسؤولين للاتحاد هنا في مصر داروا لنا حفلة استقبال، حفلة رسمية، وبالمناسبة نشكرهم ونقول لهم يعطيهم الصحة. جينا مصر نشكر المصريين يعني، لقينا ترحيب جيد يعني، ظروف الإقامة جيدة الحمد لله. احنا جينا الفريق شلف أتى إلى مصر، كاين لاعبات أتوا لأول مرة يعني. أنا شاركت في البطولة الإفريقية المقامة بمصر في 2008 مع فريق مولودية الجزائر، أين حزنا على المرتبة الثانية، وشاركنا ثاني مع فريق جي اس بي البترولي في 2015 أين حزنا على المرتبة الخامسة. وهذا فريق نجمة شلف فريق يعني جديد، ليس له خبرة، احنا حنشارك باش نكتسب الخبرة مع هذا الفريق ان شاء الله في البطولات الجايين حيتحسن الفريق، وان شاء الله يكون الاهداف نيل البطولة في الاعوام الجايدة، باسكو فريق جديد العمر يقل من اقل من 21 سنة، ان شاء الله حيكتسب خبرة في هذه البطولة. يعني نشكركم على ضيافة فريق الاهلي البطولة الافريقية. صحيح في البطولة عندنا نحرص على الاكل تاع اللعبات، على النوم، على التدريب، وقت التدريب، وقت الراحة، تغيير المناخ يعني. احنا في الجزائر مازال عندنا الشتاء، البرد لحقنا لهنا، درجة الحرارة راهي تقارب 33 درجة، دونك كاين تغيير في درجة الحرارة، دونك عندنا امراض في المشاكل، دونك اشياء بسيطة يعني فات تجوزناها في احسن ظروف الحمد لله. البارح بدينا اول ماتش بالنسبه للفريق بالنادي كونتر تونس، خسرنا مي جو بريبار زعما رانا نوجدوا للماتش الزوج ان شاء الله فيها خير باذن الله. السلام عليكم. الحمد لله الاوضاع كويسه. لا، هو المره الاولى نجي لمصر،
bon, ça, ça me fait un grand plaisir d'être ici avec vous, avec notre groupe. Bon, à l'organisation, ça se passe très bien, alhamdoulilah. Et voilà. Assalamu alaikum. Ça fait deux jours, yomin, nous sommes ici. L'iqama est mliha, tout est mlih, tout est bien. Alhamdoulilah. Assalamu alaikum. هذه ثالث مرة لي في مصر والحمد لله لحد الآن التنظيم جميل والإقامة رانا مرتاحين والبطولة بدأت البارح ونحن كان ماذا بينا نجو لمصر باسكو نتفرجوا بزاف لي فيلم تاع مصر البلاصة اللي نحب نروح ليها شرم الشيخ مازال ما رحت ليها. السلام عليكم. أولا أنا ثاني مشاركة لي في البطولة على مستوى مصر و تنظيم محكم وفي فرق كثيره مشاركه وفي مستوى عالي بين الفرق وان شاء الله نقدر نديروا يعني مباراه جيده على مستوى مصر. احنا في البدايه هلا يعني الان عندنا هدف انه البطوله الافريقيه ونربح اكثر ماتشات وثاني هدف اكيد مش هدف يعني عندنا جهه اخرى انه نتفسح ونطلع نفسنا كلنا نشوف الاهرامات نفسي نروح نهر النيل. السلام عليكم. اول مره اجي لمصر حلوه عجبتني عندنا يومين ملي جينا مليحه الدعوه عجبتني. شفنا تقرير مع حضراتكم مع طبعا اعضاء الجهاز الفني واللاعبات لفريق نجمه الشلف الجزائري والحقيقه معلومات حلوه عرفنا المدينه بتقع فين عرفنا كلام كتير ما كناش هنعرفه ابدا من غير مشاركه هذا الفريق وشفنا قد ايه الفريق مرتاح وبيشكرونا واحنا بنقول لهم اهلا بيكم اهلا بكل الاخوه الجزائريين على ارض مصر وكمان اهلا بيكم جوه النادي الاهلي الحقيقه شعور كبير جدا لما بنلاقي الاخوه العرب ممثلين عن افريقيا بيشاركوا على ارض مصر بنبقى سعداء بيهم جدا ان هم في مكانهم الثاني او بيتهم الثاني مصر. كابتن يمكن تقرير حلو تقرير جميل الحقيقه سجلته كاميرا قناه النادي الاهلي قد ايه اللاعبات فرحانين قد ايه الجهاز الفني مبسوطين بالمشاركه في البطوله بيشكروا النادي الاهلي على حسن التنظيم وحسن الاستقبال. طبعا ده اكيد الحمد لله طبعا ده احنا اتكلمنا واشهدنا بالافتتاح او التنظيم بتاعنا الحمد لله على اعلى مستوى فده كان متوقع من جميع الوفود اللي موجوده. نجمه الشلاف الجزائري ده فريق اول مره يشارك في بطولات افريقيه بالنسبه له ده فتره احتكاك او فتره خبره يبدا ياخد خبره من الفرق اللي حواليه. وقال كمان ان هم مؤسسوا 2008 يعني النادي نادي مؤسس سنه 2008 جديد خالص حضرتك هتشوفنا كمان من ضمن التقرير اعمار اللاعبات ما يعدي 21 سنه لاعبات صغيرات ناشئات بتنبأ لهم بمستقبل كويس ان شاء الله. طبعا الخبره قدره الاحتكاك قدره اشوف مباريات كثيره اشوف فرق طبعا ده بيديني خبره فربنا يوفقهم ان شاء الله. خلينا نقول ان هم اتكلموا عن معلومه يمكن احنا ما نعرفهاش او الجيل اللي موجود ما يعرفهاش ان كان في زلزال كبير في هذه المدينه سنه 1980 بالزبط. يمكن هو ده التاريخ دمر 80% من البلد صحيح وبيقولوا ان هو ده التاريخ اللي ابتدت فيه العصر الحديث لهذه المدينه بالظبط. فيعني مدينه مكافحه واضح ان بدات تاسس حتى الرياضه يمكن 2008 طبيعي حاجه بسيطه جدا حاجه قريبه جدا يعني ما تجيش 10 سنين واحسن ترتيب يعني حققه الثالث تمام بالظبط كده. احنا بنتكلم احنا طول عمرنا عارفين عن الجزائر بنلعب يا بجايه يا مولوديه ما عندناش اي فريق ثاني في الجزائر ان احنا بنلعبه غير بجايه مولوديه. فرقه شلاف دي بتبعد عن العاصمه 200 كيلو في الشمال فطبعا ده انجاز اللي هم عاملينه انجاز وربنا يوفقهم ان شاء الله وياخدوا اكبر احتكاك او اكبر خبره ليهم بجانبهم جانب الدول اللي معاهم الدول الافريقيه او الدول العربيه الموجوده بجانب ان هم بيلعبوا وهم في مجموعه كارتاج التونسي ده حظهم السيء ان هم في كارتاج التونسي طبعا 3-0 فربنا يوفقهم ان شاء الله في مجال البطوله ان شاء الله ونقول لهم مرحبا بكم في بلدكم الثانيه مصر. صحيح كابتن بدريه يمكن الكلام واضح كله حسن التنظيم الاكل تمام يمكن هم بس قالوا فرق درجات الحراره شويه الجزائر دلوقتي ثلج او ساقعه جدا في مصر الجو يعني قال لك بس ده سبب لنا شويه مشاكل بس هم مرتاحين جدا في الاقامه. ما احنا من الاول بنقول ان النادي الاهلي عمل مجهود كبير جدا علشان يوصل بالمستوى اللي احنا شايفينه المشرف فاختيار الاماكن واختيار
يعني هو عامل منظومه هايله جدا للجديد اللي انت تسمع ده من الفرق كمان المشاركه يعني كده. يعني خلي بالك برضو الفرق الجزائريه والتونسيه عايشين في ليفل ستاندرد عالي شويه. يعني هم عايشين زينا يعني، يمكن افريقيا السمراء شويه بيعانوا شويه الحاجات دي، انما لما تلاقي دول شمال افريقيا بتشيد بالتنظيم لان هم اوريدي عندهم هذه الامكانيات، فالحقيقه ده برضو بيكون حاجه كويسه واضافه من النادي الاهلي. وخلينا نقول برضو ان ده بيعلي المستوى الفني لما بيلاقي اللاعبات او اللاعبين مرتاحين نفسيا، اكيد بيفرق معاهم في الناحيه الفنيه، بيبقوا مرتاحين في الاقامه في الاعاشه في الملاعب في اكيد بتفرق معاهم قوي في الناحيه الفنيه جدا يعني. طيب احنا معانا على التليفون كابتن انجي الشامي لاعبه النادي الاهلي السابقه والحقيقه اعتزلت يعني منذ قليل. انجي ازيك؟ كابتن هيثم ازي حضرتك؟ منورانا وعلى على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا يعني تحبي تقولي ايه في بطوله كبيره زي دي على صاله النادي الاهلي؟ طبعا انا بمثل حضرتك وكابتن نجله وكابتن بدريه، وطبعا انا من الناس اللي حضرتك عارف ان انا ببقى معجبه جدا بحضرتك وبالتغطيه الفظيعه اللي حضرتك بتبقى عاملها في قناه الاهلي. صحيح. مع طبعا مع الناس الجميله اللي مع حضرتك. بطوله طبعا بطوله كبيره وبتقام على نادي بطوله النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ده طبعا حاجه تشرف الناس كلها وتشرفنا احنا كلاعيبه حتى السابقه اللي احنا الناس زي دي تبقى عرفت مين اللاعبات الموجوده ومين اللي كان بيلعب ومين اللي طبعا حضرتك بتستضيف ناس كبيره فكل الناس بتبقى عارفه مين الناس دي. يعني انا اعتقد البطوله ان شاء الله ماشيه كويس واحنا الحمد لله لغايه دلوقتي حققين يعني ماشيين كويس جدا مع البنات بتوعنا وان شاء الله نحقق. طب انجي قولي لي، انت شاركتي في بطوله افريقيا اللي فاتت صح؟ طيب قولي لي فرق المستوى، انت شاركتي في الاثنين دول او شاركتي في اللي فاتت وشفتي دي يعني شفتي الاثنين، رايك المستوى انهي بطوله كان فيها المستوى اعلى، دي ولا اللي فاتت؟ لا هو اللي فاتت ما كانش بالعدد ده يعني 22 فرقه عدد كبير طبعا والفرق كلها فرق كويسه وجامده واعتقد اللي جيني اكينيا داخله ثلاث فرق فلا يعني بطوله كبيره وانا اعتقد ان شاء الله باذنك يا رب يعني النادي الاهلي قدها يعني قدها، اعتقد الفرقه مستعده كويس وكابتن حمدي برضه مستعد للناس كويس وعارف ودارس الفرق كويسه فلا طبعا ان شاء الله يعني خلينا وان شاء الله يبقى وسط جمهورنا بطولتنا وسط جمهورنا باذن الله يعني. طب انجي قولي لي تتوقعي مين في الفاينل يا انجي؟ والله انا مش يعني انا اعتقد اللي هيبقى فرقه من كينيا والاهلي باذن الله. طيب قولي لي برضه عايز اسالك سؤال، انت لسه بتروحي الملعب لآية ولا ممكن برضه يعني ما تفوتي ماتش كده؟ لا ممكن افوت. احنا بس بنعرف الساده المشاهدين ان انت طبعا اخت آية الشامي يعني من افضل اللاعبات في مصر وافريقيا طبعا لم يكن وافضل لاعيبه عربيه في البطوله اللي فاتت. وفاكره يعني يا انجي لما كنا في البطوله العربيه كانت آية قالت لك لا خليكي معايا في الفاينل وبتاع بس انت فضلتي تكوني معانا في الاستوديو التحليلي. هل بتأزريها لسه موجوده في الملعب ولا يعني ممكن هتروحي لها على دور الثمانيه كده؟ لا انا موجوده معاها على طول بس انا بس بيبقى عندي ساعات امتحانات عشان كده مش ببقى متقدة على طول بس يعني ان شاء الله يعني ابقى موجوده معاها على طول يعني ان شاء الله. طب انجي قولي لي يعني عوده مريم متولي يمكن دي اول بطوله ليها بعد العوده من الاصابه، مريم لعيبه كبيره وعملت عمليه في كتفها الايمن ودي اول بطوله تلعبها كبيره بعد الاصابه، يعني اكيد مريم اضافه كبيره للفرقه بعد عودتها. طبعا مريم لعيبه كبيره، هي لعيبه صغيره سنا بس هي لعبت كتير ولعبت وسط ناس كبيره فلا فهي لعيبه كويسه جدا ولعيبه خبره تعتبر من الناس الخبره برضه في الملعب حاليا فطبعا استفاده كبيره للفرقه لما مريم ترجع يعني حتى لو هي دلوقتي لسه انا عارفه ان هي رجعت بس هي لسه طبعا ممكن تبقاش لسه وصلت مستواها قوي بس انا عارفه ان هي رجعت بنسبه كبيره قوي وفي حاجه مكسب للفرقه حاجه كبيره يعني. طب انجي يمكن اغلب اللاعبات ممكن يكونوا سامعينك النهارده تحب توجه لهم رساله تقول لهم ايه ازاي يقدروا يوصلوا بالبطوله لبر الامان ونوصل للفاينل ونتوج بالبطوله، تحب تقول لهم ايه يا انجي عبر شاشه قناه النادي الاهلي؟ طبعا انا عارفه ان هم استعدوا كويس وانا عارفه ان هم عملوا اللي عليهم وزياده، هو كل القصه ان هم محتاجين شويه تركيز مع شويه احتواء للملعب واحتواء لسماع كلام المدرب، ده طبعا ان شاء الله هيوصلهم للادوار النهائيه، احنا ما بنفكرش احنا من الاول بس انا عايزه اقول لهم ان هم ما يفكروش في الفاينل وبنفكر واحده واحده ستيب باي ستيب
اللي احنا نوصل للفاينل ان شاء الله واحنا مرتاحين على الاقل. احنا كاتبين ان شاء الله نكسب كل ماتشاتنا بسكوراتنا كويسه ان شاء الله ربنا يكرمنا ومن بعد كده نوصل للفاينل ان شاء الله. انا مش بفكر في الفاينل دلوقتي، انا بفكر في الاول في الادوار الاولانيه. اكيد كلام مظبوط. انجي الشامي طبعا كابتن النادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه النادي الاهلي. الحقيقه هي جينات الفرقه كلها، حتى اللي بطل واللي جه بكده نفس الروح ونفس اللغه، صح ولا لا؟ طبعا طبعا. اللي لعب في نادي الاهلي هيفضل طول عمره بيتكلم عن النادي الاهلي بهذا الطريق، صحيح مش اكتر. بطوله ونكسب ونركز خطوه خطوه. شوفي يعني دخلت هي على طول اول ما جينا السؤال. لا ماشيين مباراه مباراه، احنا دايما كده فعلا. النادي الاهلي لعبته في اي بطوله بنمشي تدريجيا، ما بنبصش للنهائي ابدا، بنمشي بندي كل مباراه كل مباراه حقها، حتى لو كان الفريق ضعيف. صحيح. الاهلي متعود يدي الفريق والمباراه حقها، ده لينا احنا مش للفريق المقابل. يعني خلي بالك كلمه انجي، بقول للعيبه ركزوا في ماتش ماتش ما تبصوش للفاينل. بالظبط دي حقيقه. دخلتني على طول بتلعب. هي كان لعيبه بتلعب اي لعبه عندها الحس دوت. يعني عندها الحس لا ركزوا ما تفكروش في ماتشات اللي بعد كده. هو ده اللي احنا دايما بنعيشه، يعني ان دايما نفكر في اللحظه. انجي من اللعبات الجميله، كل ماتش مهما كان ضعف وقوته لازم نفكر في كل ماتش بكل جوانبه يعني. صحيح. وخلي لها برضو اتعمدت اسالها عن مريم، لان الحقيقه مريم كلنا واقفين في ظهرها. مريم دي من وهي طفله، من وهي طفله انا دايما كنت اقول لها انت لاعبه المستقبل. هي كانت لاعبه قلوقه، وكانت لما كانت بتخسر وهي صغيره 11 12 سنه كانت تقعد تعيط، ويعني كان عاجبني فيها الحس، وهي اهلاويه قوي وتحب المكسب قوي، فهي من يومها بصراحه من يومها. لا انا حبيت ليه؟ لان مريم محتاجه كلنا نكون في ظهرها. اول بطوله ليها بعد اصابه كبيره، عمليه في الكتف، ولاعيبه كبيره ولازم نكون في ظهرها ولازم نكون بندعمها طبعا. اضافه كبيره هتبقى اكيد 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 مستواها الطبيعي، اكيد اضافه كبيره ان شاء الله. وهي هتبقى من افضل اللاعبين ومن احسن اللاعبين في مصر ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نرجع تاني للتقرير اللي احنا شفناه مع نجمه تشيلسي الجزائري، واتكلموا عن التنظيم وكلموا عن البطوله. يمكن في مجموعه شاركت في بطوله 2008 ولسه فاكرين حتى الان، شفنا يعني الجهاز، في ناس شاركت في بطوله 2008 وفاكرين حتى الان. اكيد شاركوا مع فريق مولوديه او فريق بجاية الجزائري ايا كان. في لاعبتين او ثلاثه حضروا مصر، جم مصر قبل كده مرتين. ده يدينا الناتج العام ان دي فرقه جديده 100%، عناصرها ناشئات الدرجه الاولى. متوقع ان تبقى ثاني المجموعه بعد كارتاج لو فازوا على بافيا الكاميروني. متوقع بافيا الكاميروني مش الفريق اللي زي بالظبط زي فاب، لا بافيا عاديه جدا، فممكن يكون المباراه ايكوال جيم بين شيلف وبين بافيا، يطلع شيلف يبقى ثاني المجموعه مع الكارتاج. صحيح. تمام. يبقى انجاز كبير للتاهل للدور الثاني، ويبقى بالنسبه له انجاز كبير جدا ان هو يبقى ثاني مجموعه باللعبات الصغيره دي. تمام. وخلينا نقول برضو ان يعني الجهاز الفني واللاعبات كل واحد من كل التقارير اللي احنا شفناها، كل واحد عارف هو جاي ليه. طبيعي. ما انا اقول حاجه يعني كابتن هيس، ثلاث ارباع الفرق اللي جايه مشاركه فقط لا غير، وتجهز نفسها للسنين اللي جايه، تجهز نفسها وتجهز اللعيبه ان هي بتاخدوا اكبر احتكاك دولي، اكبر خبره من الفرق اللي امامهم علشان البطولات القادمه. صحيح. احنا لو احنا مسكنا او شفنا قدامنا ست فرق فقط لا غير اللي جايه تدافع عن اللقب او عايزه تحفظ اللقب. الاهلي المصري، كارتاج التونسي، البايب لاين، السجون الكيني، دول الفرق اللي عايزه تنافس على البطوله. وممكن يجي بعديهم فرق زي فاب الكاميروني برضو. فاب الكاميروني طبعا، ده طبعا طبعا ده من ضمن الست الفرق اللي انا بتكلم عليهم انهم عايزين ياخدوا البطوله. بالظبط. طيب خلينا نقول سيناريو اللي ممكن يحطه كابتن حمدي الصافي، هل مطالب منه التركيز على تشكيل معين، ولا مطالب منه يشارك كل اكبر عدد من اللاعبات في الماتشات التمهيديه؟ هل هيبتدي بقى لما يخش في جد في دور الثمانيه هيبتدي يركز على اللاعبات اللي فايقين اكتر؟ طيب. يعني اديني سيناريو بحكم خبرتك مع الكابتن حمدي الصالح. بالنسبه لكابتن حمدي، الفرقه احنا 14 لاعيبه موجودين معاه. ال 14 لاعيبه مش عايز اقول لحضرتك، ال 14 زي بعض. يعني اللي بره بيقدر يؤدي زي اللي جوه بالظبط. بس ساعات بيبقى زي بيقول النهارده يومك. حاجه زي كده يعني، احنا كلاعيبه موجود النهارده يوم ايه النهارده مش في يومها، فبتحصل دروبات حاجات بسيطه في ايام معينه في البطوله، وده وارد لجميع الفرق. تمام. فهو عنده البديل وجاهز ان شاء الرحمن، فهيعوض النقط الضعف دي لو وصلنا فيها وقعنا فيها في يوم من الايام. احنا عندنا مريم متولي لسه راجع من اصابه، طبعا هو بدا يلعبها امبارح اكتر الوقت عشان يديها احساس المباريات، عشان بقى لها فتره كبيره قوي غايبه عن المباريات. بدا يديها الاحساس بالملعب، وقفه الملعب مع فرقتها، مع انها لعبت مباريات خارجيه في المعسكر مع سلفينيا، بس الرسمي تماما غير الودي. غير الودي. تمام.
عندي فريدة العسقليني في مركز ثلاثة، عندي نرمين المنشاوي في مركز ثلاثة، عندي نور ياسين في مركز ثلاثة، فعندي لعيبة أسماء ما شاء الله ولعيبة ذات مهارة. أفهم من كلامك إنه حسب توفيق المباراة بالظبط وحسب الموفق كابتن حمدي الصافي، يعني كابتن حمدي 14 لعيبة زي بعض بالظبط. كابتن حمدي مش من النوع اللي بيحب يغير بسرعة ولا من النوع اللي بيغير في غلطة أو اتنين، لا بالعكس هو بيستنى على اللعيب لحد ما خلاص هو وصل أو عرف بقى اللعيبة بتاعته دول مش النهاردة صحيح. مش ده يومي لا هنزل حد تاني يقوم بوظيفتك اللي انت بتعمليها بالظبط. صحيح صحيح. احنا الحمد لله الفرقه اللي عندنا فرقه كامله متكامله. نعم. اذا كانت لعيبه اربعات او لعيبه ثلاثات او لعيبه اثنينات، وعندي طبعا الليبرو زي ما قلت لحضرتك مريم مصطفى احسن لعيبه في احسن ليبرو في افريقيا، وعندي ندى وليد ليبرو جديد ما شاء الله برده ثابته نفسها جدا جدا جدا, جداً. لعيبه ناشئه وثابته نفسها بطريقه في تقدم مستمر. صحيح صحيح. نعم. فدي حاجة تدينا إن شاء الرحمن إن إحنا يبقى عندنا إطمئنان وواثقين في اللعيبة بتاعتنا إن إحنا هنقدر نجتاز أي مباراة قدامنا إن شاء الله. ده ما اللي بيميز النادي الأهلي على فكرة. ده لقطات من ماتش إمبارح مع النادي الأهلي واللي لعبه إمبارح وفاز فيه 3-0، يمكن كان واضح يا كابتن بدرية برضو حتة التركيز، اللاعبات السيرف كانوا موفقين فيه جدا، يعني بيتهيألي فيه تعليمات كانت واخدينها صراحة إن نقلل عدد أخطائنا. طبعا. عارف ان ده فريق بيمثل البطوله كامله يعني، ففرقه النادي الاهلي بالنسبه لل 14 لاعب اللي بيختاروا زي ما قالت كابتن نجلاء ال 14 بيبقى مستوى واحد يعني ما فيش حد فارق عن حد، اي حد وزي ما قالت برضو ان كابتن حمدي ليه رؤيه في ان كل واحده ليها ميعادها وليها وقتها في الماتش، لكن كل اللعيبه كلها على مستوى واحد. المنتخب مصر 90% من فرقه النادي الاهلي 90% موجوده منتخب مصر وبشكل اساسي صحيح. في المنتخب القومي يعني. بس خلينا نقول ان ماتش امبارح برضو النادي الاهلي ما اختبرش بشكل كبير، يعني فرقه ضعيفه طبعا واختيارها في الافتتاح كان كابتن حمدي الصافي، طبعا هو بيختار الافتتاح، كان قاصد ان اللعيبات تاخد الثقه، كان قاصد ان اللعيبات تبتدي تخش في مود البطوله، بس يمكن فرق المستوى هو يمكن الشوط الثالث شفنا كمان النادي الاهلي يمكن خدوا منا شويه نقاط اكتر. فعلا هم الاحساس بقى الملعب لما بيبتدوا اللعيبه بتخش في البدايه كده بيبقى برضو ايه بطوله كبيره ولسه مش عارفين الفرقه شكلها ايه وبتاع، بيبقى احساس الملعب مجرد ما احساس الملعب يعني الواحد وهو لاعب لما بيبقى داخل هايب صحيح. الملعب وهايب الجمهور وهايب الموقف يعني ده يمكن وخلاص بيخش احنا شفنا 19 15 الدنيا كانت قريبه شويه بس ده يمكن حصل نفس اللي حصل يا كابتن مع نادي الشمس النهارده بتاعي كابتن حمدي الصافي، ولا ايه رايك يا كابتن نجلاء؟ لا كابتن حمدي الصافي ما غيرش بوزيشن. احنا كلاعيبه النادي الاهلي نتكلم احنا بناخد الشوط الاول حاليا نازلين ساحقين جدا بالظبط، الشوط الثاني ساحقين جدا، الشوط الثالث بنبقى اللعيب بياخد حاجه زي الاطمئنان خلاص انا ريحت والماتش كده كده مخلص فانا اهدي على نفسي شويه اعمل على نفسي شوية. دي نظام الاهلي. كابتن حمدي لما نزل هو شارك اللعيبه كلها في ماتش امبارح، مباراه امبارح اكتر 90% من اللعيبه كلها شاركت، دانا نزلت، رحمه نزلت، رنا الجهري نزلت، كل اللعيبات نزلت، مريم متولي كانت بتلعب، كل اللعيبه شاركوا امبارح زي بعض تمام. بالنسبه لفريق النادي الاهلي وهو كابتن حمدي ما غيرش في البوزيشن، ما وداش لنور ياسين تلعب في مركز اربعه لا بالعكس هو ادى اللعيبه كلها حافظ على مركزه كويس جدا بالظبط كده بحيث ان انا اطلع بالنتيجه نتيجه مرضيه وفي نفس الوقت ادي لكل واحد لعبه. وده العيب اللي وقع فيه كابتن هيثم رشاد النهارده ان هو ما حط عمل تغييره كده ما حطش كل حد في مكانه فده اللي خلى الشوط الثالث برضه كاستوديو تحليلي احنا هنا عشان نساعد الفرق، احنا هنا مش عشان طبعا انتوا كباتن مصر وخبره كبيره جدا والاستوديو التحليلي استوديو تقيل لان انتوا كباتن مصر وفنيا ما شاء الله عليكم، فطبعا لما بنوجه رسائل زي دي او بنتكلم احنا من منطلق ان احنا طبعا بنوجه رسائل فنيه ممكن تفيد الفرقه المصريه المشاركه وكوجهه فنيه طبعا بحته، بس خليني اقول ان النادي الاهلي برده محتاج يمشي على النمط ده. الماتش بتاع بكره برده هيكون ممكن يكون اقوى شويه، ممكن الماتش اللي بعديه هيكون الدنيا اقوى شويه، يمكن كابتن حمدي الصافي تدريج المباريات ده وتدريج المستوى هيوصل بين دور الثمانيه هيبقى اقوى شويه يخش على قبل النهائي. بتهيألي كابتن حمدي دارس السكه كويس. اكيد هو دارسها تماما وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي. مباراه بكره ان شاء الرحمن هيخسر الجيم 1 سايد جيم 3-0
هفكر حضرتك بكره ان السكور هيبقى بعيد جدا. يعني الاهلي هينزل بكره بطريقه، لا يعني احنا عندنا قرار نخلص بسرعه. صحيح. عايزين نخلص بسرعه. طب كابتن خليني اقول حاجه مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي. احنا عندنا في الجهاز بيبقى فيه طبعا ايمن فؤاد عبد السلام محلل تقني. بالظبط. هنعرف الناس دوره ايه. ممكن مدير فني يبقى في ماتش، بس المحلل ده لو راح مباراه بيجي يديله قرايه الفرقه اللي هيلعبها. بالظبط. كلمينا عن دور المحلل التقني اكتر. يعني دور كابتن ايمن مثلا في مباراه مثلا بين البايب لاين والفابر كبيروني ايا كان، فاحنا احتمال اللاعب في اكيد، فكابتن ايمن بيروح يحضر المباراه، بياخد كل لاعيبه، اللاعيبه دي اكتر اقوى لاعيبه ارسال، اللاعيبه دي بتلعب ارسالاتها دايما ما بين 5 و6، يا ما بين 6 و1، دي بيسهل علينا يعني السكاوتنج. احنا قاعدين في المحاضره مع المدير الفني، انا نازله عارفه انا الكور دي جاي، اللعيبه دي هتلعب ارسال فين، انا شايفه اللعيبه دي هتضرب فين بالظبط، يعني بشكل كبير. بالظبط كده. احنا ما علينا غير ان المدرب بيحفظ اللعيبه في الاجتماع اللي بيحصل في المحاضره قبل المباراه، ان وظيفتك كذا وظيفتك كذا. ما كانش في قبل كده ايام كل المحلل التقني ده كان موجود ولا لا؟ احنا اللي كنا بنعمل الموجود بعض كابتن رب. والله اللعيبات وكده كنت بتعمل كابتن رؤوف وكابتن نبيه، كابتن رؤوف وكابتن نبيه كان هما اللي بيعملوا السكاوتنج، وكانوا بيخلونا نعمل ايه، بيوزعوا علينا اوراق زمان. انا مثلا انا امسك الاستقبال بتاع الفريق ده، انا امسك الارسال بتاع الفريق ده، انت تمسكي الضريبه بتاعه المكان. فاحنا كل واحد بنعمل، طبعا احنا بنعمل على قد، احنا ممكن نشوف شوت ونطنش بنتكلم مع بعض طبعا كلاعبين، او ممكن حاجه تفوت عليكي بالظبط كده. فبنجمع الورق في الاخر، كابتن رؤوف بيمسك الورق، كابتن نبيه طبعا بجانب ان احنا بنسجل المباريات بشرايط فيديو، فكان كابتن نبيه وكابتن رؤوف بيقعدوا لحد الصبح لحد ما بيخلصوا. طيب. كل حاجه. خلينا نروح النادي الاهلي الجزيره ومقر النادي بالجزيره ولقاء مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. تحياتي ليك من جديد كابتن هيثم السعيد، لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وتغطيتنا الخاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره للبطوله الافريقيه رقم 29 سيدات. معانا طبعا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ومدير البطوله، واحد القامات الكبيره في الكره الطائره. يمكن طبعا في البدايه عايز اكد ان كل رؤساء البعثات وكل الفرق اللي انا سجلت معاهم بيشيدوا بالتنظيم، بالاستقبال، بحفاوه الاستقبال، بكل الامور الجيده بالنسبه لكم، ده بينعكس عليكم ازاي مع اول يوم يا كابتن رؤوف في البطوله؟ في البدايه طبعا برحب بقناه النادي الاهلي اللي هي شريك اساسي لينا في هذا النجاح، لو احنا سميناه نجاح بشهاده جميع الفرق. فزي ما حضرتك سامع وشايف احنا بيبقى علينا كتير جدا، يعني تملي المنظمين السابقين او اللاحقين بيبصوا لنا احنا كنموذج اللي بيقتدوا بيه، فبالتالي احنا يعني بفكر تملي في العلامه الكامله، العلامه الكامله في التقييم. بنزعل من نفسنا قوي لو اي حاجه فاتتنا دون قصد. ففي تقييم يومي الحمد لله، بنقسم البطوله لمراحل، اول حاجه الاستعداد ليها والاجتماع بتاع اللجنه العليا المنظمه للبطوله، ودي بقى لها على مدار اكثر من شهر ونص الاجتماعات متواليه لتحضير لكل شيء. بعد كده بدء فعاليات البطوله بوصول الفرق للمطار وكيفيه استقبالها وانهاء اجراءاتها في خلال دقائق، ثم الانتقال لمكان الاقامه اللي حرصنا جدا ان يكون مكان الاقامه لائق جدا بالفرق، واعتقد ان ما فيش يعني شكوى واحده معانا 19 فريق اي حد اشتكى من اي حد في الاقامه. بعد كده الانتقالات من الفندق للملاعب والعكس، وبرده ايضا الحمد لله في شاتل باص شغال ما بين الفندق والملعب، وكل فرقه بالدقيقه قبل ميعاد تمرينها بتبقى موجوده تحت، بيوصل جدول المباريات، جدول التدريبات بيبقى معد، وكل واحد حافظ مكانه فين وهيتدرب فين، والكرات متوافره بارتفاعات الشبكه بكل حاجه بالميه بتاعته اللي موجوده. بالتالي بعد كده جدول المباريات بيوصل لغايه غرف اللعيبه كلها والمدربين والمسؤولين. بنبتدي بعد كده بدء المباريات. قبل كده بقول كافيه استقبال لجنه الاحتكام، لجنه الاحتكام عباره 2 من نواب رئيس الاتحاد الافريقي بالاضافه للاتحاد الافريقي، واثنين من رؤساء لجنه الحكام،
والبريس برضو في واحد بيمثل ضابط الاتصال بالنسبه للاتحاد الافريقي. كل دول في ضيافه النادي الاهلي، حرصنا على توفير الاستضافه الكامله ليهم. ويعني كنت في اجتماع تنسيقي من حوالي 10 دقائق دلوقتي او ربع ساعه انتهى. يعني في الاخر هما بيسالوا هو انتوا يعني ليكوا شكوى من حد؟ يعني المفروض ان احنا قاعدين عشان نسمع نقول هي ايه الشكاوي اللي عندهم. يعني فوجئنا بيقول لك يعني انتوا اكسلنت يعني، واحنا جايين عشان نسمع لو احنا حد مضايقكم او في حاجه يعني. فاحنا ضحكنا طبعا، يعني الحمد لله مفيش حاجه جامده انا ولا حاجه. بقول ان هما خمس بطولات قويه جدا هنتصدى ليها في خلال شهر ونص. بنبتدي ببطوله الكره الطايره سيدات، يعقوبها بطوله الرجال الكره الطايره من يوم 25، يعقوبها كاس سوبر يوم 11 وصول الفرق 12 المباريات، وبعد كده بطوله كاس الكؤوس للرجال وكاس الكؤوس للسيدات. كم من البطولات كبير. اعتقد يعني بترك للمشاهدين الحكم على حفل الافتتاح اللي تم امبارح. انا في رايي ان هو كان مبهر، ولكن يعني اعتقد ما ينفعش ان انا اللي اقول عليه ان هو مبهر. هنترك الحكم لجماهير النادي الاهلي اللي احنا بنعمل كل ده عشان خاطرها. عشان خاطرها ازاي؟ اهم حاجه الاعداد، الفريق بقى تم ازاي؟ لاول مره من مده طويله جدا بيطلع الفريق لمعسكر لسلفانيا لمده 12 يوم، وفرنا له خمس مباريات هناك، جهاز عالي المستوى بقياده العالمي كابتن حمدي الصافي. فبالتالي وفرنا الاعداد الكامل لهذا الفريق، والتوفيق من عند ربنا. بطوله قويه جدا، لان انا شخصيا فائز بهذه البطوله 8 مرات كمدرب، فانا عارف البطوله دي كويس جدا. فبقول البطوله دي صعبه صعبه صعبه، فيها فرقتين من كينيا بايب لاين والبرينزلز اللي هو السجون، من اقوى فرق. يعني احنا واخدين البطوله 8 مرات، الفريق الانابيب الكيني واخدها 7 مرات، يعني فريق قوي. فريق نيرسول قرطاج هو حامل اللقب السنه اللي فاتت. فرق الكاميرون هي الحصان الاسود اللي طالعه في افريقيا في الثلاث سنين الاخرانيه. فالبطوله في الملعب، لكن بمزيد بتوفيق ودعم الجماهير والالتزام الجماهير بالتشجيع المثالي، ان البطوله بتمثل مصر. وانا بثق في جماهير النادي الاهلي. تكمل الصوره الجميله اللي حضرتك حكيت عليها، احنا نظمنا كويس، حضرنا فرقتنا كويس، فاضل جماهيرنا تكون عند حسن الظن. وانا ما بشكش في الكلام ده لحظه، انا عارف جماهير النادي الاهلي اللي بتقف جنب فريقها وبالتشجيع المثالي، وباذن الله علشان نصل الى بر الامان وتكتمل الفرحه بفوز فريق الكره الطايره سيدات النادي الاهلي بالبطوله باذن الله. فنيا يا كابتن روف، كيف ترى المباراه القادمه للنادي الاهلي بعد الاداء المميز للمباراه الاولى وحضور الجماهير والمسانده الكبيره؟ كيف يرى الكابتن روف احد القامات الكبيره في المدير الفني للمباراه الغد بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله الحقيقه يعني يمكن القرعه يعني اتت بمجموعه مش قويه بالنسبه للنادي الاهلي، مش عايزين نستهين بالمجموعه ولا اي حاجه، ولكن احنا كنادي اهلي المفروض جايين علشان نفس البطوله. اعتقد المباريات المجموعه هتكون مريحه، يعني ما هياش القوه المناسبه، ولكن اعتقد ان هي كابتن حمدي الصافي يعني لا يعني راجل قديم وفاهم، هيستغل المباريات دي اكيد للتمويه على الفرق الاخرى، لانه متراقب كويس جدا من الفرق الاخرى. اكيد بيدفع بالقوه الاساسيه علشان تاخد لياقه ملعب شويه في شويه من غير كشف عن اوراقه. فانا اعتقد يعني الفوز هيكون حليف فريق النادي الاهلي، ولكن مش هو اللي الجماهير هتشوفه في الماتشين الجايين يعبر عن مستوى فريق النادي الاهلي، لان لازم الكابتن حمدي الصافي يخبي اوراقه وما يظهرهاش قدام الفرق الثانيه. انا كابتن رؤوف، بجانب الجهد الكبير اللي بيقوم بيه كابتن رؤوف عبد القادر، شايفين الاستاذ محمد الجرحي رئيس اللجنه العليا متواجد لحظه بلحظه بيتابع وبيباشر، وكالعاده ده اللي مطلوب من كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ان يتابعوا لحظه بلحظه، وده مش جديد على الاستاذ محمد الجرحي. يعني الحقيقه يعني عايز انتهز الفرصه، يعني تم اختيار الاستاذ محمد الجرحي والاستاذ محمد الضماطي لقياده السفينه بتاعه التنظيم، اختيار موفق. اعتقد جيل الشباب، والحقيقه يعني انا بهرت وفوجئت بالخبره الكبيره ليهم في التنظيم. حقيقي يعني ما فيش اجتماع سابوه بالرغم من ظروفهم العمل بتاعهم، لكن متابعين كل حاجه او بالبول،
حتى بالتليفونات وعلى الواتساب وعلى السيتات وكل حاجه. فزي ما انت حضرتك شايفهم بالرغم ان مفيش ماتش للنادي الاهلي ولا اي حاجه، لكن حريصين ان هو موجود الاستاذ محمد الجرحي معانا، وده غير المتابعه اليوميه على طول لتذليل اي عقبات لاي فرق. فانا شخصيا يمكن اول مره اتعامل معاهم، لكن الحقيقه انا مبسوط بيهم جدا 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 جدا، وده مش جديد يعني. دول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على مر العصور، والحمد لله جيل بيسلم جيل. فانا سعيد جدا بان انا بعمل مع جيل بعتبره من الشباب من اعضاء مجلس الاداره، ويا رب يوفقهم يا رب. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن رؤوف عبد القادر مدير عمل نشاط رياضي بالنادي الاهلي وايضا مدير البطوله على هذه التصريحات. بنتمنى كل التوفيق كالعاده للنادي الاهلي وجمهوره العظيم. مباراه الغد تكون فيها الساعه 8 مساء. بنتمنى كالعاده النادي الاهلي يحقق هذه المباراه بنتيجتها واداء ونتيجه ويحصل على البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن هيثم وكل الجمهور الاستوديو التحليل. شكرا جزيلا الزميل كريم احمد، ولقاء مهم مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ومدير البطوله ايضا. وشفنا كابتن رؤوف اتكلم على بعض النقاط المهمه. يمكن انا حابب احط ابرز نقطه اتكلم فيها، وهو دعوته لجمهور النادي الاهلي للتشجيع المثالي، وقال ان ما عنديش شك ابدا ان جمهور النادي الاهلي سيكون عند يعني دايما احتياج النادي ليه ودايما واقف في ظهر النادي بتاعه. اتكلم ان المجموعه ضعيفه ايضا، وقال ان المجموعه الضعيفه ساعات مش بتكون لصالح الفرقه، ولكن هو عنده ثقه كبيره في العالمي الكابتن حمدي الصافي انه هيقدر يوصل بالفرقه لقمه المستوى الفني من اول دور الثمانيه. اتكلم كمان على النادي الاهلي بيستضيف مجموعه كبيره جدا من ضيوفنا من القاره السمراء، يمكن مجموعه عدد كبير جدا بيستضيفهم، فكان طبعا ده موضوع صعب التنسيق ما بين وصولهم ومغادرتهم البلاد واقامتهم. فطبعا هو بيقول ان الموضوع خد اعداد كبير. اتكلم ان في يمكن كان اجتماع من 10 دقائق عدم وجود شكوى الحمد لله من اي الفرق او من اي حكام او من اي حد شارك في البطوله، كانوا بينتظروا يسمعوا شكاوى، ولكن الحمد لله رب العالمين ما فيش اي شكوى ولا اي اعتراض على اي شيء. اتكلم على انه ترك تقييم حفل الافتتاح لجمهور النادي الاهلي، بس هو قال من وجهه نظره ان الافتتاح الحمد لله كان كويس وكان ناجح. الحقيقه واحنا بنضم صوتنا لصوت كابتن رؤوف، الافتتاح كان ناجح وكان رائع بشهاده الجميع. يمكن المهندس خالد نصف سليم رئيس الاتحاد كان معانا عبر الهاتف واشاد بالافتتاح، والحقيقه دي احنا يعني بنحترم فيها كابتن رؤوف انه ترك تقييم الحفل الافتتاح لجماهير النادي الاهلي، وقال ان احنا كلنا بنعمل كل ده عشان خاطر جمهور النادي الاهلي العريق اللي بيمثل النادي في كل مكان. اتكلم على توجيه الشكر، طبعا وجه الشكر للاستاذ محمد الجرحي والاستاذ محمد الضماطي نائب اللي هو رئيس اللجنه العليا المنظمه ونائب رئيس اللجنه العليا المنظمه. شكرهم جدا وقال ان هم فاجئوه حتى برغم ان هم من جيل الشباب، ولكن قال انه فاجئوه على قدرتهم الكبيره في التنظيم وقدرتهم الكبيره في اتخاذ القرار. وقال الحقيقه هو اول مره يشتغل معاهم، ولكن قال انه هم فاجئوه. كلام يعني الحقيقه بيدل على منظومه كامله بتعمل. يعني ارجع لضيوف الكابتن نجلاء، يمكن كابتن رؤوف كان قاصد بهذا اللقاء يوصل بعض الرسائل المهمه جدا لجمهور النادي الاهلي وكمان للاعبين واللاعبات. تعليق على كلمه كابتن رؤوف عبد الله. كابتن رؤوف طبعا نو كومنت على اي كلمه بيقولها. كابتن رؤوف بيتكلم ان احنا رقم واحد في الملعب جمهور النادي الاهلي، هو اللي بيساعد اللعيبه وبيساعد اي فريق يوصل لمرحله انجاز البطوله، دي رقم واحد. تاني حاجه بيتكلم كمان عن ان احنا ما نحكمش على فريق الاهلي في المباريات القادمه تماما. طبعا زي ما احنا قلنا ان احنا مش فريق الاهلي وان سايد جيم، الفرقتين اللي جايين بالنسبه لنا او الثلاث مباريات بتاعت المجموعه بتاعتنا وان سايد جيم، مش هنلعب اوراقنا كامله. التمويه بيتكلم على كابتن حمدي ان هو بيموه جدا بالنسبه للاوراق بتاعته مش هيلعب بيها كامله علشان قدام الفرق اللي احنا هننافس عليها. طب كابتن انا هقطع حضرتك يعني قليلا، بس احنا حريصين طبعا يكون معانا في الاستوديو كل الاجيال اللي مسيت النادي الاهلي وكان ليها دور كبير جدا في البطولات. معانا الكابتن شرهان سامح احد نجوم النادي الاهلي السابقه ونجمه كبيره وشاركت في بطولات افريقيا كثيره. اهلا بيك يا شرهان. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ منوره الدنيا على شاشه قناه النادي الاهلي. الله يخلي حضرتك، انتوا اللي منورين، وكابتن نجله وكابتن بدريه منورين دايما كده. يمكن انتوا اسره يعني كره طايره مقصله، يمكن نهله سامح كابتن الفريق اختك طبعا، واكيد يعني بتأزر انت الفريق بشكل كبير. شريهان يعني تقولي ايه في البطوله دي وهي على ارض النادي الاهلي؟ انا اقول يعني هو ده مش حاجه جديده على النادي الاهلي ان هو عامل بطوله ما شاء الله من اول يوم الناس بتشيد بيها بكل الفرق، ويعني مش اللي موجودين بس واللي بره واصحابنا اللي بره والفرق اللي ما جاتش.
يعني انا احب في الاول انتهزها فرصه واشكر كل القائمين على البطوله من اكبر واحد لاصغر واحد. طبعا يعني مجلس الاداره عامل شغل عالي جدا وما تاخرش عن الفرقه في اي حاجه في معسكر وامكانيات ويعني كفايه حفل افتتاح امبارح كان جميل جدا، حاجه مشرفه الصراحه، بس يعني دي مش حاجه جديده عن النادي الاهلي وابنائه. فانا بنتهز فرصه من خلال برنامج حضرتك اني فعلا اوجه الشكر لكل واحد قايم على البطوله دي وكل اللجان اللي شغاله في البطوله. شرهان نفسك اتفتحت اللاب عايزه تلعبي ولا حاجه؟ والله صحيح اول ما دخلت قلت نفس الكلمه والله العظيم فعلا. شفتي بقى الكواليس بيجيلي على طول. لا بس هو يعني هو ده يعني طبعا شعور وضع طبيعي، انت بنت النادي الاهلي ودايما عايزه تكوني في الملعب، بس انت تقدري بتوجيهاتك للاهلي هتكوني ليكي دور كبير جدا جوه البطوله. اكيد طبعا، هو الحمد لله يعني الواحد على قد ما يقدر والله بيحب يعني يساعد الفرقه ويحب يشوفهم دايما في المركز الاول، والواحد على قد ما يقدر يعني يقدر يخدم النادي الاهلي او يرد اي يعني جزء بسيط من اللي الاهلي عمله لينا. فده وحضرتك اكيد يعني واضح من كل الاجيال، حضرتك شايف اي حد بيبقى يعني نفسه يساعد الاهلي او يرد اي جزء من الجميل بقد يعني على قد ما يقدر، واي حاجه الواحد فعلا المفروض يقدر يقدمها بيقدمها من غير ما يفكر فعلا. فالحمد لله طبعا الواحد على قد ما يقدر بقدر اتكلم مع نهله، وهم الحمد لله نهله تعتبر قديمه جدا برضو الحمد لله، فبرضه هي الحمد لله لما الفرقه وبتقدر تكلمهم، وانا اللي ببقى يعني لو شايفه حاجه فعلا بقدر اقولها لهم لنهل او لبقيه الفرقه كلها. ما بتاخرش طبعا لان دول كلهم اخواتي، وان شاء الله يعني هدفنا كلنا ان احنا نكسب البطوله ونطلع اول يا رب ان شاء الله. طب شريهان، يمكن قبل يعني مداخلتك كان معانا كابتن رؤوف عبد القادر وكان بيتكلم على التشجيع المثالي لجمهور النادي الاهلي. انا احب طبعا اسمع منك ككابتن النادي الاهلي السابقه ولعبت طبعا في اجواء كثيره، يعني رساله لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله ابتداء من بكره. ان شاء الله يعني انا عارفه ان جمهور النادي الاهلي ما بيتاخرش على فرقه خالص، وحضرتك شفت طبعا في البطوله العربيه لما كانت هنا في الاستاد كان اكثر من رائع. انا احب اوجه بس الجمهور ان هو ان شاء الله يقادر الفريق من اول بكره لحد ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل للنهائي ونكسبه ان شاء الله. ودي مش حاجه جديده على الاهلي، بس يعني انا برضو بوجه دعوه ان هم يجوا يبقوا متواجدين ويبقوا مساندين للفريق. وهما كان في جزء فعلا امبارح، بس اكيد يعني كلنا عارفين طبعا لان كان في مباراه كره قدم، فده اللي ممكن ما خلاش ان الجمهور كامل. لكن انا حتى يعني من متابعتي المواضيع ان التذاكر حتى خلصت جدا اللي كانت مخصصه للجمهور، فانا متوقع ان من بكره ان شاء الله هلاقي الجمهور مالي الصاله كالعاده ان شاء الله. ان شاء الله. شريهان سامح طبعا نجمه الفريق وكابتنه الفريق السابقه، نورتينا على شاشه قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا. يمكن احنا كنا بنتكلم على كلمه كابتن رؤوف وشريهان، الروح والايجابيه ودايما تلاقي يعني كنا حريصين طبعا في ملوك الصالات ان احنا يكون معانا كل الاجيال صحيح. وكل اللي مثلوا طبعا النادي الاهلي ده بصراحه يوم يعني زي ما بيقولوا فرح كبير صحيح. والحقيقه ده انتوا اديتوا النادي الاهلي كتير، والنادي الاهلي الحقيقه يعني ما كانش يعني هيقدر ياخد البطولات دي الا بمجهود وعرق والله على قد اللي هو ادهولنا النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره ما يعني بيقف معانا في كل بطوله، في كل ما قصرش معانا في اي حاجه. ايام ما كنا بنلعب جميع المعسكرات بنطلعها، جميع الاحتكاكات اللي احنا عاوزينها بتبقى متواجده، الفنادق اللي احنا بننزل فيها على اعلى مستوى، يعني كل شيء كان متهيئ لنا. فيعني احنا بنرد جميل يعني حاجه بنرد حاجه من جميل النادي الاهلي عليه. طب كباتن احنا معانا تقرير مع فريق الكاميروني طبعا كواليس البطوله، نشوف التقرير ورجع لحضرتك كده. L'organisation c'est bien, vous avez bien organisé, on a vu l'ouverture du match, il y avait beaucoup de choses qui n'a pas chez nous, mais le championnat aussi ça va se dérouler dans les bonnes conditions avec notre équipe qui vont entamer aujourd'hui le match, le premier match d'aujourd'hui. بيقول ان هو الافتتاح كان حفله الافتتاح بتاعت امبارح كانت حلوه قوي، وانه ان هم في حصلت فيها حاجات يعني مش عندهم في بلدهم في الكاميرون، وبيقول ان شاء الله البطوله هتبقى كويسه، وهم اليوم اول ماتش النهارده فربنا يكرمهم ان شاء الله يعني ويوفقهم. Et puis il y a deux sortes, il y a les repas de l'Egypte, c'est bon de pas, le repas est très bien. Par rapport au Cameroun aussi on a notre repas.
Ouais, notre repas est bien parce que nous on a grandi avec notre repas. Bon, la différence est que vous aimez trop ici le sucre, vous aimez trop le sel. Voilà, voilà la différence. بيقول ان هو الاكل يعني حلو وعجبه كل حاجه وهما كمان عندهم في الكاميرون حاجات حلوه بس الفكره الفرق ما بيننا وما بينهم ان احنا بنحب السكر كتير والملح كتير بون لو شامبيونا مو جو فاس بافي باسكو مو سي ما بريمير كومبيتيسيون سي ما بريمير فوا دي بارتيسيبا سو شامبيونا مع مون ايكيب بون مو جو بريمير دي لو ميور دو مو اي مو جو كرو شامبيونا بيان ريوسي سي فريمون لو لوفيرتور ايتي فريمون جولي بتقول انه هي يعني دي اول مشاركه ليها في بطولات مع الفريق بتاعها فان شاء الله يتمنى انه كل حاجه تمشي كويسه وربنا يوفقهم La nourriture d'abord c'est tout a changé moi je m'adapte pas avec le repas d'ici là c'est un peu ça بتقول انه الفرق يعني انه هو كل حاجه مختلفه في الاقامه مواعيد الاكل كده فهي كانت متعوده على حاجه ودلوقتي الكام يوم دول متعوده على حاجه ثانيه jouer et de gagner ce qui me fait un peu c'est le froid il fait très froid ici là je suis pas habituée à ce froid هي بتقول انه هي كانت بتشوف يعني انه مصر كويسه وحلوه وبتاع بس الفكره انه هي عندنا هنا الجو برد وهي يعني ما كانتش متعوده على البرد ده. بس جو الاقامه في مصر هنا حلوه وكويسه وان هي ان شاء الله يعني ربنا يوفقهم ويكسبوا علشان هم اول مره يزوروا مصر. مصر بلد حلوه هتقول ان مصر بلد جميله واهلها كويسين فيها بنات حلوين وهي بلد كبيرة فهي مبسوطة يعني صح شفنا مع حضراتكم التقرير مع نيونج الكاميروني الفريق اللي هنلعبه في آخر مباريات المجموعة الحقيقه واضح انه فريق جيد يعني اتكلموا في حاجات يمكن اكتر موضوع ضحكنا شويه ان هم شايفين الجو برد برفحين ان الفريق الجزائري شايف الجو حر طب نعمل ايه طيب؟ والله احنا بنضم ان احنا بنضم 15 فريق من القاره السمراء طبعا مختلف درجات مش هنقدر ندي حد حقيقي شمال افريقيا ممكن يكون متعادلين معانا شويه يعني ممكن شويه برد شويه لا الجزائر برد قوي عشان الجزائر كمان في 200 كيلو فوق السطح الشمال ده صعب جدا حقيقي بس بالنسبه تونس لا جوها مقارب لينا شويه يعني تونس كارتاج مش هتلاقي اي شك من ناحيه المناخ تمام فالحمد لله احنا ربنا يوفقنا بس الاكل احنا مظبطينه يعني كابتن بدري مش هنقدر نعمل حاجه في الجو لا طبعا يعني بالنسبه للكاميرون برد بالنسبه للجزائر حر شغال لهم دفايات بالظبط بس يعني هي حاله ارتياح كامل ما بين الفرق يعني هم اتكلموا برده الاكل حلو بس بيحبوا السكر ده احنا بنقول احنا شعب بيحب السكر ما بالك هو لا قال لك احنا عايزين السكر والملح اكتر لا حاجات طريفه جدا يعني برده عارفه اجواء حلوه طبعا وخلينا نقول ان في بعض الناس برضو بيقول لك اول مشاركه لينا وعجبتهم البلد جدا هي مصر بصراحه تعجب اي حد في الدنيا يعني مصر بلد جميل والفرق الافريقيه بالتحديد لما يجوا مصر هيحسوا بالفرق كبير جدا صحيح. ما بيننا وما بينهم فطبعا مصر بلد جميل جيل صغير من ده يمكن اول مره يشارك طبعا فبالنسبه للفرق الافريقيه عايزه اقول لك ان حتى الفرق اللي هي ضعيفه حابه انها تيجي صحيح حابه تيجي وتشارك في بطوله زي دي وتشوف مصر هم جايين اصلا للمتعه انهم يشوفوا مصر ويتفسحوا ويروحوا واحده منهم بتقول لك عايزين نروح شرم الشيخ يعني بيفكروا في شرم الشيخ وبيفكروا يعني هم جايين خليني اقول لحضرتك كمان يعني كابتن رؤوف ساب التقييم حفل الافتتاح لما النهارده يطلع المدير الفني يقول لك حفل افتتاح رائع اكيد دي برضو شهاده كويسه من ضيف من ضيوف البطوله طبعا هو النادي الاهلي علشان ينظم بطوله زي دي كان مصر هي اللي بتنظمها يعني هو النادي الاهلي بيمثل صحيح. قطاع عريض وبيمثل مصر صحيح. فلا يمكن ان هو النادي الاهلي يظهر باقل من كده ابدا لان النادي الاهلي ليه علامات فارقه في العالم كله في التميز في الاداره في التنظيم في اللعيبه في الفرق فده ده 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 طابع النادي الاهلي ومش ممكن النادي الاهلي يقدم اقل من كده ابدا صحيح. يعني صحيح يمكن كابتن نجلاء شكل فرقه نيونج الكاميروني في اطوال يعني احنا ما نعرفش طبعا بس اكيد هو مشاركاته قليله فما نقدرش نعرف عنه حاجه واكيد كابتن حمدي الصافي شافهم بيلعبوا بس هم شكلهم برضو لاعبات يعني صغيرين
وهيبقى الماتش غالبا برضو هيبقى بالرغم ان فيه وجود اطوال وكده، بس هيبقى برضو ان شاء الله يبقى ماتش وان سايد جيم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طبعا فريق يونج الكاميروني فريق جديد بالنسبه لنا، بالنسبه للنادي الاهلي ما حصلناهوش قبل كده في اي بطوله افريقيه نهائي. فريق جديد، هو لسه ما لعبش خالص عشان الاهلي يشوفه. احنا اول مجموعه، اول مباراه لعبناها مع فرنج نيوكامبا الاوغندي، فاحنا لسه هنشوفه وهو بيلعب مع نيوكامبا الاوغندي اللي هو الفريق الكاميروني. بس اجسامهم تدل ان هم فرقه كويسه وسنهم في مستويات احسن، هيبقى الماتش صعب شويه بالظبط كده. احنا لسه ما نعرفش، ما نقدرش نحكم على فريق الكاميروني ده نهائي، ما عرفناهوش ولا شفناه في اي بطوله افريقيه. طب كابتن نروح نشوف راي برضو الوفود الكينيه المشاركه، يمكن هنشوف تقرير مع المدير الفني لفريق السجون الكينيه في التقرير ده، وارجع لحضرتك. قبل كده عمل كذا زيارة وكانت مصر بالنسبة له دي بلده التانية، والترهاب الشديد اللي بيعيشوا في مصر ده بيجعل ان مصر دي بلده التانية. كل حاجة حلوة، الاوتيل حلو، الاكل طعم حلو قوي، الترحاب حلو جدا، الاوتيل كويس جدا، وبيقرر تاني ان مصر دي تعتبر بلده الثانيه. وده كان يعني مقابله كاميرا النادي الاهلي مع مدير الفني للسجون الكيني. خليني اقول لكم ان السجون الكيني من اقوى الفرق الافريقيه لكرة الطائرة سيدات، الفريق شكله منظم، حتى كلمة المدير الفني مصر بلد التانية هو أكيد جه كتير وعارف مصر شكلها إيه. كباتن يعني السجون برضو من الفرق المرشحة إنها تنافس على البطولة. أكيد كابتن هيثم، فريق السجون الكيني من الفرق اللي حصلت على البطولة دي 5 مرات، فريق صحيح. مش سهل يعني، فريق قوي ومنتظم، منظم جدا، فريق بيلعب على البطولة. فعلا المدير الفني بيجي، هو جاي اكتر من مره في مصر ولعب بطولات عربيه، بطولات افريقيه كتيره، اذا كانت ابطال دوري او ابطال كؤوس، ففريق بيتعمل له حساب يعني. فريق بس هو ما اتكلمش على الجو يا كابتن. لا ما اتكلمش على الجو الحمد لله. يعني شمال افريقيا الجو هنا حر بالنسبه للكاميرون، الجو حر. كينيا ما اتكلمش، بيتهيألي يا كابتن يبقى الجو حلو. اكيد الجو ان شاء الله حلو، ان شاء الله يبقى احلى باذن الله لما ناخد البطوله ان شاء الله. وخليني اقول انه وارد جدا نقابل فريق كيني قبل النهائي، وارد جدا نقابله، وارد جدا، وفريق الكينيه. بس خلينا نقول ان الفرقه الكينيه مش بمستوى المنتخب، المنتخب بيبقى فيه اللعيبه المحترفه في اوروبا او اللاعبات المحترفات في اوروبا بيلعبوا، انما الفرق المحليه ما بيبقاش المحترفات فيهم كتير. صحيح. فخلينا نشوف يعني ايه اللي مع الفرقه الكينيه، كل سنه الامور بتتغير. والله الفرق الكينيه طول عمرها من الفرق القويه اللي بتبقى الخصم العنيد بالنسبه لمصر. ده منتخبات ولا انديه؟ انديه ومنتخبات. انديه ومنتخبات. طبعا انت حضرتك قلت صح كلامك في الاول، حضرتك الاول ان المنتخب بيبقى اقوى من الفرق. صحيح. عشان هو بياخد جميع اللاعبات اللي عنده، بيبقى فريق قوي، في منهم بيبقى لعيب اكتر من 9 لاعبات محترفه في بره مصر، بره كينيا. تمام. فبتبقى بالنسبه للمنتخبات المباريات بتبقى قويه جدا. صحيح. على قد برضو مستوى الفرق، اذا كان البايب لاين او السجون الكيني او كان زمان البنك التجاري برضو بتاعهم، كان الفرق القويه في كينيا اللي احنا بنلعبها بنعمل لها 100 حساب. صح. تمام. فالمباريات مش سهله يعني، احنا المباريات اللي احنا هنقابلها، واكيد اكيد احنا هنقابل فريق من كيني منهم اذا كان البايب لاين او السجون الكيني. فان شاء الله ربنا يبارك في مفاجآت في أكيد. البطوله دي في الفرق. ان شاء الله. انا متوقعني لا ان شاء الله مفاجآت يعني، لا انا متوقع ان يبقى في مفاجآت في الدول في الفرق الافريقيه بالتحديد ان شاء الله. ان شاء الله. كباتن الوقت مر سريعا، انا بشكركم طبعا كابتن نجلاء فوزي نجمه النادي الاهلي السابقه وطبعا احد علامات الكره الطائره في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، ويعني يعني بنعتذر منك لو اتقطلنا، بس الحقيقه بنبقى سعداء جدا ليك كابتن هيثم. وانا بشكر حضرتك جدا جدا بجد بامانه، بشكر كابتن هيثم جدا ان هو وقناه الاهلي على الاهتمام الكبير بالكره الطايره. بعد حلقات ملوك الصالات اصبح للكره الطايره حاجه كبيره يعني، كان زمان الناس ما تعرفش حاجه عن الكره الطايره ولا لعيبه الكره الطايره ولا اي شيء. دلوقتي بمجهود حضرتك ومجهود قناه الاهلي بقى ليها شكل تاني، فانا بشكر حضرتك جدا. احب اقول لحضرتك ان انا اخر
فرد في هذه المنظومه الحقيقه. وانا اذا كان الشكر فالشكر كله لاداره قناه النادي الاهلي وطبعا اداره شركه برزنتيشن اللي ادتنا طبعا يعني الفرصه ان احنا نبقى جنب هؤلاء النجوم. الحقيقه كانوا مظلومين كتير جدا جدا انهم ما خدوش حقهم اعلاميا. مشكورك كابتن هيثم. وده مش حاجه سهله على كابتن هيثم، كابتن ولعيب ونجم كره السله في مصر طبعا. كابتن هيثم اشكرك، نورك، ربنا يخليك. كابتن بدري على التحضير بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في اول لقاء ليكي معانا في قناه النادي الاهلي، وعلينا ان شاء الله ما يبقاش اخر لقاء. ان شاء الله ان شاء الله ما يبقاش اخر لقاء. واشوف حضرتك انت بتقول انا اخر حاجه في المنظومه المعموله، بس انت ليك دور كبير جدا كابتن هيثم في الاطاله، في ان الناس كلها تعرف، وعرفت الناس بالكره الطايره، فليك كل الشكر وكل التقدير لحضرتك. شكرا للنادي الاهلي اللي شاركتوا وعملتوا اسم كبير جدا لنفسكم النادي الاهلي. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، مر الوقت سريعا، خلينا نقول ان احنا بنعيش وقت جميل جدا وبنعيش لحظات تاريخيه هتفضل محفوره في ذكريات كل الاجيال اللي طالعه. النادي الاهلي بينظم 5 بطولات افريقيا ان شاء الله، دي البدايه. كل التوفيق لنجمات الذهب، نجمات النادي الاهلي الكره الطائره، ان شاء الله يحافظوا او يجيبوا اللقب التاسع. شكرا جزيلا لحضراتكم، وانتظرونا بكره في تغطياتنا الحصريه في مباراه النادي الاهلي بكره ان شاء الله، هتبقى الساعه 8 واكيد هنطلع قبليها معاكم بساعه او ساعه ونص استوديو تحليلي. تابعونا واعرفوا اوقاتنا ومواعيدنا على صفحه النادي الاهلي على الفيسبوك وعلى تويتر. شكرا جزيلا لحضراتكم، والى اللقاء غدا باذن الله. the middle of